حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري ، أن ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فعرض لإنساء منهم في عقله او غقال فقالوا لي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل فيكم من راق فقال رجل منهم نعم فاتى صاحبهم فرقاه بفاتحه الكتاب فبرا فاعطي قطيعا من غنمين فابى ان يقبل حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب قال فضحك وقال ما يدرك أنها رقية قال ، ثم قال خذوا واضربوا لي بسهمين معكم. حدثنا هشيم حدثنا منصور يعني ابن زذان عن الوليد بن مسلمين عن أبي المتوكل أو عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. قال: فحزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ثلاثين آية قدر قراءة سورة تنزيل السجدة. قال: وحزرنا قيامه. في الأخريين على النصف من ذلك قال: «وحزرنا قيامه في العصر في الركعتين الأوليين على النصف» من ذلك قال: «وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من الأوليين». حدثنا هشيم حدثنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع يوم القيامة ولا فخر حثنا هشيم عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه أتى فاحشة فرده مرارا قال ثم أمر به فرجم قال فانطلقنا فرجمناه، قال فانطلقنا إلى الحرة فرجمناه، ثم ولينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فلما كان من العشي قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام سقطت على أبي كلمة حدثنا هشيم حدثنا أبو بشر عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رجلا من الأنصار كانت به حاجة فقال له أهله أت النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله فأتاه وهو يخطب وهو يقول من استعفى عفه الله ومن استغنى أغناه الله ومن سألنا فوجدنا له أعطيناه قال فذهب ولم يسأل حدثنا هشيم أخبرنا يزيد بن أبي زياد حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعمين البجلي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يقتل المحرم قال الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله هو الكلب العقور والحدى أتوصب على عاديه حدثنا معتمر قال: حدثنا أبي أخبرنا أبو نضرة عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر أن ينبذ فيه وعن التمر والبصر وعن التمر والزبيب أن يخلط بينهما حسن معتمر عن أبيه قال أنبأني أبو نضرة عن أبي سعيد أن صاحب التمر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة فأنكرها قال أن لا هذا فقال اشترينا بصاعين من تمرنا صاعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربيتم حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتكم قول لا إله إلا الله حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا زهير يعني ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات قالوا بلى يا رسول الله قال أسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى هذه المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة ما منكم من رجل يخرج من بيته متطهرا فيصلي مع المسلمين الصلاة ثم يجلس في المجلس ينتظر الصلاة الأخرى إن الملائكة تقول اللهم أغفر له اللهم ارحمه فإذا قمتم إلى الصلاة فأعدلوا صفوفكم وأقيموها وسدوا الفرج فإني أراكم من وراء ظهري ظهر فإذا قال إمامكم الله أكبر فقولوا الله أكبر وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإن خير الصفوف صفوف الرجال المقدم وشرها المؤخر وخير صفوف النساء المؤخر وشرها المقدم يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاغضبن أبصار كنا لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر حثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا عباد يعني ابن راشد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من الموبقات. حدثنا أبو عامر حدثنا الزبير بن عبد الله حدثني ربيح بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه قال: قلنا يوم الخندق يا رسول الله هل من شيء نقوله؟ فقد بلغت القلوب الحناجر قال: نعم اللهم أستر عوراتنا وآمن روعاتنا قال: فضرب الله عز وجل وجوه أعدائه بالريح فهزمهم الله عز وجل بالريح حدثنا أبو عامر حدثنا عبد الملك بن حساء الحارثي حدثنا سعيد بن عمرو بن سليمين قال سمعت رجلا منا قال عبد الملك نسيت اسمه ولكن اسمه معاوية ، أو ابن معاوية يحدث عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعرف من يحمله ومن يغسله ومن يضليه في قبره. فقال ابن عمر وهو في المجلس ممن سمعت هذا؟ قال: من أبي سعيد. فانطلق ابن عمر إلى أبي سعيد فقال: يا أبا سعيد ممن سمعت هذا؟ قال: من النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري حدثنا يزيد بن مردان بتقال حدثنا ابن أبي نعمين عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة حدثنا أبو عامر حدثنا عباد يعني ابن راشد عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فإذا الإنسان دفن فتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق فاقعده قال ما تقول في هذا الرجل فان كان مؤمنا قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله فيقول صدقت ثم يفتح له باب الى النار فيقول هذا كان منزلك لو كفرت بربك فاما اذ امنت فهذا منزلك فيفتح له باب الى الجنه فيريد ان ينهض اليه فيقول له اسكن ويفسح له في قبره وان كان كفرا كفرا او منافقا يقول له ما تقول في هذا الرجل فيقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فيقول لا دريت ولا تليت ولا اهتديت ثم يفتح له باب الى الجنه فيقول هذا منزلك لو امنت بربك فاما إذ كفرت به فإن الله عز وجل أبدلك به هذا ويفتح له باب إلى النار ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين فقال بعض القوم يا رسول الله. ما أحد يقوم عليه ملك في يده مطراق إلا هبل عند ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا يحيى عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر بليل حدثنا روح حدثنا حماد حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري. أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صائد عن تربة الجنة فقال: درمكة بيضاء مسك خالص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة حدثنا روح حدثنا مالك بن أنس عن خبيب بن عبد الرحمن أن حفص بن عاصم أخبره عن أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري لوضة من رياض الجنة ومنبري على حوض حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال عمر يا رسول الله لقد سمعت فلانا وفلانا يحسنان الثناء يذكران أنك أعطيتهما دينارين قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن والله فلانا ما هو كذلك لقد أعطيته من عشرة إلى مئة فما يقول ذاك أما والله إن أحدكم لا يخرج مسألته من عندي يتأبطها يعني تكون تحت أبطه يعني نارا قال قال عمر يا رسول الله لم تعطيها إياهم قال فما أصنع يأبون إلا ذاك ويأبى الله لي البخلة حدثنا ربعي بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن الحارث مولى ابن سباع عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تغنى اغناه الله ومن تعفف اعفه الله حسن إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن نافع قال قال عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب والورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع شيئا غائبا منها بناجز فأني أخاف عليكم الرماء والرماء الربا قال فحدث رجل ابن عمر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدير يحدثوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تم مقالته قالته حتى دخل به على أبي سعيد وأنا معه فقال إن هذا حدثني عنك حديثا يزعم أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفسمعته فقال بصر عيني وسمع أذني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع شيئا غائبا منها بناجز حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يصيبه وصب ولا نصب ولا حزن ولا سقم ولا أذن حتى الهم يهمه إلا يكفر الله عنه من سيئاته. حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عمارة بن القعقاع عن ابن أبي نعمين. عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهبة في أديمين وقروض لم تحصل من ترابها فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة بين زيد الخير والأقرع بن حابص وعيينة بن حصن وعلقمة بن علاثة أو عامر بن الطفيل شك عمارة فوجد من ذلك بعض أصحابه والأنصار وغيرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تأتمنوني وأنا أمين من؟ في السماء يأتيني خبر من السماء صباحًا ومساءً. ثم أتاه رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية مشمر الأزار محلوق الرأس. فقال: "اتق الله الله يا رسول الله". قال فرفع رأسه إليه فقال: "ويحك ألست أحق أهل الأرض؟" أن يتقي الله أنا ثم أدبر فقال خالد يا رسول الله ألا أضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعل الله يكون يصلي فقال إنه رب مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم ثم نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقف فقالها إنه سيخرج من بيض هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية حدثنا محمد بن فضيل حدثنا ضرار يعني ابن مرة أبو سناء عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول إن الصوم لي وأنا أجزي به أن للصائم فرحتين إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فجزاه فرح والذي نفس محمد بيده لا خلوف فمصائم أطيب عند الله من ريح المسك حثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه سمع أبا سعيد سئل عن الإزار فقال على الخبير سقطت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المؤمن إلى إنصاف الساقين لا جناح أو لا حرج عليه فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من ذلك فهو في النار لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا حسن ابن ابي عدي عن داود عن ابي نضرة عن ابي سعيد قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد فجعلنا ننقل لبنة لبنة وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين فتترب رأسه قال فحدثني اصحابي ولم اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جعل ينفض رأسه ويقول ويحك يا أبن سمية تقتلك الفئة الباغية حثنا أبن أبي عدي عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان خليفة يعطي المال ولا يعده عدا حدثنا ابن ابي عدي عن داود عن ابي نضرة عن ابي سعيد قال قال رجل يا رسول الله إن بأرض مضبة فما تأمرنا أو ما تفتنا قال ذكر لي أن أمة من بني إسرائيل مسيخت فلم يأمر ولم ينه قال أبو سعيد فلما كان بعد ذلك قال عمر إن الله لا ينفع به غير واحد وإنه لطعام طعام عامة الرعاء ولو كان عندي لطعمته هو وإنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا ابن ابي عدي عن داود عن ابي نضرة عن ابي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخًا حتى إذا طفنا بالبيت قال: «اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي» قال: «فجعلناها عمرة فحللنا فلما كان يوم التروية» صرخنا بالحج وانطلقنا إلى منن حثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل قال فجاء فصلى بنا ثم قال خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. حثنا ابن أبي عدي عن سليمان يعني التيمية عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اهل النار الذين هم اهلها لا يموتون ولا يحيون واما اناس يريد الله بهم الرحمه فيميتهم في النار فيدخل عليهم الشفعاء فياخذ الرجل انصاره فيبثهم او قال فينبتون على نهر الحياء او قال الحيوان او قال الحياه أو قال نهر الجنة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترون الشجرة تكون خضراء ثم تكون صفراء؟ أو قال تكون صفراء ثم تكون خضراء؟ قال فقال بعضهم: كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالبادية حسن ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو شهده أو سمعه قال: "وقال أبو سعيد وددت أني لم أسمعه حثن ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قومًا يكونون في أمته يخرجون ، في فرقة من الناس سيماهم التحليق هم شر الخلق أو من شر الخلق يقتلهم أدنى الطائفتين من الحق قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا أو قال قولا الرجل يرمي الرمية أو قال الغرض فينظر في النصل فلا يرى بصيرة وينظر في النضي فلا يرى بصيرة وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة قال قال أبو سعيد وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد يعني ابن أبي عروبة قال: حدثني سليمان النجي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، ثم جاء فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم من يتجر على هذا أو يتصدق على هذا فيصلي معه قال: فصلى معه رجل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. قال عبد الله حدثناه عبد الله بن عون الخراز ومصعب الزبيري قال: حدثنا مالك بن أنس عن الزهري فذكر مثله سواء حثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا والمحاقلة كاري الأرض حثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين اما البيعتان الملامسه والمنابذه واللبستان اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء حدثنا هاشم حدثنا ليث حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري قال قال عطاء بن يزيد وحدثناه حجاج عن ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فذكر مثله يعني مثل الحديث حثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصات ثم نهى أن يبصق الرجل بين يديه وعن يمينه وقال ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناف الأسقية. حثنا سفيان عن صفوان بن سليمين عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رواية وقال مرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة قال هو واجب على كل محتالمين حثنا سفيان عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه قال سألت أبا سعيد هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإزار شيئا قال نعم تعلم سمعته يقول إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح فيما بينه وبين الكعبين وما أسفل من الكعبين هو في النار يقولها ثلاث مرات حنا سفيان حدثنا يزيد بن خصيفة عن بصري بن سعيد عن أبي سعيد الخدير قال كنت في حلقة من حلق الأنصار فجاءنا أبو موسى كأنه مذعور فقال إن عمر أمرني أن آتيه فأتيته فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت وقد قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال لتجي ان ببينه على الذي تقول والا اوجعتك قال ابو سعيد فأتانا ابو موسى مذعورا او قال فزعا فقال استشهدكم فقال ابي بن كعب لا يقوم معك إلا أصغر القوم قال أبو سعيد وكنت أصغرهم فقمت معه وشهدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استأذن ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع. حثنا سفيان عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه عن أبي سعيد رواية فذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أوسوق صدقة حدثنا سفيان حدثني ابن أبي صعصعة عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال لي أبو سعيد وكان في حجة فقال لي: يا بني إذا أذنت فأرفع صوتك بالأذان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس شيء يسمعه إلا شهد له جن ولا إنس ولا حجر" وقال مرة: يا بني إذا كنت في البراري فارفع صوتك بالآذان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمعه جن ولا إنس ولا حجر ولا شيء يسمعه إلا شهد له قال أبي وسفيان مخطئ في اسمه والصواب عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صع حدثنا سفيان عن ابن أبي سعسعة شيخ من الأنصار عن أبيه عن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال الرجل المسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه ، من ألف طن حدثنا سفيان عن ضمرة عن أبي سعيد قال أبي قلت سفيان سمعه قال زعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر حتى تغرب وبعد الصبح حتى تطلع حدثنا سفيان حدثنا محمد بن عمرو وعن أبي سلمة وابن أبي لبيد عن أبي سلمة: سمعت أبا سعيد وابن جريج عن سليمان الأحول عن أبي سلمة. عن أبي سعيد: "أعتكف العشر الوسط واعتكفنا معه يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان صبيحة عشرين مر بنا ونحن ننقل متاعنا." فقال من كان معتكفًا فليكن في معتك فيه إني رأيت هذه الليلة فانوسيتها ورأيتني أسجد في ماء وطيء وعريش المسجد جريد فهاجت السماء فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن على أنفه وجبهته أثر الماء والطين حثنا سفيان عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح سمع أبا سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر إن أخوة فما أخاف عليكم ما يخرج الله من نبات الأرض وزهرة الدنيا فقال رجل أي رسول الله أو يأتي الخير بالشر فسكت حتى رأينا أنه ينزل عليه قال وغشيه بهر وعرق فقال أين السائل فقالها أنا ولم أرد إلا خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بالخير إن الخير لا يأتي إلا بالخير إن الخير لا يأتي إلا بالخير ولكن الدنيا خضرة حلوة وكان ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها أكلت حتى امتدت خاصرتها واستقبلت الشمس فثلطت وبالت وبالت ثم عادت فأكلت فمن أخذها بحقها بورك له فيه ومن أخذها بغير حقها لم يبارك له وكان كالذي يأكل ولا يشبع. قال سفيان: وكان الأعمش يسألني عن هذا الحديث. حثنا سفيان عن عاصمين عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتوضأ إذا جمع وإذا أراد أن يرجع. قال سفيان أبو سعيد أدرك الحرة قال قال يزيد بن هارون عن هشامين عن يحيى عن هلال عن أبي سعيد يقتل حبطًا أو خبطًا وإنما هو حبطًا. قال سمعت سفيان قال وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون ألا وإن لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته بقدر غدرته وقرى على سفيان سمعت علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا سفيان عن مطرف عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وقد أتقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينظر متى يؤمر؟ قال المسلمون: يا رسول الله فما نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. حثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن قزعة عن أبي سعيد رواية يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثة أيامين إلا ومعها ذو محرمين ونهى عن صيام الفطر ويوم النحر وعن صلاتين صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وتشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى حثنا سفيان عن عمر سمع جابرا يحدث عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان يغزو في ام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقال هل فيكم من صاحب من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم يغزو فئام من الناس فيقولون: هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم فيفتح لهم. حسن سفيان سمع عمرا عن عتاب بن حنين يحدث عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان: لا أدري من عتاب. لو امسك الله القطر عن الناس سبع سنين ثم ارسله لا اصبحت طائفه به كافرين يقولون مطرنا بنوء المجدح حدثنا ابو سعيد مولى بني هاشمين حدثنا سليمان بن بلال حدثنا شريك بن ابي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء. حدثنا أبو سعيد، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، حدثنا عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله قيمة أوقية ، فقد ألحف. حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا حماد يعني ابن سلمة حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم حائطا فأراد أن يأكل يا صاحب الحائط ثلاثا فإن أجابه وإلا فليأكل وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها فلينادي يا صاحب الإبل أو يا رعي الإبل فإن أجابه وإلا فليشرب والضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة حدثنا إسحاق بن عيسى، قال حدثني ليث قال حدثني عمران بن أبي أنس عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه أنه قال ثمار رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من اول يومين فقال رجل هو مسجد قباء وقال رجل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد ان محمدا حدث ان ذكوان ابا صالح حدث عن أبي سعيد الخديري وجابر بن عبد الله وأبي هريرة أنهم نهوا عن الصرف ورفعه رجلان منهم إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الوهاب الخفاف حدثنا سعيد عن مطر عن محمد بن سيرين أن ذكوان أبا صالح قال وأثنى عليه خيرا حدث عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة أنهم نهوا عن الصرف رفعه رجلان منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حثن يحيى بن سعيد عن أشعث عن محمد عن أبي صالح ذكوانا عن أبي هريرة وأبي سعيد وجابر اثنين من هؤلاء الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ، عن الصرف. حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين قال: حدثنا عمرو بن الحارث عن أبي السمح عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون في الدنيا على ثلاثه اجزاء الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذي يئنه الناس على أموالهم وأنفسهم ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه لله عز وجل حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن ابيه عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش اقرن وقال هذا عني وعمن لم يضح من امتي حدثنا محمد بن ادريس يعني الشافعي قال انبانا مالك عن داود بن الحصين. عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي سعيد الخُدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ، عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل والمحاقلة استكراء الأرض بالحنطة حان عبد الله بن محمد قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة تحدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز آه أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال: فشق ذلك على أصحابه فقالوا: من يطيق ذلك؟ قال: يقرأ قل: هو الله أحد فهي ثلث القرآن. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا راى احدكم الرؤيا يحبها فانما هي من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها فاذا راى غير ذلك مما يكره فانما هي من الشيطان فليستعيذ بالله من شرها ولا يذكرها لاحد فانها لا تضره حدثنا قتيبة حدثنا باكر بن مضر عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصل فايكم اراد ان يواصل فليواصل حتى السحر فقالوا انك تواصل قال اني لست كهيئتكم اني ابيت لمطعم يطعمني وساق يسقيني حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحليمة إلا ذو عزة ولا حكيمة إلا ذو تجربة حثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن الهادي عن يوحنس مولى مصعب بن الزبير عن أبي سعيد الخدري قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث يعني ابن سعد عن ابن الهادي عن عبد الله بن الخباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال الله تنفعه شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبه يغلي منه دماغه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال ، عن أبي يعقوب الخياط قال: شهدت مع مصعب بن الزبير الفطر بالمدينة فأرسل إلى أبي سعيد فسأله كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأخبره أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل أن يخطب فصلى يومئذ قبل الخطبة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال سرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فأتيته فقعدت قال فاستقبلني فقال من استغنى أغناه الله ومن استعفى أعفه الله ومن استكفى كفاه الله ومن سأل وله قيمة أوقية فقد الحف قال فقلت ناقتي الياقوتة هي خير من اوقية فرجعت ولم اساله حدثنا الحكم بن موسى حدثنا ابن ابي الرجال نحوه حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب يعني القاري حدثنا سهيل عن ابيه عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء ولا اذا اشتد الحر فابريدوا بالصلاه فان شده الحر من فيح جهنم حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن عامر الاحولي عن ابي الصديق عن ابي سعيد الخدري ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتهى المؤمن الولد في الجنه كان حمله ووضعه وسنه في ساعه واحده كما يشتهي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن عجلان حدثني عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العرجين يمسكها في يده فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحتيها به حتى أنقاها حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سليمان التيمي حدثنا أبو نضرة قال حدثني أبو سعيد الخديري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الجر أن ينبذ فيه وعن التمر والزبيب أن يخلط بينهما وعن البصر والتمر أن يخلط بينهما حدثنا أبو معاوية ومحمد بن عبيد قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء بالموت كأنه كبش أملاح فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا اهل الجنه هل تعرفون هذا قال فيشائبون فينظرون ويقولون نعم هذا الموت قال فيقال يا اهل النار هل تعرفون هذا قال فيشائبون فينظرون ويقولون نعم هذا الموت قال فيؤمر به فيذبح قال ويقال يا اهل الجنه خلود لا موت ويا اهل النار خلود لا موت قال ثم قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم وهم في غفله قال واشار بيده قال محمد بن عبيد في حديثه اذا دخل اهل الجنه الجنه واهل النار النار يجاء بالموت كانه كبش املح حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل النبيين من قبل كمثل رجل إن بنى دارا فأتمها إلا لبنة واحدة فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا حدثنا أبو معاوية تحدثنا الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال عن يمينه جبريل وعن يساره ميكائيل عليهم السلام حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن جعفر بن أسن عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صرية ثلاثين راكبا قال فنزلنا بقوم من العرب قال فسألناهم أن يضيفونا فأب قال فلدغ سيدهم قال فأتونا فقالوا فيكم أحد يرقي من العقرب قال فقلت نعم أنا ولكن لا أفعل حتى تعطونا شيئا قالوا فإنا نعطيكم ثلاثين شاة قال فقرأت عليها الحمد لله سبع مرات قال فبرأ قال فلما قبضنا الغنم قال: عرض في أنفسنا منها قال: فكففنا حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكرنا ذلك له قال: فقال: أما علمت أنها رقية أقسموها واضربوا لمعكم بسهمين حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد الخدير قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد الخدير قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد واضعا طرفيه على عاتقيه. حدثنا أبو معاوية ، تحدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه وعن قيس بن مسلمين ، عن طارق بن شهاب بن كلاهما عن أبي سعيد الخدري قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج به وبدا بالخطبه قبل الصلاه ولم يكن يبدا بها قال فقام رجل فقال يا مروان خلفت السنه اخرجت المنبر يوم عيد ولم يكن يخرج به في يوم عيد وبدات بالخطبه قبل الصلاه ولم يكن يبدا بها قال فقال ابو سعيد الخديري من هذا قال فلان بن فلان قال فقال ابو سعيد اما هذا فقد قضما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فإن استطاع أن يغيره بيده فليفعل. وقال مرة: "فليغيره بيده فإن لم يستطع بيده فبلسانه فإن... فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه." وذلك أضعاف الإيمان. حدثنا أبو معاوية ، حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت مثل رمل عالج وإن كانت مثل عدد ورق الشجر حنا أبو معاوية حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة قال قلت لأبي سعيد أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب بالذهب والفضة بالفضة قال سأخبركم ما سمعت منه جاءه صاحب تمره بتمر طيب وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم يقال له اللون قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من اين لك هذا التمر الطيب قال ذهبت بصاعين من تمرنا واشتريت به صاعا من هذا قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اربيت قال ثم قال أبو سعيد فالتمر بالتمر أربى أم الفضة بالفضة والذهب بالذهب حسن إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان وهو يتميس ليلة القدر قبل أن تبان له فلما تقضينا أمر ببنيانه فنقض ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد ثم اعتكف العشر الأواخر ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنها أبينت لي ليلة القدر فخرجت لأخبركم بها فجاء رجلان يحيفان معهما الشيطان فنسيتها فاتميسوها في التاسعة والسابعة والخامسة فقلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعداد منا قال قال أنا أحق بذاك منكم فما التاسعة والسابعة والخامسة قال تدع التي تدعون أحد وعشرين والتي تليها التاسعة وتدع التي تدعون ثلاثة وعشرين والتي تليها السابعة وتدع التي تدعون خمسة وعشرين والتي تليها الخامسة حسن إسماعيل أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أوي، كما قال تصيبهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذنا" في الشفاعة فجيء بهم ضبائر 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 فنبتوا على أنهار الجنة فيقال يا أهل الجنة أفيدوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل قال فقال رجل من القوم حينئذ كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية حان اسماعيل اخبرنا ابن عو عن محمد عن عبد الرحمن بن بشري بن مسعود قال فرد الحديث حتى رده الى ابي سعيد قال ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاكم قالوا الرجل تكون له المراه ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه والرجل تكون له الجرية فيصيب منها ويكره أن تحمل منه فقال: فلا عليكم أن تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال ابن عون: فحدثت به الحسن فقال: فلا عليكم لا كأن هذا زجر حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد أوي عن أبي هريرة شك الأعمش قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا، فجاء عمر فقال: يا رسول الله إنهم إن فعلوا قل الظهر ولكن أدعهم بفضل أزوادهم ثم ادع لهم عليه بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنطاع فبسطه ثم دعاهم بفضل أزوادهم فجعل الرجل يجيء بكف الذرة والآخر بكف التمر والآخر بالكسرة حتى اجتمع على المطع من ذلك شيء يسير ثم دعا عليه بالبركة ثم قال لهم خذوا خذوا في أوعيتكم ، قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا من العسكر وعاء إلا ملأوه وأكلوا حتى شبعوا وفضلت منه فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك فتحجب عنه الجنة. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني عبيد الله بن المغيرة بن محيقي بن عن سليمان بن عمرو بن عبد العهواري أحد بني ليث وكان يتيما في حجر أبي سعيد سليمان بن عمر وهو أبو الهيثم الذي يروي عن ابي سعيد قال سمعت ابا سعيد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوضع الصراط بين ظهري جهنم عليه حسك كحسك الصعدان ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومجدوح به ثم ناج ومحتبس به منكوس فيها فإذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين العباد يفقد المؤمنون رجالًا كانوا معهم في الدنيا يصلون بصلاتهم ويزكون بزكاتهم ويصومون صيامهم ويحجون حجهم ويغزون غزوهم فيقولون فيقولون أي ربنا عباد من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاتنا ويزكون زكاتنا ويصومون صيامنا ويحجون حجنا ويغزون غزونا لا نراهم فيقولوا اذهبوا إلى النار فمن وجدتم فيها منهم فأخرجوه قال فيجدونهم قد أخذتهم النار على قدر أعمالهم فمنهم من أخذته إلى قدميه ومنهم من أخذته إلى نصف ساقيه ومنهم من أخذته إلى ركبتيه ومنهم من أزيرته ومنهم من أخذته إلى ثدييه ومنهم من أخذته إلى عنقه ولم تغش الوجوه فيستخرجونهم منها فيطرحون في ماء الحياة. قيل يا رسول الله وما ماء الحياة؟ قال: غسلوا أهل الجنة فينبتون نبات الزرعة. وقال مرة فيه: «كما تنبت الزرعة في غثاء السيل. ثم يشفع الأنبياء في كل من من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصًا فيخرجونه منها. قال: ثم يتحنن الله برحمته على من فيها فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال حبة من إيماء إلا أخرجه منها حدثنا إسماعيل حدثنا الدست وأي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثنا عياض قال قلت لأبي سعيد الخدير أحدنا يصلي فلا يدري كم صلى فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فلم يدري كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس واذا جاء احدكم الشيطان فقال انك قد احدثت فليقل كذب فالا ما وجد ريحه بانفه او سمع صوته باذنه حان إسماعيل أخبرنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ، يرون أنه يعني من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أنه من وجد ضعفًا فأفطر فإن ذلك حسن. حسن إسماعيل أخبرنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: لم نعد ، إن فتحت خيبر وقعنا في تلك البقلة فأكلنا منها أكلًا شديدًا وناس جياعون. ثم رحلنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد فقال الناس حرمت حرمت فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس لتحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحها حسن إسماعيل أخبرنا همام بن يحيى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتب عني شيئا سوى القرآن ومن كتب شيئا سوى القرآن فليمحه حسن إسماعيل عن هشامين الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي رفاعة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السحور أكله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين". حثنا شعيب بن حرب قال: أخبرنا همام قال: أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتب عني شيئا فمن كتب عني شيئا فليمحه حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن الرجل يشرب وهو قائم قال جابر كنا نكره ذلك حدثنا موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر انه قال سمعت ابا سعيد الخديري يشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ذاك وزجر ان استقبل القبلة لبول حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا هشام يعني ابن سعد عن زيد بن اسلم ان عبد الله بن عمر فتح خوخه له عنده ابو سعيد الخديري فخرجت عليهم حيه فامر عبد الله بن عمر بقتلها فقال ابو سعيد اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان يؤذنهن قبل ان يقتلهن حدثنا شعيب بن حرب حدثنا هشام بن سعد حدثنا يزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يتصبر يصبره الله ومن يستغني يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله وما أجد لكم رزقا أوسع من الصبر حدثني إسحاق بن عيسى حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال كنا قعودا نكتب ما نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فخرج علينا فقال ما هذا تكتبون فقلنا ما نسمع منك فقال أكتاب مع كتاب الله فقلنا ما نسمع فقال اكتبوا كتاب الله امحضوا كتاب الله أكتاب غير كتاب الله امحضوا كتاب الله ، أو خلصوه قال فجمعنا ما كتبنا في صعيد واحد ثم أحرقناه بالنار قلنا ، أي رسول الله أنا تحدث عنك قال نعم تحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار قال فقلنا يا رسول الله أن نتحدث عن بني إسرائيل قال نعم تحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فإنكم لا تحدثوا عنهم بشيء إلا وقد كان فيهم أعجب منه حثنا روح حدثنا حماد عن بشري بن حرب عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة يدعو هكذا ورفع يديه حيال ثندتتيه وجعل بطون كفيه مما يلي الأرض حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل النجي عن أبي سعيد الخدير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون يوم القيامة من النار فيحبصون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفسي بيده لا أحدهم أهدى لمنزله ، في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. معاوية بنه حدثنا معاوية بن هشامين حدثنا شيبان أبو معاوية حدثنا فراس بن يحيى الهمداني عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخُدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لقد دخل رجل الجنة ما عمل خيرًا قد تقال لأهله حين حضره الموت: "إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم أذر نصفي في البحر ونصفي في البر فأمر الله البر والبحر فجمعاه ثم قال ما حملك على ما صنعت قال ما خافتك قال فغفر له بذلك حدثنا هاشم حدثنا أبو معاوية يعني شيبانا عن يحيى عن أبي نضرة العوفي أن أبا سعيد الخديري أخبره قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح حدثنا حسين في تفسير شيبان عن قتادة قال حدثنا أبو المتوكل النجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فذكر الحديث حدثنا حسن وروح قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افتخرت الجنة والنار فقالت النار يا ربي يدخلني الجبابره والمتكبرون والملوك والاجراف وقالت الجنه اي ربي يدخلني الضعفاء والفقراء والمساكين فيقول الله تبارك وتعالى للنار انت عذابي اصيب بك من اشاء وقال للجنه انت رحمتي وسعت كل شيء ولكل واحده منكما ملئها فيلقى في النار أهلها فتقول هل من مزيد؟ قال ويلقى فيها وتقول هل من مزيد؟ ويلقى فيها وتقول هل من مزيد؟ حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها فتزو فتقول قدني قدني وأما الجنة فيبقى فيها أهلها ما شاء الله الله أن يبقى فينشئ الله لها خلقًا ما يشاء. حدثنا حسن وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهون أهل النار عذابا رجل في رجليه نعلان يغلي منهما دماغه ومنهم في النار إلى كعبيه مع إجراء العذاب ومنهم من في النار إلى ركبتيه مع إجراء العذاب ومنهم من اغتمر في النار إلى أرنابته مع إجراء العذاب ومنهم من هو في النار إلى صدره مع إجراء العذاب ومنهم من قد اغتمر في النار قال عفان مع إجراء العذاب قد اغتمر حدثنا حسن حدثنا زهير عن سعد أبي المجاهد الطائي عن عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد الخدري أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مؤمن سقى مؤمنا شربة على ضم سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم وأيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة وأيما مؤمن كسى مؤمنا ثوبًا على عري كساه الله ، من خضر الجنة. حدثنا يحيى بن إسحاق قال: أخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن أبي سعيد الخدري قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: يا أبا سعيد ثلاثة من قالهن دخل الجنة قلت ما هن يا رسول الله؟ قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ثم قال: يا أبا سعيد والرابعة لها من الفضل كما بين السماء إلى الأرض وهي الجهاد ، في سبيل الله. حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن بشر بن حرب عن أبي سعيد الخدري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يدعو هكذا وجعل باطن كفيه ، مما يلي الأرض حدثنا اسود بن عامر اخبرنا ابو اسرائيل يعني اسماعيل بن ابي اسحاق الملائيه عن عطيه عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني تارك فيكم الثقلين احدهما اكبر من الاخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترة أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض حثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد فهل لك من أبل قال نعم قال هل تؤدي صدقتها قال نعم قال هل تمنح منها قال نعم قال هل تحلبها يوم وردها قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يتيرك من عملك شيئا حدثنا حسين بن محمد حدثنا سليمان بن قرمين عن عبد الرحمن يعني ابن الأصبهاني عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدم ثلاثة من ولده حجبوه من النار حنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن الأعمش عن سعد الطائي عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة صاحب خمس مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحمين ولا كاهن ولا منان حدثنا عبد الله بن الحارث حدثني الأوزاعي عن أبن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد فهل لك من أبل قال نعم قال ألست تؤدي صدقتها قال بل قال ألست تمنح منها قال: بل قال: ألست تحلبها يوم وردها؟ قال: بل قال: فاعمل ، من وراء البحار ما شئت فإن الله لن يطيرك من عملك شيئًا. حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخديري حدثه أن رجلا قديما من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم ذهب فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسأله عن شيء فرجع الرجل إلى امرأته فحدثها فقالت إن لك لشأنا فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع إليه فألقى خاتمه وجبة كانت عليه فلما استأذن أذن له وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال يا رسول الله أعرضت عني قبل حين جئتك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار فقال يا رسول الله لقد جئت إذا بجمر كثير وكان قد قدم بحلي من البحرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ما جئت به غير مغن عنا شيئًا إلا ما أغنت حجارة الحرة ولكنه متاع الحياة الدنيا. فقال الرجل فقلت: يا رسول الله أعذرني في أصحابك لا يظنون أنك سخطت علي بشيء. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فعذره وأخبره أن الذي كان منه إنما كان لخاتمه الذهب حسن هارون بن معروف حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن يزيد بن أبي حبيب، عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج حسن حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا ابنه هبيرة عن حنشي بن عبد الله عن أبي سعيد الخدير قال أبي ليس مرفوعا قال لا يصلح السلف في القمح والشعير والسلط حتى يفرك ولا في العنب والزيتون وأشباه ذلك حتى يمجج ولا ذهبا عينا بوريق دينا ولا ورقا دينا بذهب عينا حسن حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا ابو الزبير عن جابر عن ابي سعيد الخدير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى احدكم صلاته في المسجد ثم رجع الى بيته حينئذ فليصلي في بيته ركعتين وليجعل في بيته نصيبا من صلاته فان الله جاعل في بيته من صلاته خيرا حدثنا يحيى بن اسحاق اخبرنا ابن لهيعه عن عبيد الله بن المغيره سمعت ابا الهيثم يقول سمعت ابا سعيد الخديري يقول رايت بياض كشح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سجد حثناه موسى هو ابن داود حدثنا ابن لهيعه عن عبيد الله بن المغيره عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قالت: كأني أنظر إلى بياض كشح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. حثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن أبي الهيثم. عن أبي سعيد الخدري قال: بات قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله قل: هو الله أحد فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه السلام: والذي نفسي بيده لا تعديل نصف القرآن ، أو ثلثه. حدثنا يحيى بن إسحاق: حدثنا ابن لهيعة عن حبان بن واصع عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخديري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في ثوب فليجعل طرفه على عاتقيه. حسن حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير أخبرني جابر أنه سمع أبا سعيد الخديري يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زجره عن ذلك وزجره أن يستقبل القبلة لبول وهذا يتلو حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن الرجل يشرب وهو قائم فقال كنا نكره ذاك ثم ذكر حديث أبي سعيد حان بكر بن عيسى حدثنا جامع بن مطر الحبطي حدثنا أبو رؤبة شداد بن عمران القيسي عن ابي سعيد الخدري ان ابا بكر جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني مررت بوادي كذا وكذا فاذا رجل متخشع حسن الهيئه يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب اليه فاقتله قال فذهب اليه ابو بكر فلما راه على تلك الحال كرهه ان يقتله فرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر اذهب فاقتله فذهب عمر فراه على تلك الحال التي راه ابو بكر قال فكره ان يقتله قال فرجع فقال يا رسول الله إني رأيته يصلي متخشعا فكرهت أن أقتله قال يا علي إذهب فاقتله قال فذهب علي علي فلم يره فرجع علي فقال يا رسول الله إنه لم يره قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه فاقتلوهم هم شر البرية حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن مسلمين حدثنا مطرف عن خالد بن أبي نوف عن سليط بن أيوب عن ابن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت يا رسول الله توضأ منها وهي يلقى فيها ما يلقى من نتن فقال إن الماء لا ينجسه شيء. حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عز وجل قالوا يا رسول الله نرى ربنا قال فقال هل تضارون في رؤية الشمس نصف النهار قالوا لا قال فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا قال فإنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في ذلك قال الأعمش لا تضارون يقول لا تمرون حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال الصف المقدم وشرها الصف المؤخر وخير صفوف النساء المؤخر وشرها المقدم وقال يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن إذا سجدتن لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر حان مصعب بن المقدام وحجين بن المثنى قال حدثنا إسرائيل حدثنا عبد الله بن عصمة العجلي قال سمعت أبا سعيد الخديري يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراية فهزها ثم قال من يأخذها بحقها فجاء فلان فقال أنا قال أمت ثم جاء رجل فقال أمت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي كرم وجه محمد لا أعطينها رجلا لا يفر هاك يا علي فانطلق حتى فتح الله عليه خيبر وفدك وجاء بعجوتهما ما قال مصعب بعجوتها وقديدها حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدير قال قال عمر يا رسول الله سمعت فلانا يقول خيرا ذكر أنك أعطيته دينارين قال لكن فلان لا يقول ذلك ولا يثني به لقد أعطيتهما بين العشرة إلى المئة أو قال إلى المئتين وإن أحدهم لا يسألني المسألة فأعطيها إياه فيخرج بها متأبطها وما هي لهم إلا نار قال عمر يا رسول الله فلم تعطيهم قال إنهم يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل حدثنا عثمان بن محمد وسمعته أنا من عثمان: حدثنا جرير عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد فذكر نحوه. حدثنا وهب بن جرير: حدثنا أبي قال: سمعت النعمان يحدث عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسُئل أي الناس خير؟ فقال مؤمن مجاهد بماله ونفسه ، في سبيل الله قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الهوى يدع الناس ، من شره قال حدثنا يحيى بن ادم حدثنا فضيل عن عطيه حدثنا ابو سعيد الخديري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول زمره تدخل الجنه يوم القيامه صوره وجوههم على مثل صوره القمر ليله البدر والزمره الثانيه على لو احسن من كوكب دري في السماء لكل رجل منهم زوجتان على كل زوجة سبعون حلة يرمخ ساقها من وراء لحومها ودمها وحلالها حدثنا ربعي بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري قال سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه فقال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قال قلنا لا قال فهل تضارون في القمر ليله البدر ليس دونه سحاب قال قلنا لا قال فانكم ترون ربكم كذلك يوم القيامه يجمع الله الناس يوم القيامه في صعيد واحد قال فيقال من كان يعبد شيئا فليتبعه قال فيتبع الذين كانوا يعبدون الشمس الشمس فيتساقطون فيتساقطون في النار ويتبع الذين كانوا يعبدون القمر القمر فيتساقطون في النار ويتبع الذين كانوا يعبدون الاوثان الاوثان والذين كانوا يعبدون الاصنام الاصنام فيتساقطون في النار قال وكل من كان يعبد من دون الله حتى يتساقطون في النار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فيبقى المؤمنون ومنافقوهم بين ظهريهم وبقايا أهل الكتاب وقال لهم بيده قال: فيأتيهم الله عز وجل فيقول: ألا تتبعون ما كنتم تعبدون؟" قال: فيقولون: "كنا نعبد لها ولم نر لها فيكشف عن ساق فلا يبقى أحد كان يسجد لله إلا وقع ساجدا ولا يبقى أحد كان يسجد رياء وسمعة وسمعة إلا وقع على قفاه قال ثم يوضع الصراط بين ظهري جهنم والأنبياء بناحيتيه قولهم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم وإنه لدحض ما وإنه لا كلاليب وخطاطيف قال عبد الرحمن ولا أدري الله قد قال تخطف الناس وحسكات تنبت بنجد يقال لها السعدان قال ونعتها لهم قال فأكون أنا وأمتي لا أول من مر أو أول من يجيز قال فيمرون عليه مثل البرق ومثل الريح ومثل أجاويد الخيل والركب فناج مسلم ومخدوش مكلم ومكدوس في النار فإذا قطعوه أو فإذا جاوزوه فما أحدكم في حق يعلم أنه حق له بأشد مناشدة منهم في إخوانهم الذين سقطوا في النار يقولون يقولون أي رب كنا نغزو جميعا ونحج جميعا ونعتمر جميعا فبما نجونا اليوم وهلكوا قال فيقول الله عز وجل انظروا من كان فِى قَلْبِهِ زِنَةُ دِينَارٍ مِنْ إِمَاءٍ فَأَخْرِجُوهُ قَالَ فَيُخْرَجُونَ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ زِنَةُ قِيلَاطٍ مِنْ إِمَاءٍ فَأَخْرِجُوهُ قَالَ فَيُخْرَجُونَ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ مَنْ كَانَ في قلبه مثقال حبة خردل من إماء فأخرجوه قال فيخرجون قال ثم يقول أبو سعيد بيني وبينكم كتاب الله قال عبد الرحمن وأظنه يعني قوله وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين قال فيخرجون من النار فيطرحون في نهر يقال له نهر الحيوان فينبتون كما تنبت الحب ، في حميل السيل ، ألا ترون ما يكون من النبت إلى الشمس يكون أخضر وما يكون إلى الظل يكون أصفر ؟ قالوا قالوا يا رسول الله كأنك كنت قد رعيت الغنم ، قال أجل قد رعيت الغنم حثنا معاوية حدثنا معاوية بن هشامين حدثنا شيبان أبو معاوية حدثنا فراس بن يحيى الهمداني ، عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لقد دخل رجل الجنة ما عمل خيرًا قد تقال لأهله حين حضره الموت" إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم أذروا نصفي في البحر ونصفي في البر فأمر الله البر والبحر فجمعاه ثم قال ما حملك على ما فعلت؟ قال ما خافتك قال فغفر له لذلك حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية يعني شيبانا عن ليث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة، قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس وقلب مصفح، فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب قلب المنافق عرف ثم أنكر وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية شيبان عن مطري بن طهمان عن أبي الصديق النجي ، عن أبي سعيد الخدير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيت أجل أقنى يملأ الأرض عدلا كما ملأت قبله ظلما يكون سبع سنين حدثنا أبو النضر حدثنا محمد يعني ابن طلحة عن الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أوشك أن أضع فأجيب وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترة أهل بيتي وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروني بما تخلفوني فيهما حثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا علي بن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدر أن النبي صلى الله عليه وسلم غرز بين يديه غرزا ثم غرز الى جنبه اخر ثم غرز الثالث فابعده ثم قال هل تدرون ما هذا قالوا الله ورسوله اعلم قال هذا الانسان وهذا اجله وهذا امله يتعاطى الامل والاجل يختلجه دون ذلك حدثنا أبو عامر حدثنا علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلمين يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحمين إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا وإذا نكثر قال الله أكثر حان أبو عامر حدثنا فليح عن سالمين أبي النضر عن بصري بن سعيد عن أبي سعيد قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال إن الله عز وجل خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده قال فاختار ذلك العبد ما عند الله قال فبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه فعجبنا لبكائه. أن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم المخير وكان أبو بكر أعلمنا به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ، ولو كنت متخذا من الناس خليلا غير ربي لاتخذت لا أبا بكر ، ولكن أخوة الإسلام أو مودته لا يبقى باب في المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر ، حدثنا يونس حدثنا فليح فليح عن سالمين أبي النضر عن عبيد بن حنين وبسري بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. حدثناه سريج، حدثنا فليح. عن أبي النضر عن عبيد بن حنين. عن أبي سعيد الخدري أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فذكر الحديث حدثنا أبو عامر حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال أخبر أبو سعيد بجنازة فعاد تخلف حتى إذا أخذ الناس مجالسهم ثم جاء فلما رآه القوم تشذبوا عنه فقام بعضهم ليجلس في مجلسه فقال لا إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خير المجالس أوسعها. ثم تنحى وجلس في مجلس واسع. حدثنا أبو عامر حدثنا زهير عن عبد الله بن محمد عن حمزة بن أبي سعيد الخدري. عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر ما بال رجال يقولون إن رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفع قومه بل والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة وإني أيها الناس فرات لكم على الحوض ، فإذا جئتم قال رجل يا رسول الله أنا فلان بن فلان وقال أخوه أنا فلان بن فلان قال لهم أما أن سبوا فقد عرفته ولكنكم أحدثتم بعدي وارتدتم القهقر حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول فذكر معناه حدثنا أبو عامر حدثنا فليح عن سعيد بن الحارث قال اشتكى أبو هريرة أو غاب فصلى بنا أبو سعيد الخديري فجهر بالتكبير حين افتتح الصلاة وحين ركع وحين قال سمع الله لمن حمده وحين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين قام بين الركعتين حتى قضى صلاته على ذلك فلما صلى قيل له: قد اختلف الناس على صلاتك. فخرج فقام عند المنبر فقال: أيها الناس والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أوي. لم تختلف هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. حدثنا أبو عامر: حدثنا زهير عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة وأبي سعيد الخُدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المرأة المسلمة من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزأ ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه حدثنا منصور بن سلمة حدثنا أبو الأشهاب العطاردي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أئتموا بي يأتم بكم من بعدكم ، فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل». حدثنا يزيد بن هارون وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدير قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة بعد العصر إلى مغيربان الشمس حفظها منا من حفظها ونسيها منا من نسيها فحمد الله قال عفان وقال حماد وأكثر حفظي أنه قال بما هو كائن إلى يوم القيامة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال اما بعد فان الدنيا خضره حلوه وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون الا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء الا الا ان بني ادم خلقوا على طبقات شتى منهم من يولد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت مؤمنا ومنهم من يولد كفرا ويحيا كفرا ويموت كفرا ومنهم من يولد مؤمنا ويحيا مؤمنا ويموت كفرا ومنهم من يولد كفرا ويحيا كفرا ويموت مؤمنا الا إن الغضب جمرة توقد في جوف ابن آدم الا ترون الى حمره عينيه وانتفاخ اوداجه فاذا وجد احدكم شيئا من ذلك فالارض الارض الا ان خير الرجال من كان بطيء الغضب سريع الرضا وشر الرجال من كان سريع الغضب بطيء الرضا فإذا كان الرجل بطيء الغضب بطيء الفيء وسريع الغضب وسريع الفيء فإنها بها ألا إن خير التجار من كان حسن القضاء حسن الطلب وشر التجار من كان سيء القضاء سيء الطلب فإذا كان الرجل حسن القضاء سيء الطلب الطلب أو كان سيء القضاء حسن الطلب فإنها بها ألا أن لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته ألا وأكبر الغدر غدر أمير عامة ألا لا يمنعن رجلا مهابة الناس أن يتكلم بالحق إذا علمه ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر فلما كان عند مغير بان الشمس قال: "ألا إن مثل ما بقي من الدنيا فيما مضى ، منها مثل ما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه". حثنا يزيد بن هارون حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن بأرض مضبة فما تأمرنا قال بلغني أن أمة من بني إسرائيل مسيخ دواب فما أدري أي الدواب هي فلم يأمر ولم ينهى حثنا يزيد أنباءنا داود وعن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدير قال استأذن أبو موسى على عمر ثلاثا فلم يأذن له عمر فرجع فلقيه عمر فقال ما شأنك رجعت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع قال لتأتين على هذا ببينة أو لا أفعلن ولا أفعلن فأتى مجلس قومه فناشدهم ألها عز وجل فقلت أنا معك فشهد له بذلك فخل سبيلهم حثنا يزيد أخبرنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل النجي عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أخي استطلق بطنه قال اسقه عسلا قال فذهب ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ قَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا قَالَ اسْقِهِ عَسَلًا قَالَ فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ قَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلًا قَالَ فَذَهَبَ ثم جاء فقال قد سقيته فلم يزده الا استطلاقا فقال له في الرابعه اسقه عسلا قال اظنه قال فسقاه فبرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرابعه صدق الله وكذب بطن اخيك حدثنا حسن قال حدثنا شيبان عن قتادة وحدث عن ابي الصديق عن ابي سعيد الخدري ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن اخي قد عرب بطنه فقال اسقي ابن اخيك عسلا قال فسقاه فلم يزده الا شده فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثه اسقي ابن اخيك عسلا فان الله عز وجل قد صدق وكذب بطن ابن اخيك قال فسقاه فعافاه الله عز وجل حثنا يزيد أخبرنا زكريا عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أعطى الله كل نبي عطية فكل قد تعجلها وإني أخرت عطية شفاعة لأمتي وإن الرجل من أمتي لا يشفع للفئام من الناس فيدخلون الجنة ، وإن الرجل لا يشفع للقبيلة ، وإن الرجل لا يشفع للعصبة ، وإن الرجل لا يشفع للثلاثة وللرجلين وللرجل. حتى يزيد أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي إبراهيم عن أبي سعيد الخدري. أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وأصحابه عام الحديبية غير عثمان وأبي قتادة فاستغفر للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة. حثنا يزيد أخبرني شعبة عن قيس بن مسلمين عن طارق بن شهاب قال: خطب مروان قبل الصلاة في يوم العيد فقام رجل فقال إنما كانت الصلاة قبل الخطبة فقال ترى ذلك يا أبا فلان فقام أبو سعيد الخديري فقال أما هذا فقد ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعاف الإيمان حنا يزيد أخبرنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل النار الذين لا يريد الله عز وجل إخراجهم لا يموتون فيها ولا يحيون وإن أهل النار الذين يريد الله عز وجل إخراجهم يميتهم فيها إماتة حتى يصيروا فحما. ثم يخرجون ضبائر فيلقون على أنهار الجنة أو يرشه عليهم من أنهار الجنة فينبوتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. حثنا يزيد حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة وشيعها كان له قيراطان ومن صلى عليها ولم يشيعها كان له قيراط والقيراط مثل أُحد حثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فخلع عليه فخلع الناس نعالهم فلما انصر فقال لما خلعتم نعالكم فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا قال إن جبريل أتني فأخبرني أن بهما خبثًا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها ، فإن رأى بها خبثًا فليمسه بالأرض ثم ليصلي فيهما. حنا يزيد أخبرنا همام بن يحيى حدثنا قتادة عن أبي الصديق النجي عن ابي سعيد الخدري قال لا احدثكم الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته اذني ووعاه قلبي ان عبدا قتل تسعه وتسعين نفسا ثم عرضت له التوبه فسال عن اعلم اهل الارض فدل على رجل فاتاه فقال اني قتلت تسعه وتسعين نفسا فهل لي من توبه قال بعد قتل تسعه وتسعين نفسا قال فانتضى سيفه فقتله به فاكمل به مئات ثم عرضت له التوبه فسال عن اعلم اهل الارض فدل على رجل فاتاه فقال إني قتلت مائة نفس فهل لي من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اخرج. اخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة قرية كذا وكذا فأعبد ربك فيها. قال: فخرج إلى القرية الصالحة فعرض له أجله. في الطريق قال: فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قال: فقال إبليس: أنا أولى به إنه لم يعصني ساعة قط. قال: فقالت ملائكة الرحمة: إنه خرج تائبا. قال همام: فحدثني حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني: عن ابي رافع قال فبعث الله عز وجل له ملكا فاختصموا اليه ثم رجع الى حديث قتاده قال فقال انظروا اي القريتين كان اقرب إليه فألحقوه بأهلها قال قتادة فحدثنا الحسن قال لما عرف الموت أحتفز بنفسه فقرب الله عز وجل منه القرية الصالحة وباعد منه القرية الخبيثة فألحقوه بأهل القرية الصالحة حنا يزيد أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها. حثنا يزيد أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري فقلت لفضيل رفعه قال: أحسبه قد رفعه قال من قال حين يخرج إلى الصلاة اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت أتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أن توكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له وأقبل الله عليه بوجهه حتى يفرغ ، من صلاته. حثنا يزيد أخبرنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومين وصعيد المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم بعد ما يفتح الله عليكم من زهرة الدنيا وزينتها فقال رجل يا رسول الله ، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأينا أنه ينزل عليه جبريل فقيل له ما شأنك؟ تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح عنه الرحضاء فقال أين السائل؟ وكأنه حمده فقال: فقال إن الخير لا يأتي بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم حبطًا ألم ترى إلى آكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها واستقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رطعت وإن المال حلوة خضرة ونعم صاحب المرء المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال صلى الله عليه وسلم وإن الذي أخذه بغير حقه كمثل الذي يأكل ولا يشبع فيكون عليه شهيدا يوم القيامة حسن يزيد أخبرنا همام بن يحيى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه حثنا يزيد أخبرنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت على راعي إبل فنادي يا راعي الإبل ثلاثا فإن أجابك وإلا فاحلب واشرب من غير أن تفسد وإذا أتيت على حائط بستاء فنادي يا صاحب الحائط ثلاثا فإن أجابك وإلا فكل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافه ثلاثه ايام فما زاد فصدقه حسنا يزيد اخبرنا ابو مسعود الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدير قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمررنا بنهار فيه ماء من ماء السماء والقوم صيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشربوا. فلم يشرب أحد فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب القوم. حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن أبي عاصمين عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى الرجل أهله ثم أراد العودة توضأ حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن ذكوانا عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسله إليه فخرج ورأسه يقطر فقال له: لعلنا أعجلناك؟ قال: نعم يا رسول الله فقال: إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك عليك الوضوء. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت زيدًا أبا الحواري قال: سمعت أبا الصديق يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: خشينا أن يكون بعد نبينا حدث فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يخرج المهدي في أمتي خمسا أو سبعا أو تسعا. زيد الشاك قال: قلت أي شيء؟ قال: سنين. ثم قال يرسل السماء عليهم مدرارا ولا تدخر الأرض من نباتها شيئا ويكون المال كدوسا قال يجيء الرجل إليه فيقول يا مهدي أعطني أعطني قال فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زيد أبي الحواري قال: سمعت أبا الصديق يحدث ، عن أبي سعيد الخدير قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زيد أبي الحواري قال: سمعت أبا الصديق يحدث: عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثوب. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن خالد، عن عكرمة، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار: "تقتلك الفئة الباغية". حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزلت هذه السوره اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس قال قراها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها وقال الناس حيز وانا واصحابي حيز وقال لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه فقال له مروان كذبت وعنده رافع بن خديج وزيد بن ثابت وهما قاعدان معه على السرير فقال أبو سعيد لو شاء هذان لحدثاك ولكن هذا يخاف أن تنزيعه عن عرافة قومه وهذا يخشى أن تنزيعه عن الصدقة فسكت فرفع مروان عليه الدرة ليضربه فلما رأي ذلك قالوا صدقة حدثنا محمد حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار قال: فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم أو خيركم ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال تقتل مقاتلتهم وتسب ذراريهم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قضيت بحكم الله وربما قال قضيت بحكم الملك حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت أبا أمامة بن سهل يحدث عن أبي سعيد فذكر معنى حديث غندر عن شعبة في حكم سعد بن معاذ إلا أنه قال: فإني أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتصب ذريتهم فقال لقد حكمت فيهم بحكم الله وقال مرة مره لقد حكمت فيهم بحكم الملك او الملك شك عبد الرحمن وحدثناه عفان قال الملك حدثنا حجاج اخبرنا شعبه فذكر مثل حديث ابن جعفر تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وقال قضيت بحكم الملك قال ابو امامه بن سهل بن حنيف حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن معبد ، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن العزل أو قال في العزل لعليكم أن لا تفعلوا ذلك فإنما هو القدر حدثنا حسين حدثنا شعبة أنبأنا أنس بن سيرين عن أخيه معبد فذكر نحوه: حدثنا يحيى بن ادم حدثنا فضيل عن عطيه عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الناس الى الله عز وجل يوم القيامه واقربه منه مجلسا امام عادل وان ابغض الناس الى الله يوم القيامه واشده عذابا امام جائر حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن ابي عروبة حدثنا قتادة عمن لقي الوفد وذكر ابا نضرة عن ابي سعيد ان وفد عبد القيس لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ان حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولسنا نستطيع ان نأتيك الا في أشهر الحرم فمرنا بأمر إذا نحن أخذنا به دخلنا الجنة ونأمر به أو ندعو من وراءنا فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فهذا ليس من الأربع وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا من الغنائم الخمس وأنهاكم عن أربع عن الدباء والنقير والحمتم والمزفة قالوا وما علمك بالنقير قال جذع ينقر ينقر ثم يلقون فيه من القطيع أو الثمر والماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه حتى إن أحدكم لا يضرب ابن عمه بالسيف وفي القوم رجل أصابته جراحة من ذلك فجعت أخبئها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فما تأمرون أن نشرب؟ قال: "في الأسقية التي يلاث على أفواهها قالوا إن أرضنا أرض كثيرة الجرذان لا تبقى فيها أسقية الأدوم قال وإن أكلته الجرذان مرتين ، أو ثلاثا". وقال لأشج عبد القيس إن فيك خلتين يحبه ما الله عز وجل الحلم والأنات حدثنا حدثنا يحيى عن سعد بن إسحاق قال حدثتني زينب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فقال فقدم قتادة بن النعمان أخو أبي سعيد لأمه فقربوا إليه من قديد الأضحى فقال كأن هذا من قديد الأضحى؟ قالوا نعم فقال أليس قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال له أبو سعيد أو قد حدث فيه أمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نهى أن نحبسه فوق ثلاثة أيام ثم رخص لنا أن نأكل وندخر حدثنا يحيى عن سعد بن إسحاق قال حدثتني زينب عن أبي سعيد قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة أن يعضد شجرها أو يخبط حدثنا يحيى عن أنيس بن أبي يحيى قال حدثني أبي قال سمعت أبا سعيد يقول اختلف رجلان أو أم يا رجل من بني خدرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى قال الخديري هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال العمري هو مسجد قباء فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال. هو هذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "فذاك خير كثير يعني مسجد قباء". حثنا يحيى بن سعيد عن هشامين أخبرنا قتادة عن داود السراج عن أبي سعيد الخدري قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير ، في الدنيا لم يلبسه في الآخرة حدثنا يحيى عن المثني حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عودوا المريض وامشوا مع الجنائز تذكركم الآخرة حدثنا يحيى عن مالك حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعات. عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد تعديل أو تعدل بثلث القرآن حدثنا يحيى عن داود يعني ابن قيس عن عياض عن أبي سعيد لم تزل تخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعون من تمر أو شعير أو أقط أو زبيب حدثنا يحيى عن سعد بن إسحاق قال حدثتني زينب أبنة كعب بن عجرة عن ابي سعيد الخدري قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت هذه الامراض التي تصيبنا ما لنا بها قال كفارات قال ابي وان قلت قال وان شوكه فما فوقها قال فدع ابي على نفسه ان لا يفارقه الوعك حتى يموت في ان لا يشغله عن حج ولا عمره ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة فما مسه إنسان إلا وجد حره حتى مات حدثنا يحيى حدثنا عوف قال حدثني أبو نضرة قال سمعت أبا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم اهتز العرش لموت سعد بن معاذ حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه العراجين ان يمسكها بيده فدخل المسجد ذات يومين وفي يده واحد منها فرأى نخامات في قبلة المسجد فحتَّهن به حتّى أنقاهن ثم أقبل على الناس مغضبًا فقال: أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه عز وجل والملك عن يمينه فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه وليبصق تحت قدمه اليسرى أو عن يساره فإن عجلت به بادرة فليقل هكذا ورد بعضه على بعض وتفل يحيى في ثوبه وَدَلكهُ حدثنا يحيى حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال تذكرنا ليلة القدر فقال بعض القوم إنها تدور من السنة فمشينا إلى أبي سعيد الخدير قلت يا أبا سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر قال نعم أعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الوسط ، من رمضان واعتكفنا معه فلما أصبحنا صبية حتى عشرين رجع ورجعنا معه وأري ليلة القدر ثم أنسيها فقال إني رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها فأراني أسجد في ماء وطيء فمن اعتكف معي فليرجع إلى معتكفه ابتغوها. في العشر الأواخر في الوتر منها وهاجت علينا السماء آخر تلك العشية وكان نصف المسجد عريشًا عريشا من جريد فوكف والذي هو أكرمه وأنزل عليه الكتاب لرأيته صلى بنا صلاة المغرب ليلة إحدى وعشرين وإن جبهته وأرنبة فيه لفي الماء والطين حسن يحيى عن حميد الخراط قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخديري فقلت له: كيف سمعت أباك يقول: في المسجد الذي أُسس على التقوى؟ قال: قال أبي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أُسس على التقوى فأخذ كفًا من حصن فضرب به الأرض قال هو هذا مسجد المدينة قال فقلت له أتشهد لا سمعت أباك هكذا يذكره؟ حدثنا يحيى عن أسامة قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب المسلم ، من مرض ولا وصب ولا حزأ حتى الهم يهمه إلا يكفر الله عز وجل عنه ، من خطاياه. حدثنا يحيى حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثني سعيد بن خالد عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في طعام أحدكم فانقلوه. حثنا يحيى حدثنا هشام وشعبة قال: حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا ، مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين لسبعة عشرة أو ثمانية عشرة مضى من رمضان فصام صائمون وأفطر آخرون ولم يعب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. حثنا يحيى عن شعبة ، حدثنا قتادة عن سليمان بن أبي سليمان عن أبي سعيد الخدري. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تكون أمراء تغشهم غوش أو حوش من الناس يظلمون ويكذبون فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست ، منه ومن لم يدخل عليهم ويصدقهم بكذبهم ويعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سال ابن صائد عن تربه الجنه فقال درمكه بيضاء مسك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رحمه الله حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمه عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ابن صائد عن تربة الجنة فقال درمكة بيضاء مسك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق حدثنا يحيى بن سعيد عن هشامين حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن اتبعها فلا يقعد حتى توضع. حدثنا يحيى عن عوف حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يفترق أمتي فرقتين فيتمرق بينهما مارقة يقتلها أو الطائفتين بالحق" حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان: حدثنا عياض عن أبي سعيد قال: دخل رجل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين ثم دخل الجمعة الثانية ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعاه فأمره ثم دخل الجمعة الثالثة فأمره أن يصلي ركعتين ثم قال تصدقوا ففعلوا أن فأعطاه ثوبين مما تصدقوا ثم قال تصدقوا فألقى أحد ثوبيه فانتهره رسول الله صلى الله عليه وسلم وكره ما صنع ثم قال انظروا إلى هذا فإنه دخل المسجد في هيئة بذة فدعوته فرجوت أن تعطوا له فتصدقوا عليه وتكسوه فلم تفعلوا فقلت تصدقوا فتصدقوا فأعطيته ثوبين ثوبين مما تصدقوا ثم قلت تصدقوا فألقى أحد ثوبيه خذ ثوبك وانتهره. حدثنا يحيى حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال حبسنا يوم الخندق عن الصلوات حتى كان بعد المغرب هاويا وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل فلما كفينا القتال وذلك قوله وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الظهر فصلاها كما يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلىها كما يصليها في وقتها ، ثم أقام المغرب فصلىها كما يصليها في وقتها. حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن أبي ذئب فذكره بإسناده ومعناه وزاد فيه قال: وذلك قبل أن ينزل صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عثمان بن غياث قال حدثني ابو نضره عن ابي سعيد الخدير قال يعرض الناس على جسر جهنم وعليه حسك وكلاليب وخطاطيف تخطف الناس قال فيمر الناس مثل البرق واخرون مثل الريح واخرون مثل الفرس المجد واخرون يسعون سعيا واخرون يمشون مشيا واخرون يحبون حبوا واخرون يزحفون زحفا فاما اهل النار فلا يموتون ولا يحيون واما ناس فيؤخذون بذنوبهم فيحرقون فيكونون فحما ثم ياذن الله في الشفاعة فيوجدون ضبارات ضبارات فيقذفون على نهر فينبتون كما تنبت الحبة. في حميل السيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيتم الصبغاء؟ فقال وعلى النار ثلاث شجرات فتخرج فتخرج او يخرج رجل من النار فيكون على شفتها فيقول يا ربي اصرف وجهي عنها قال فيقول عهدك وذمتك لا تسالني غيرها قال فيرى شجره فيقول يا ربي ادنني من هذه الشجره استظل بظلها واكل من ثمرتها قال فيقول عهدك وذمتك لا تسالني غيرها قال فيرى شجره اخرى احسن منها فيقول يا رب حولني إلى هذه الشجرة فأستظل بظلها وآكلها من ثمرتها فيقول عهدك وذمتك لا تسألني غيرها قال فيرى الثالثة فيقول يا رب حولني الى هذه الشجره استظل بظلها واكل من ثمرتها قال وعهدك وذمتك لا تسالني غيرها قال فيرى سواد الناس ويسمع اصواتهم فيقول رب ادخلني الجنه قال فقال ابو سعيد ورجل اخر آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فقال أحدهما: فيدخل الجنة فيعطى الدنيا ومثلها معها، وقال الآخر: يدخل الجنة فيعطى الدنيا وعشرة أمثالها. حدثنا روح، حدثنا عثمان بن غياث، حدثنا أبو نضرة عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يمر الناس على جسر جهنم فذكره قال بجنبتيه ملائكه يقولون اللهم سلم سلم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما رايتم الصبغاء شجره تنبت في الغثاء وقال وأما أهل النار الذين هم أهلها فذكر معناه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عثمان بن غياث وأملاه علي قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة فقال فقال إن الناس يعرضون على جسر جهنم وعليه حسك وكلاليب يخطف الناس وبجنبتيه الملائكة يقولون اللهم سلم سلم فذكر الحديث حسن يحيى بن سعيد عن مالك حدثني أيوب بن حبيب عن أبي المثنى قال كنت عند مروان فدخل أبو سعيد فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النفخ في الشراب قال نعم فقال رجل أني لا أروى من نفس واحد قال أبنه عنك ثم تنفس قال أر فيه القذات قال فأهرقها حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد قال حدثني ابو الوداكي عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في العزل قال اصنعوا ما بدلاكم فان قدر الله شيئا كان حدثنا يحيى عن مجالد حدثني ابو الوداكي عن ابي سعيد قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر إن عندنا خمرا ليتيمين لنا فأمرنا فأحرقناها حدثنا يحيى عن مجالد قال حدثني أبو الوداكي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الدرجات العلى لا يرون من فوقهم كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما. حسن يحيى عن شعبة عن الحكم عن أبي صالح ذكوان السماني عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتمنزل رجل من الأنصار فخرج ورأسه يقطر. قال: "لعلنا أعجلناك". قال: "إذا أعجلت أو أقحطت فليس عليك غسل". حدثنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى قال: "حدثني أبي أن أبا سعيد الخديري حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الحديبية قال لا توقدوا نارا بالليل قال فلما كان بعد ذاك قال أوقدوا واصطنعوا فإنه لا يدرك قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم حان يحيى حدثني الله التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال لقيني ابن صائد فقال عد الناس يقولون أو أحسب الناس يقولون وأنتم يا أصحاب محمد أليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يهودي وأنا مسلم وإنه أعور وأنا صحيح ولا يأتي مكة ولا المدينة وقد حججت وأنا معك الآن بالمدينة ولا يولد له وقد ولد لي ثم قال مع ذاك اني لا اعلم اين ولد ومتى يخرج واين هو قال فلبس علي حان ابن نمير حدثنا سفيان عن سمي عن النعمان بن ابي عياش الزرقي عن ابي سعيد الخدير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفا حدثنا ابن نمير حدثنا عبد الملك يعني ابن أبي سليمان عن عطية عن أبي سعيد الخدير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم الثقلين احدهما اكبر من الاخر كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء الى الارض وعتره اهل بيتي الا انهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض حدثنا ابن نمير حدثنا موسى يعني الجوهاني قال سمعت زيدًا العمي قال حدثنا أبو الصديق النجي قال سمعت أبا سعيد الخديري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون ، من أمتي المهدي فإن طال عمره أو قصر عمره عاش سبع سنين. أو ثمان سنين أو تسع سنين يملأ الأرض قسطًا وعدلًا وتخرج الأرض نباتها وتمطر السماء قطرها. حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش حدثنا عطية بن سعد بباب هذا المسجد قال: سمعت أبا سعيد الخديري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الدرجات العلى لا يراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في الأفق من آفاق السماء وأبو بكر وعمر منهم وأنعما حدثنا ابن نمير اخبرنا عبيد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الانصاري عن نهار عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يُسأل يوم القيامة حتى يكون فيما يُسأل عنه أن يقال ما منعك؟ أن تنكر المنكر إذا رأيته؟ قال: فمن لقنه الله حجته قال رب رجوتك وخفت الناس. حدثنا ابن نمير أخبرنا عبيد الله عن صيفي عن أبي سعيد الخدري قال: وجد رجل في منزله حية فأخذ رمحه فشكها فيه فلم تمت الحية حتى مات الرجل فأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن معكم عوامر فإذا رأيتم منهم شيئا فحرجوا عليه ثلاثا فإن رأيتموه بعد ذلك فاقتلوه حدثنا يحيى بن ابي بكير حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن ابي صالح عن النعمان بن ابي العياشي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابن اهل الجنه منزله رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنه ومثل له شجره ذات ظل فقال اير بقدمني الى هذه الشجره فاكون في ظلها فقال الله هل عسيت انفعت ان تسالني غيرها قال لا وَعزتكَ فقدمه الله اليها ومثل له شجره ذات ظل وثمر فقال اير بقدمني الى هذه الشجره اكون في ظلها واكل من ثمرها فقال الله له هل عسيت إن أعطيت كذلك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتيك فيقدمه الله إليها فتمثل له شجرة أخرى ذات ظل وثمر وماء فيقول فيقول أي رب قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها وأكل من ثمرها وأشرب من مائها فيقول له هل عاسيت فإن أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيقدمه الله إليها فيبرز له باب الجنة فيقول أي رب قدمني إلى باب الجنة فأكون تحت نجاف الجنة وأنظر إلى أهلها فيقدمه الله إليها فيرى أهل الجنة وما فيها فيقول اي ربي ادخلني الجنه قال فيدخله الله الجنه قال فاذا دخل الجنه قال هذا لي قال فيقول الله عز وجل له تمنى فيتمنى ويذكره الله سلم كذا وكذا حتى اذا انقطعت به الاماني قال الله عز وجل هو لك وعشره امثاله قال قال ثم يدخل الجنة يدخل عليه زوجته من الحور العين فيقولان له الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك فيقول ما أعطي يا أحد مثل ما أعطيت قال وأدنى أهل النار عذابًا ينعل من نار بنعلين يغلي دماغه ، من حرارة عليه. حدثنا السويد بن عمرو الكلبي حدثنا أبان حدثنا قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج حنا سليمان بن داود حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى الانصاري وابو سلمة حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلامين عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء الى جنازه فمشى معها من أهلها حتى يصلى عليها فله قيراط ومن انتظر حتى تدفن أو يفرغ منها فله قيراطان مثل أحد حنا سليمان بن داود أخبرنا عمران عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحجن هذا البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج حثنا سليمان بن داود حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازمين عن النعمان بن أبي عياش الزرقي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأقول أصحابي أصحابي فقيل إنك لا تدري ما أحدث بعدك قال فأقول بعدا بعدا أو قال سحقا سحقا لمن بدل بعدي حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي هشامين عن أبي سعيد الخُدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية. حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلمين حدثنا يزيد عن مجاهد. عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخل الجنة منان ولا عق ولا مدمن خمر حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا مطر والمعلى عن أبي الصديق عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تملأ الأرض ظلما وجورا ، ثم يخرج رجل من عترة يملك سبعا أو تسعا فيملأ الأرض قسطا وعدلا حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي وعفان حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة حدثني الوليد عن عبد الله البهي عن أبي سعيد الخدير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء تطمئن إليهم القلوب وتلين لهم الجلود ثم يكون عليكم أمراء تشمئز منهم القلوب وتقشعر منهم الجلود. فقال رجل: أنقاتلهم؟ يا رسول الله؟ قال: لما أقاموا الصلاة. حدثنا عبد الصمد: حدثني أبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن صهيب قال: حدثني أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت يا محمد قال نعم قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين يشفيك بسم الله أرقيك حثنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الفطر قبل أن يخرج وكان لا يصلي قبل الصلاة فإذا قضى صلاته صلى ركعتين. حدثنا محاضر بن المورع حدثنا عاصم بن سليمان عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا غشي أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ وضوءه للصلاة حثنا يحيى بن إسحاق حدثنا شريك عن قيس بن وهب وأبي إسحاق عن أبي الوداكي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أو طاس لا يقع على حامل حتى تضع وغير حامل حتى تحيض حيضة حدثنا هارون وسمعت أنا من هارون حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئًا أقبل رجل فأكب عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجوء كان ، معه فجُرح بوجهه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال فاستقد. قال: قد عفوت يا رسول الله حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن دلوا من غساق يهاراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه قيل ومثل ما هو يا رسول الله قال مثل حبة خردل منه تنبوتون حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي وعفان قال حدثنا عبد الوارث حدثنا محمد بن جحادة حدثني الوليد عن عبد الله البهي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون أمراء تلين لهم الجلود وتطمئن إليهم القلوب ويكون عليكم أمراء تشمئز منهم القلوب وتقشعر منهم الجلود قالوا أفلا نقتلهم؟ قال: لا ما أقاموا الصلاة حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مقعد الكفر في النار مسيرة ثلاثة أيام وكل ضرس مثل أحد وفخذه مثل ورقان وجده سوى لحمه وعظامه أربعون ذراعاً وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن مقمعا من حديد وضع في الأرض فاجتمع له الثقلان ما أقلوه من الأرض وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لسرادق النار أربع جدر كثف كل جدار مثل مسيرتي أربعين سنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشياع حرام قال ابن لهي عط يعني به الذي يفتخر الجماع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للجنة مئة درجة لو أن العالمين اجتمعوا في أحداهن لوسعتهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قال وعزتك يا ربي لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم قال الرب وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إنه لا يختصم حتى الشيطان فيما رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين مصر عيني في الجنة كمسيرة أربعين سنة قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الرؤيا بالاسحار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في التأذين لتضاربوا عليه بالسيوف. حثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن عبد العزيز، عن عطية بن قيس، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح مر الظهران آذننا بلقاء العدو فأمرنا بالفطر فأفطرنا أجمعون. حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا رشدين قال حدثني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن حدثه عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الماء من الماء حدثنا أبو سلمة أخبرنا ليث عن يزيد بن الهادي عن عمر وعن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن إبليس قال لربه: بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم فقال الله: فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني» حدثنا أبو سلمة أخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن نهار العبدي أنه سمعه يحدث عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك. إذا رأيت المنكر تنكره فإذا لقن الله عبدا حجته قال يا رب وثقت بك وفرقت من الناس حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا أبو النعمان عبد الرحمن بن النعمان الأنصاري عن أبي سعيد مولى المهري قالت توفي أخي وأتيت أبا سعيد الخديري فقلت يا أبا سعيد إن أخي توفي وترك عيالا ولي عيال وليس لنا مال وقد أردت أن أخرج بي عيالي وعيالي أخي حتى ننزل بعض هذه الأمصار فيكون أرفق علينا في معيشتنا قال ويحك لا تخرج فإني سمعته يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شافيعا أو شهيدا يوم القيامة حسن إسحاق بن عيسى حدثني حماد بن سلمة عن بشري بن حرب أن أبنى عمر أتى أبا سعيد الخديري فقال يا أبا سعيد ألم أخبر أنك بايعت أميرين من قبل أن يجتمع الناس على أمير واحد قال نعم بايعت ابن الزبير فجاء أهل الشام فساقوني إلى جيش ابن دلحة فبايعته فقال ابن عمر إياها كنت أخاف إياها كنت أخاف ومد بها حماد صوته قال أبو سعيد يا ابا عبد الرحمن اولم تسمع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع ان لا ينام نوما ولا يصبح صباحا ولا يمسي مساء الا وعليه امير قال نعم ولكني اكره ان ابايع اميرين من قبل ان يجتمع الناس على امير واحد حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن اس الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجد ثوبا سماه باسمه قميص او عمامه ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا عبد الله بن لهي عتاب بن عقبة حدثنا بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الساعدي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمني جبريل في الصلاة فصلى الظهر حين زالت الشمس وصلى العصر حين كان الفيء قامة وصلى المغرب حين غابت الشمس وصلى العشاء حين غاب الشفق وصلى الفجر حين طلع الفجر. ثم جاءه الغد فصلى الظهر وفيء كل شيء مثله وصلى العصر والظل قامتان وصلى المغرب حين غابت الشمس وصلى العشاء إلى ثلث الليل الأول وصلى الصبح حين كادت الشمس تطلع. ثم قال الصلاة فيما بينها بين هذين الوقتين. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا ابن لهيعة عن بكير عن أبي بكر بن المنكدر. عن عمرو بن سليمين الزرقي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل يوم الجمعة على كل مين والسواك وإنما يمس من الطيب ما يقدر عليه ولو من طيب أهله حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا بشر بن حرب قال سمعت أبا سعيد الخديري يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال قال فقيل يا رسول الله فما لك أن تفعله قال إني لست كأحدكم إني أطعم وأسقى حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير. حدثنا كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري. عن أبيه عن جده قال: كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيت عنده تكون له الحاجة أو يطرقه أمر من الليل فيبعثنا فيكثر المحتسبون وأهل النوب فكنا نتحدث فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقال: ما هذه النجوى؟ ألم أنهكم عن النجوى؟ قال: قلنا نتوب إلى الله يا نبي الله إنما كنا في ذكر المسيح فرقا منه فقال: ألا أخبركم بما؟ هو اخوف عليكم من المسيح عندي قال قلنا بل قال الشرك الخفي ان يقوم الرجل يعمل لمكان رجل حدثنا حماد بن خالد حدثنا عبد الله يعني العمري عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمسة أوسوق صدقة. حدثنا ابن نمير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري ، عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخديري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه ، من ألف طن. حسن ابن نمير أنبأنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري ، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمرا لله عليه فيه مقالا ثم لا يقوله فيقول الله ما منعك أن تقول فيه فيقول رب خشية الناس فيقول وأنا أحق أن يخشى حان يعلى بن عبيد حدثنا محمد يعني ابن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزرة المؤن إلى النصف الساق فما كان إلى الكعب فلا بأس وما كان تحت الكعب ففي النار حدثنا أبو أسامة حدثنا الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله وقال أبو أسامة مرة عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدير قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولا النتن ولحوم الكلاب قال الماء طهور لا ينجسه شيء حثنا أبو أسامة قال حدثني فطر عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيكم من يقاتل على تأويل القرآن ، كما قاتل على تنزيله. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هلك المثرون قالوا: إلا من قال هلك المثرون قالوا ، إلا من قال هلك المثرون قالوا ، إلا من قال حتى خفنا أن يكون قد وجبت فقال ، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وقليل مهم حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائد ، تحدثنا مجالد عن أبي الوداكي. عن أبي سعيد الخدري قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين يكون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة فقال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه حدثنا عمار بن محمد بن أخت سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا صغار الأعين عراض الوجوه كأن أعينهم حدق الجراد كأن وجوههم المجان المطرقة ينتعلون الشعر ويتخذون الدرق حتى يربطوا خيولهم بالنخل حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل في فيه حثنا وكيع حدثنا داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قائما على رجليه. حدثنا وكيع حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليوتر إذا ذكره أو استيقظ. حثنا وكيع حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تخير بين الأنبياء". حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها قال طلوع الشمس من مغربها. حدثنا وكيع حدثنا أبي عن سعيد بن مسروق عن ابن أبي نعمين عن أبي سعيد الخدري قال كان المؤلفة قلوبهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة علقمة بن علاثة الجعفرية والأقرع بن حابس الحنظلي وزيد الخيل الطائية وعيينة بن بدر الفزارية قال فقدم علي بذهبة من اليمن بتربتها فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم حدثنا وكيع حدثنا ابن ابي ليلى عن عطية عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني الا لثلاثة في سبيل الله وابن السبيل ورجل إن كان له جار فتصدق عليه فاهدى له حثنا وكيع حدثنا شعبة حدثنا خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدير قال ذكر المسك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو أطيب الطيب حنا وكيع حدثنا همام عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وتبيعوا الجنازة تذكركم الآخرة حثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الوسط العدل جعلناكم أمة وسطًا". حثنا وكيع حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. حنا وكيع حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن أبن أبي نعمين ، عن أبي سعيد الخدري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن المحرم يقتل الحية فقال: لا بأس به حنا وكيع حدثنا سفيان عن جابر عن محمد بن قرضة عن أبي سعيد الخدير قال اشتريت كبشا أضحي به فعدا الذئب فأخذ الأليات قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به حدثنا وكيع حدثنا القاسم بن الفضل حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر قمارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق حدثنا وكيع حدثنا سفيان حدثنا أبو هاشمين الرماني عن إسماعيل بن بن عبيدة عن أبيه أو ، عن غيره ، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ، إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. حثنا وكيع ، حدثنا مسعار عن زيد العمي ، عن أبي الصديق ، عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل إن قال مسعر أظنه في شراب فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بين علين أربعين حدثنا وكيع حدثنا همام عن قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدير قال زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائماً حثنى وكيع عن مالك بن أنس عن أيوب بن حبيب مولى بن زهرة عن أبي المثنى الجهني قال كنت جالسا عند مروان بن الحكم فدخل أبو سعيد الخديري فقال له مروان أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النفخ في الشراب فقال نعم قال فقال له رجل فإني لا أروى بنافس واحد قال أبنه عن فلك ثم تنفس قال فإن رأيت قذاء قال فأهرقه حسن المطالب بن زياد حدثنا ابن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يشكر الناس لم يشكر الله حسن المطلب عن ابن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة حثنا وكيع عن إسماعيل بن رافع عن, عن محمد بن يحيى عن عمه وسعي بن حبانة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أحق بصدر دابته وأحق بمجلسه إذا رجع حثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقول نعم فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير او ما اتينا من احد قال فيقال لنواح من يشهد لك فيقول محمد وامته قال فذلك قوله وكذلك جعلناكم امه وسطا قال الوسط العدل قال فيدعون فيشهدون له بالبلاغ قال ثم اشهد عليكم حنى وكيع عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامه يا ادم قم فابعث بعث النار فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك يا رب ومبعث النار قال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين قال فحينئذ يشيب المولود وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد قال فيقولون فأين ذلك الواحد قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعمائة وتسعة مِن يأجوج ومأجوج ومنكم واحد قال فقال الناس الله اكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا ترضون ان تكونوا ربع اهل الجنه والله اني لا ارجو ان تكونوا ربع اهل الجنه والله والله أني لا أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة والله أني لا أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة قال فكبر الناس قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض حدثنا وكيع حدثنا عكرمة بن عمار عن عاصم بن شميخ عن أبي سعيد الخدير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف واجتهد في اليمين قال لا والذي نفس أبي القاسم بيده ليخرجن قوم من أمتي تحقرون أعمالكم مع أعمالهم يقرؤون القرآن يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية قالوا فهل من علامة يعرفون بها قال فيهم رجل ذو يدية أو ثودية محلق رؤوسهم قال أبو سعيد فحدثني عشرون أو بضع وعشرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا رضي الله تعالى عنه ولي قتلهم قال فرأيت أبا سعيد بعدما كبر ويداه ترتعش يقول قتالهم أحل عندي من قتال عدتهم من الترك حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخير بين الأنبياء وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فأفيق فأجد موسى متعلقًا بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أجوزي بصعقة الطور أو أفاق قبلي حنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأغري أبي مسلمين قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وأنا أشهد عليهما ما قعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفت بهم الملائكة وتنزلت عليهم السكينة وتغشتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. حنى وكيع قال: حدثني علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن ابي مطيع بن رفاعة عن أبي سعيد الخدري قال قالت اليهود العزل الموؤدة الصغرى قال أبي وكان في كتابنا أبو رفاعة بن مطيع فغيره وكيع وقال عن أبي مطيع بن رفاعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت يهود إن الله لو أراد أن يخلق شيئا لم يستطع أحد أن يصرفه حدثنا وكيع حدثنا فطر عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله قال فقام أبو بكر وعمر فقال: لا ولكن خاصف النعل وعلي يخصف نعله حثنا يزيد قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبيد الله بن المغيرة بن محيقي بن عن عمرو بن سليمين قال أبو عبد الرحمن وقال غير يزيد بن هارون، عن سليمان بن عمرو بن عبدٍ العواري وهو أبو الهيثم وكان في حجر أبي سعيد عن أبي سعيد الخدير وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أتخذ عندك عهدا لا تخلفنيه فإنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو قال لعنته أو جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة حدثنا يزيد حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال جاء رجل إلى أبي سعيد فقال هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الحروريه شيئا قال سمعته يذكر قوما يتعمقون في الدين يحقر احدكم صلاته عند صلاتهم وصومه عند صومهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه اخذ سهمه فنظر في نصله فلم ير شيئا ثم نظر في رصافه فلم ير شيئا ثم نظر في قدحته فلم ير شيئا ثم نظر في القذف فتمارى هل يرى شيئا ام لا حتى يزيد اخبرنا ابو الاشهب عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري قال راى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرًا فقال: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل يوم القيامة. حثنا يزيد أخبرنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل إن يصرف راحلته في نواحي القوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل من ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له حتى رأينا أن الحق لأحد منا في فضل قال حدثنا محمد بن جعفر وعفان قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا فأعجبنني وأينقنني قال عفان وأينقنني ، أن تسافر المرأة مسيرة يومين قال عفان أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرمين ونهى عن الصلاة في ساعتين بعد الغداة حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغيب وعن صيام يومين يوم النحر ويوم الفطر وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا قال عفان في حديثه قال عبد الملك بن عمير أنبأني قال سمعت قزعة مولى زياد حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأغر قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد الخدير أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يمهل حتى يذهب ثلث الليل ثم ينزل فيقول هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر هل من مذنب قال فقال له رجل حتى يطلع الفجر قال نعم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوانا عن أبي سعيد الخدري أن النساء قلنا غلبنا عليك الرجال يا رسول الله فاجعل لنا يوما يا رسول الله نأتيك فيه فوعدهن ميعادا فأمرهن ووعظهن وقال ما من كن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار فقالت امرأة أو اثنان فإنه مات لي اثنان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أو اثنان". حدثنا محمد بن جعفر: "حدثنا شعبة عن أبي التياح قال: "سمعت ابن الوداك وقال حجاج: عن أبي الوداك يقول لا أشرب نبيذا بعدما سمعت أبا سعيد يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل نشوان فقال إني لم أشرب خمرا إنما شربت زبيبا وتمرا في دباءة قال فأمر به فنهز بالأيدي وخفق بالنعال ونهى عن الدباء ونهى عن الزبيب والتمر يعني أن يخلط حدثنا محمد بن جعفر وسُئل عن الثلاثة يجتمعون فتحضرهم الصلاة قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم» قال: قرأت على عبد الرحمن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه وليدرئه ما استطاع. فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمشي عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله ورسوله حدثنا أبو عامر حدثنا علي يعني ابن المبارك عن يعني يحيى قال حدثني أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى لحيان بن هذيل قال لينبعث لي من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا واجعل البركة بركتين حدثنا أبو عامر حدثنا علي عن يحيى حدثنا أبو نضرة أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ، عن الوتر فقال: أوتروا قبل الصبح. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة حدثنا خليل بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به عند إسته حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا إسرائيل عن أبي سيناء عن أبي صالح الحنفي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من الكلام أربعًا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمن قال سبحان الله كتب له عشرون حسنة وحُطَّت عنه عشرون سيئة. ومن قال الله أكبر مثل ذلك ومن قال لا إله إلا الله مثل ذلك ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب أو كتبت له ثلاثون حسنة وحط أو حطت عنه بها ثلاثون سيئة قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعات عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها من السحر فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكان الرجل يتقاؤها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني معاوية يعني ابن صالح عن ربيعة بن يزيد قال حدثني قزعة قال أتيت أبا سعيد وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ملاك في ذلك؟ من خير فأعادها عليه فقال: كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى قال: وسألته عن الزكاة فقال: لا أدري أرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم لا في مئتي درهمين خمسة دراهم وفي أربعين شاة شاة إلى عشرين ومئة ومئة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة ، وفي الإبل في خمس شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين أبنة مخاض إلى خمس وثلاثين. فإذا زادت واحدة ففيها أبنة لبوء إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين. فاذا زادت واحده ففيها جذعه الى خمس وسبعين فاذا زادت واحده ففيها ابنتا لبوء الى تسعين فاذا زادت واحده ففيها حقتان الى عشرين ومئة فاذا زادت ففي كل خمسين حقه وفي وفي كل اربعين بنت لبوء وسالته عن الصوم في السفر قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد نتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا فكانت عزيمة فأفطرنا ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زهير عن شريك عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الماء من الماء". حدثنا عبد الرحمن حدثنا زهير بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إياكم الجلوس. في الطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها قال فأما إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا يا رسول الله فما حق الطريق قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهل عن المنكر حدثنا عبد الرحمن حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال: حدثني أبو سعيد الخديري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفان عورتهما يتحدثان فإن الله يمقوت على ذلك حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا المستمر بن الريان عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب المسك حدثنا يحيى بن آدم حدثنا فضيل عن عطية عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يتركها ويتركها حتى نقول لا يصليها حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن ابي الصديق النجي عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تمتلئ الارض ظلما وعدوانا قال ثم يخرج رجل من عترة أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا حدثنا أبو عامر حدثنا هشام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم حدثنا ابو عامر حدثنا داود بن قيس عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد في الفطر فيصلي بالناس كالركعتين ثم يتقدم فيستقبل الناس وهم جلوس فيقول تصدقوا 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 ثلاث مرات قال فكان أكثر ما يتصدق من الناس النساء بالقرط والخاتم والشيء فإن كانت له حاجة في البعث ذكره وإن لم يكن له انصرف ، حدثناه عبد الله بن الحارث قال: حدثني داود فذكره قال: وإن كان يريد أن يضرب على الناس بعثًا ذكره وإلا انصرف حان أبو كامل حدثنا ليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه قال: فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. حسن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أبا سعيد الخدري قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا طويلًا عن الدجال فقال: فيما يحدثنا قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فيخرج اليه رجل يومئذ وهو خير الناس او من خيرهم فيقول اشهد انك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال ارايتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون لا فيقتله ثم يحييه فيقول حين يحيى: والله ما كنت قط أشد بصيرة فيك من الآن. قال: فيريد قتله الثانية ، فلا يسلط عليه. حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا ليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي الخطاب عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال: ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس ؟ إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت وإن من شر الناس رجلا فجرا جريئا يقرأ كتاب الله ولا يدعو إلى شيء منه. حان عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني هلال بن عياض انه سمع ابا سعيد الخديري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شبه على احدكم الشيطان وهو في صلاته فقال احدثت فليقل في نفسه كذبت حتى يسمع صوتا باذنيه أو يجد ريحا بأنفه وإذا صلى أحدكم فلم يدري أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس حدثنا يحيى بن سعيد عن هشامين عن يحيى بن أبي كثير عن عياض أنه سأل أبا سعيد فذكره حنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أو عطائي بن يزيد معمر شكى عن أبي سعيد الخدري قال قال رجل ، يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قال ، ثم من قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه عز وجل ويدع الناس ، من شره حان عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل مع التثاءب حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضيافة ثلاث فما زاد على ذلك ، فهو صدقة. حدثنا عبد الرزاق حدثنا جعفر عن المعلى بن زياد حدثنا العلاء بن بشير عن ابي الصديق النجي عن ابي سعيد الخدير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابشركم بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلازل فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض يقسم المال صحاحا فقال له رجل ما صحاحا قال بالسوية بين الناس قال ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنا ويسعهم عدله حتى يأمر مناديا فينادي في يقول من له في مال حاجة فما يقوم من الناس إلا رجل فيقول أتي السدان يعني الخازن فقول له إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالا فيقول له أحث حتى إذا جعله جعله في حجره وأبرزه ندم فيقول كنت أشع أمة محمد نفسا أو عجز عني ما وسعهم قال فيرده فلا يقبل منه فيقال له أن لا نأخذ شيئا أعطيناه فيكون كذلك سبع سنين أو ثمان سنين أو تسع سنين ثم لا خير في العيش بعده أو قال ثم لا خير في الحياة بعده حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسرائيل عن أبي سيناء عن أبي صالح الحنفي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من الكلام أربعا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فمن قال سبحان الله كتب له عشرون حسنة وحط عنه عشرون سيئة ومن قال الله أكبر فمثل ذلك ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب له بها ثلاثون حسنة ، أو حط عنه ثلاثون سيئة. حثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن مبارك عن أسامة عن محمد بن يحيى بن حبانة عن عمه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة ونهيتكم عن النبيذ فاشربوا ولا أحل مسكرا ونهيتكم عن الأضاحي فكلوا حان الأسود بن عامر قال أخبرنا أبو إسرائيل عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رمى او ضرب احدكم فليجتنب وجه اخيه حسن اسود بن عامر قال اخبرنا ابو اسرائيل عن عطيه عن ابي سعيد الخدري يرفعه قال ان الرجل لا يتكلم بالكلمه لا يريد بها باسا الا ليضحك بها القوم فإنه لا يقع منها أبعد من السماء حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حمزة حدثنا أبو إسحاق عن الأغري أبي مسلمين عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فينادى مع ذلك إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا قال ينادون بهؤلاء الأربع حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري أحدثنا حيوة وابن لهيعة قال أنبأنا سالم بن غيلان تجيبي انه سمع ابا دراج ابا السمح يقول انه سمع ابا الهيثم يقول انه سمع ابا سعيد الخديري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعوذ بالله من الكفر والدين فقال رجل يا رسول الله ايعدل الدين بالكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: «سمعت أبا السمح يقول سمعت أبا الهيثم يقول سمعت أبا سعيد الخديري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلط على الكفر ، في قبره تسعة وتسعون تنينا تدغوه حتى تقوم الساعة فلو أن تنينا منها نفخ في الأرض ما أنبتت خضراء. حدثنا أبو عبد الرحمن قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثنا عبد الله بن الوليد، عن أبي سليمان الليثي، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن كمثل الفرس على آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته وإن المؤمن يسهو ، ثم يرجع إلى الإيمان. حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا إسماعيل حدثني سليمان بن أبي ذئب عن يزيد بن محمد القرشي عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب ولا وصب ولا اذى الا كفر عنه حنا ابو عبد الرحمن حدثنا حيوه اخبرنا سالم بن غيلان ان الوليد بن قيس الطجيبي اخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي". حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة أخبرني سالم بن غيلان أنه سمع دراجا أبا السمح يحدث: عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله إذا رضي عن العبد أثنى عليه سبعة أصناف من الخير ، لم يعمله، وإذا سخط على العبد أثنى عليه سبعة أصناف من الشر ، لم يعمله». حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد وجابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا حيوة أخبرني بشير بن أبي عمرو الخولاني ان الوليد بن قيس حدثه انه سمع ابا سعيد الخديري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون خلف بعد ستين سنه اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ثم يكون خلف يقرؤون القران لا يعدو تراقيهم ويقرا القران ثلاثه مؤمن ومنافق وفجر قال بشير فقلت للوليد ما هؤلاء الثلاثه فقال المنافق كفر به والفجر يتاكل به والمؤمن يؤمن به حدثنا حجاج حدثنا ابو اسرائيل عن عطيه العوفي عن ابي سعيد الخدري قال وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيلا بين قريتين فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذريع ما بينهما قال وكاني انظر الى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقاه على اقربهما حدثنا وهب حدثنا ابي قال سمعت يونس عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانة بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله حدثنا أبو عبيدة حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجالد عن أبي الوداك جبر بن نوفن عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاه الجنين زكاه امه حثنا ابو عبيده تحدثنا همام بن يحيى عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتب عني شيئا الا القران فمن كتب عني شيئا فليمحه ولا حَدِّثُ عني ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حدثنا ابو النضر حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تزعمون أن قرابتي لا تنفع قومي والله إن رحمي موصولة ، في الدنيا والآخرة إذا كان يوم القيامة يرفع لي قوم يؤمر بهم ذات اليسار فيقول الرجل ، يا محمد أنا فلان بن فلاء ويقول الآخر أنا فلان بن فلاء فأقول أما أن سبو قد عرفت ولكنكم أحدثتم بعدي وارتدتم على أعقابكم القهقرة حنا معاوية بن هشامين حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة حدثنا معاويه حدثنا شيبان عن فراس عن عطيه عن ابي سعيد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تطهر الرجل فاحسن الطهور ثم اتى الجمعه فلم يلغ ولم يجهل حتى ينصرف الامام كانت كفاره لما بينها وبين الجمعه وفي الجمعه ساعه لا يوافقها رجل مؤمن يسال لها شيئا إلا أعطاه إياه والمكتوبات كفارات لما بينهن حسن هاشم بن القاسم حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صيام يوم الفطر ولا يوم الأضحى حدثنا هاشم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن سليمان اليشكري عن أبي سعيد الخدري أنه قال في الوهم يتوخى قال له رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أعلم حثنا معاوية بن هشام حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فإن له بيتا في النار حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يُرفع للغادر لواء بغدره يوم القيامة فيقال: هذا لواء غدرة فلان". حدثنا معاوية بن هشام حدثنا شيبان عن فراس عن عطية أن أبا سعيد حدثه ، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة؟ قال: وحدثني بهذا ابن عمر أيضًا. حدثنا معاوية بن هشامين، حدثنا شيبان عن فراس، عن عطية، عن أبي سعيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: بين رجل يمشي بين بردين مختالًا خسف الله به الأرض. فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. حدثنا معاوية بن هشامين حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج عنق من النار يتكلم يقول: "وكلت اليوم بثلاثة بكل جبار وبمن جعل مع الله إلها آخر وبمن قتل نفسا بغير نفس فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات جهنم حثنا زكريا بن عدي قال أنبأنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الفطر قبل أن يخرج وكان لا يصلي قبل الصلاة فإذا قضى صلاته صلى ركعتين حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة القاص حدثنا الأعمش عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل في من كان قبلكم خرج في بردين أخضرين يختال فيهما أمر الله الأرض فأخذته وإنه لا يتجلجل فيها إلى يوم القيامة حثنا معاويه حدثنا شيبان عن فراس عن عطيه عن ابي سعيد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم انه قال من يرائي يرائي الله به ومن يسمع يسمع الله به حدثنا معاوية ، حدثنا شيبان عن فراس ، عن عطية ، عن أبي سعيد ، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا ، أن يكون له جار فقير فيدعوه فيأكل معه أو يكون ابن سبيل أو ، في سبيل الله حدثنا معاوية حدثنا شيبان عن فيراس عن عطية عن أبي سعيد عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لخلوف خلوف فم الصائم أطيب عند الله من فيح المسك قال صام هذا من أجلي وترك شهوته عن الطعام والشراب من أجل فالصوم لي وأنا أجزي به حدثنا معاويه بن هشام حدثنا شيبان عن فراس عن عطيه عن ابي سعيد قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القران يوم القيامه اذا دخل الجنه اقرا واصعد فيقرا ويصعد بكل ايه درجه حتى يقرا اخر شيء معه حدثنا معاوية حدثنا شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا ومن أتاه يمشي أتاه الله هرولة حدثنا معاويه حدثنا شيبان عن فراس عن عطيه عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من لا يرحم الناس لا يرحمه الله حدثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح حدثنا سالم بن غيلان أنه سمع أبا السمح دراجا يقول سمعت أبا الهيثم يقول سمعت أبا سعيد الخديرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رضي الله عن العبد أثنى عليه سبعة أصناف من الخير لم يعملها وإذا سخط عليه أثنى عليه سبعة أصناف من الشر ، لم يعملها. حدثنا عثمان بن عمر حدثنا المستمر بن الريان حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كان في بني إسرائيل امرأة قصيرة فصنعت رجلين" من خشب فكانت تسير بين امرأتين قصيرتين واتخذت خاتما من ذهب وحشت تحت فصه أطيب الطيب المسك فكانت إذا مرت بالمجلس حركته فنفخ ريحه حثنا أبو النضر حدثنا ورقاء قال سمعت عمرو بن يحيى المازني يحدث عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال جاء يهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب في وجهه فقال له ضربني رجل من أصحابك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم فعلت؟ قال يا رسول الله فضل موسى عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضل بعض الأنبياء على بعض فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يرفع رأسه من التراب فأجد موسى عليه السلام عند العرش لا أدري أكان في من صعق أم لا. حدثنا يونس بن محمد حدثنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن أتبعها فلا يقعد حتى توضع. حسن يونس حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهادي عن عمر وعن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن إبليس قال لربه عز وجل: "وعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم." فقال له ربه عز وجل: "فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني". حسن يونس حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهادي عن يوحنس مولى مصعب بن الزبير عن ابي سعيد الخدري قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج اذ عرض شاعر ينشد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا الشيطان او امسكوا الشيطان لان يمتلئ جوف الرجل قيحا خير له من ان يمتلئ شعرا حثنا حدثنا يونس حدثنا ليث عن أبن عجلان عن صيفي عن أبي سعيد مولى الأنصار عن أبي السائب أنه قال أتيت أبا سعيد الخديري فبين أنا جالس عنده إذ سمعت تحت صريره تحريك شيء فنظرت فإذا حية فقمت فقال أبو سعيد ما لك؟ قلت حية هنا فقال: فتريد ماذا؟ فقلت: أريد قتلها فأشار لي إلى بيت ، في داره تلقاء بيته فقال: إن أبن عم لي كان في هذا البيت. فلما كان يوم الأحزاب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله وكان حديث عهد بعرس فأذن له وأمره أن يذهب بسلاحه معه فأتداره فوجد امرأته قائمة على باب البيت فأشار إليها بالرمح فقالت لا تعجل حتى تنظر ما أخرجني فدخل البيت البيت فإذا حية منكرة فطعنها بالرمح ثم خرج بها في الرمح ترتكض قال لا أدري أيهما كان أسرع موتا الرجل أو الحية فأتى قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ادعوا لها أن يرد صاحبنا قال استغفروا لصاحبكم مرتين ثم قال إن نفرا من الجن أسلموا فاذا رايتم احدا منهم فحذروه ثلاث مرات ثم ان بدلكم بعد ان تقتلوه فاقتلوه بعد الثالثه حسن زيد بن الحباب قال حدثني كثير بن زيد الليثي قال حدثني ربيح بن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخديري عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه حثنا أبو أحمد حدثنا كثير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال: حدثنا يونس وحجاج قال: حدثنا ليث قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخديري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق قال حجاج لصعق حدثنا إسماعيل بن محمد حدثنا عباد بن عباد حدثنا بشر بن حرب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بضب فقلبه بعود كان في يده ظهره لبطنه فقال تاه سبت من بني إسرائيل فإن يكن فهو هذا حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي الخطاب عن أبي سعيد الخدري أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت وإن من شر الناس رجلا فجرا جريئا أن يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه حثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي النضر أن أبا سعيد الخديري كان يشتكي رجله فدخل عليه أخوه وقد جعل إحدى رجليه على الأخرى وهو مضطجع فضربه بيده على رجله الوجعات فأوجعه فقال أوجعتني أولم تعلم أن رجلي وجعة قال بل قال فما حملك على ذلك قال أولم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذه حثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا بشر بن حرب عن أبي سعيد الخدير يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فقال اقلبوه لظهره فقلب لظهره ثم قال اقلبوه لبطنه فقلب لبطنه فقال تاه سبت ممن غضب الله عليهم من بني اسرائيل فان يك فهو هذا فان يك فهو هذا فان يك فهو هذا حدثنا ابو سعيد حدثنا جهضم يعني اليمامي حدثنا محمد بن ابراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن ابي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ما في ضروعها إلا بكيل وعن شراء العبد وهو آبق وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة الغائص حنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا ابو الاسود عن عروة عن ابي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة أو في خف واحد حثن هارون بن معروف حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو عن سعيد بن ابي سعيد الخدري عن أبيه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبر أبا سعيد فإن الفقر إلى من يحبني منكم أسرع من السيل على أعلى الوادي ومن أعلى الجبل إلى أسفله حدثنا سريج بن النعمان حدثنا حماد عن الحجاج عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال: إفتخر أهل الإبل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السكينة والوقار في أهل الغنم والفخر والخيلاء في أهل الإبل حدثنا اسماعيل بن عمر ابو المنذر حدثنا داود بن قيس الفراء حدثنا عياض بن عبد الله بن سعد بن ابي سرح عن ابي سعيد الخدير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يوم الفطر صلى بالناس تين كالركعتين ثم سلم وقام فاستقبل الناس وهم جلوس فقال تصدقوا ثلاث مرات فكان أكثر من يتصدق النساء بالقرط وبالخاتم وبالشيء فإن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة أن يضرب على الناس بعثا ذكره لهم وإلا انصرف حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن ثابت عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بزق في ثوبه ثم دلكه. حدثنا عارم حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا علي بن الحكم قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أوهم الرجل في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل عن أيوب بن بشير الأنصاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو ابنتان أو أختان فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: حدثني عمي يعني عبيد الله بن عبد الله بن موهب، عن مولى لأبي سعيد الخدري قال: بينما أنا مع أبي سعيد الخدري مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخلنا المسجد فإذا رجل جالس في وسط المسجد محتبيا مشبك أصابعه بعضها في بعض فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفطن الرجل لإشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي سعيد فقال إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه حدثنا سريج حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن الأغري أبي مسلمين قال أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل هبط فيقول هل من سائل فيعطى هل من مستغفر من ذنب هل من داع فيستجاب له؟ حدثنا حسين بن محمد حدثنا أيوب بن جابر عن عبد الله بن عصمة الحنفي عن أبي سعيد الخدري قال صلى رجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يركع قبل أن يركع ويرفع قبل أن يرفع فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من فعل هذا قال أنا يا رسول الله أحببت أن أعلم تعلم ذلك أم لا فقال اتقوا خداج الصلاة إذا ركع الإمام فاركعوا وإذا رفع فارفعوا حثنا سريج وعفان قال حدثنا حماد وقال عفان أخبرنا الحجاج عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أو سأله رجل فقال: يا رسول الله إن الذئب قطع ذنب شاة لي فأضحي بها؟ قال: نعم. وقال عفان: عن ذنب له فقطعها الذئب فقال: أضحي بها؟ قال: نعم. حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ابن صائد عن تربة الجنة فقال: درمكة بيضاء مسك خالص قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق حدثنا سريج حدثنا حماد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: حججنا فنزلنا تحت شجرة وجاء ابن صائد فنازل في ناحيتها فقلت: إن لله ما صب هذا علي قال فقال يا أبا سعيد ما ألقى؟ من الناس وما يقولون ليقولون أني الدجال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدجال لا يولد له ولا يدخل المدينة ولا مكة قال قلت بلى وقال قد ولد لي وقد خرجت من المدينة وأنا أريد مكة قال أبو سعيد فكأني راققت له فقال والله إن أعلم الناس بمكانه لأنا قال قلت تبا لا كسائر اليوم حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من ألف طن حسن إسحاق حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال يا رسول الله إن لجارًا يقوم الليلة لا يقرأ إلا قل هو الله أحد. كأنه يقللها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ، إنها لتعدل ثلث القرآن. حسن إسحاق والخزاعي أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه وقال الخزاعي ابن عبد الرحمن بن أبي سعادة: عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخديري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية ، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فأرفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع صوت المؤذن ، وقال الخزاعي لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله. حسن إسحاق قال: أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري. عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه وليدرئه ما استطاع. فإن أبى فليقاتله فإنما ، هو شيطان. حسن إسحاق حدثنا عبد الرحمن يعني ابن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار ، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الوتر أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها أو إذا أصبح حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السحور أكلة بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين". حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: "سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه قال: سألت أبا سعيد الخديرية عن الإزار فقال على الخبير: سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج ، أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين فما كان أسفل من ذلك ففي النار من جر إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد ، عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مرة أخرى ، أحسبه ، عن أبي سعيد إنه قال لا يدخل الجنة منان ولا عق ولا مدمن حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة عن أبي بشر ، عن أبي المتوكل ، عن أبي سعيد الخدري أن ناسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم فبينهم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا هل فيكم دواء؟ وراق فقالوا إنكم لم تقرون ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيعا من شاء قال فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويدفل فبرأ الرجل فأتوهم بالشاء فقالوا لا نأخذها حتى نسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فضحك وقال: ما أدرك أنها رقية خذوها واضربوا لي فيها بسهمين. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استعف عفه الله ومن استغنى أغناه الله ومن سألنا شيئًا فوجدناه أعطيناه إياه. حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا حمزة يحدث عن هلال بن حصن قال نزلت على أبي سعيد الخدري فضمني وإياه المجلس قال فحدث أنه أصبح ذات يومين وقد عصب على بطنه حجرا من أجوع فقالت له امرأته أو أمه، وقت النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقد أتاه فلان فسأله فأعطاه، وأتاه فلان فسأله فأعطاه، فقال: قلت حتى ألتمس شيئًا؟ قال: فالتمست فأتيته، قال حجاج: فلم أجد شيئا فأتيته وهو يخطب فأدركت من قوله وهو يقول من أستعف يعفه الله ومن استغنى يغنه الله ومن سألنا إما أن نبذل له وإما أن نواسيه أبو حمزة الشاك ومن يستعف عنا عنا او يستغني احب الينا ممن يسالنا قال فرجعت فما سالته شيئا فما زال الله عز وجل يرزقنا حتى ما اعلم في الأنصار أهل بيت أكثر أموالا منا حدثنا حسين بن محمد حدثنا شعبة قال أنبأني أبو حمزة قال سمعت هلال بن حصن أخا بني قيس بن ثعلبة قال أتيت المدينة فنزلت دار أبي سعيد فذكر الحديث حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يمنعن رجلا منكم مخافة الناس ، أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه". حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي مسلمة أنه سمع أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمس من الذود صدقة ولا خمسة أوساق ولا خمسة أواق صدقة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه من جهنم مسيرة سبعين عامًا. حدثنا محمد بن جعفر وهاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن سليمان، عن ذكوانا، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر" حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري. أن رجلا دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي ، معه فقام رجل من القوم فصلى معه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد وعبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد ، مسجد إبراهيم ومسجد محمد صلى الله عليه وسلم وبيت المقدس» ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة في ساعتين بعد الغداة. وقال عبد الوهاب بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغيب الشمس. وَعَنْ صيام يومين الفطر والنحر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة فوق ثلاثة أو ثلاث ليال إلا مع ذي محرمين قال عبد العزيز في حديثه: قزعة مولى زياد حدثنا محمد بن بكر أخبرنا هشام بن أبي عبد الله ، عن قتادة عن قزعة إلا أنه قال عن صلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس ولم يشك ثلاث ليال حدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا سعيد وعبد الوهاب عن سعيد ، عن قتادة ، عن أبي عيسى قال عبد الوهاب في حديثه عن أبي عيسى الحارثي ، عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بتمر ريان وكان تمر نبي الله صلى الله عليه وسلم تمرا بعلا فيه يبس فقال أن لكم هذا التمر فقالوا هذا تمر ابتعنا صاعا بصاعين من تمرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح ذلك ولكن باع تمرك ثم ابتع حاجتك حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدير قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لثنتي عشرة ليلة بقيت من رمضان مخرجه إلى حنين فصام طوائف من الناس وأفطر آخرون فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم حدثنا محمد بن جعفر غنضر قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "في الجنين ذكاته زكاة ذكات أمه". حدثنا بهز وعفان قال: حدثنا همام عن قتادة قال: عفان حدثنا قتادة. عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. حدثنا بهز حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون أمتي فرقتين يخرج بينهما مارقة يلي قتلها أولاهما بالحق. حدثنا بهز حدثنا همام أخبرنا قتادة عن قزعة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، مسجد الحرام ومسجد ومسجد بيت المقدس". وتسافر المرأة فوق ثلاث ليال إلا مع زوج أو ذي محرمين ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعن صوم يوم الفطر ويوم النحر حسن حجاج أخبرنا شعبة عن أبي التياحي عن أبي الوداك قال لا أشرب نبيذا بعدما سمعت أبا سعيد الخديري قال جي برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, قال قالوا إنه نشوان فقال إنما شربت زبيبا وتمرا في دباءة قال فخفق بالنعالي ونهز بالأيدي ونهى عن الدباء والزبيب والتمر أن يخلط. حدثنا حجاج وأبو النضر قال: حدثنا شريك عن عبد الله بن عثمين أبي علوان قال: سمعت أبي سعيد الخديري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر. أن يحل صرار ناقة بغير إذن أهلها فإنه خاتمهم عليها فإذا كنتم بقفر فرأيتم الوطب أو الراوية أو السقاء من اللبن فنادوا أصحاب الإبل ثلاثا فإن سقاكم فاشربوا وإلا فلا وإن كنتم مرملين قال أبو النضر ولم يكن معكم طعام فليمسكه رجلان منكم ثم اشربوا حدثنا حجاج أخبرنا شعبة ومحمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار ، عن سليمان اليشكري ، عن أبي سعيد الخدري أنه قال في الوهم يتوخى ، فقال له رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما أعلم حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي سعيد الخدر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء حدثنا يونس وهاشم قال حدثنا ليث قال هاشم قال حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدير قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهار من السماء والناس صيام في يوم صائف مشاة ونبي الله على بغلة له فقال اشربوا أيها الناس قال فأب ، قال إني لست مثلكم إني أيسركم إني راكب فأب وقال فثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب وشرب الناس وما كان يريد ان يشرب حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا زيد عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عني ولا تكذبوا علي ومن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتاده عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضل سبطاني من بني اسرائيل فارهب ان تكون الضبابه حدثنا عبد الصمد حدثنا المستمر بن الريان الاجي حدثنا ابو نضره العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدنيا فقال إن الدنيا خضرة حلوة فاتقوها واتقوا النساء ثم ذكر نسوة ثلاثا من بني إسرائيل امرأتين طويلتين تعرفني وامرأة قصيرة لا تعرف فاتخذت رجليني من خشب وصاغت خاتمًا فحشته من أطيب الطيب المسك وجعلت له غلقًا. فإذا مرت بالملأ أو بالمجلس قالت به ففتحته ففاح ريحه قال المستمر بخنصره اليسرى فأشخصها ، دون أصابعه الثلاث شيئًا وقبض الثلاثة حدثنا عبد الصمد حدثنا المستمر حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته ألا ولا غادر أعظم من غدرة أمير عامة حدثنا عبد الصمد حدثنا المستمر حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن عن أحدا منكم مخافة الناس أو بشر أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه أو رآه أو سمعه حدثنا عبد الصمد وحسن بن موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلمين حدثنا سهيل ، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الفضة بالفضة والذهب بالذهب مثلا بمثل" حدثنا سريج حدثنا فليح عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والورق بالورق ولا تفضل بعضها على بعض حدثنا سعيد بن منصور مثله بإسناده حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير قال حدثني أبو سعيد مولى المهري قال حدثني أبو سعيد الخديري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في مدنا اللهم بارك لنا ، في صاعنا واجعل مع البركة بركتين. حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد علمناه فكيف الصلاه عليك قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا زهير عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يوم الإثنين فمررنا ، في بني سالمين فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بباب ابن عتبان فصرخ وابن عتبان على بطن امرأته فخرج يجر إزاره فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعجلنا الرجل. قال ابن عتبان: يا رسول الله أرأيت الرجل إذا آتى امرأة ولم يمني عليها ماذا عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال أرسلني أهلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله طعاما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فسمعته يقول من يصبر يصبره الله ومن يستغني يغنه الله ومن يستعف يعفه الله وما رزق العبد رزقا أوسع له من الصبر حدثنا عبد الملك حدثنا هشام عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الجلوس بالطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها قال: فأعطوا الطريق حقها قالوا وما حق الطريق؟ يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر ، عن الشعبي عن أبي سعيد الخدري قال مر على مروان بجنازة فلم يقم قال فقال أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقام قال فقام مروان حثنا وكيع عن يونس بن عمرو وعن أبي الوداكي عن أبي سعيد قال أصبنا سبيا يوم حنين فكنا نتميس فداءهن فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: اصنعوا ما بدلاكم فما قضى الله فهو كائن فليس من. كل الماء يكون الولد. حثنا وكيع حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: ذكر المسك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو أطيب الطيب حنا وكيع عن سفيان وعبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن زبيد عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم نفسه إذا رأى أمرا لله فيه مقال أن يقول فيه فيقال له يوم القيامة ما منعك أن تقول فيه فيقول رب خشية الناس قال فأنا أحق أن تخشى وقال أبو نعيمين يعني في الحديث وإني كنت أحق أن تخافني حدثنا وكيع حدثني إسماعيل بن مسلمين حدثنا أبو المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيدخلون الجنه فينبتون فيها كما ينبت الغثاء في حميل السيل حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن الاسود بن قيس عن نبيح العنزي عن ابي سعيد الخدير قال فينبتون كما تنبت السعدانه حدثنا وكيع عن شريك عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبع جنازة لم يجلس حتى توضع حثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن عاصم بن شميخ عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال: لا والذي نفس أبي القاسم بيده. حثنا وكيع وبهز قال: حدثنا مثنى بن سعيد عن قتادة ووكيعا حدثنا همام عن قتادة عن أبي عيسى عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المرضى وتبيعوا الجنائز تذكركم الآخرة. حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري فذكر مثله إلا أنه قال المريضة: حدثنا وكيع حدثنا سليمان بن علي الربعي قال سمعت أبا الجوزاء قال سمعت ابن عباس يفتي في الصرف قال فأفتيت به زمانا قال ثم لقيته فرجع عنه قال فقلت له ولما فقال إنما هو رأي رأيته حدثني أبو سعيد الخديري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه حثنا وكيع عن القاسم بن الفضل حدثنا أبو نضرة العبدي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرق مارقة ، عند فرقة من المسلمين يقتلها أو الطائفتين بالحق. حثنا عبد الرحمن حدثنا زهير عن شريك عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن ابيه وعمه قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلوا لحوم الاضاحي وادخروا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا زهير عن محمد بن عمرو بن حلحله عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزأ ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الجنازه فقوموا فمن اتبعها فلا يقعد حتى توضع حثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام ويزيد حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدير قال كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أسباط بن محمد حدثنا الأعمش حدثنا جعفر بن أسن عن شهر بن حوشب عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدير قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكم من المن وماءها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم حثنا شجاع بن الوليد عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم حدثنا شجاع بن الوليد عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. حدثنا عبد الصمد حدثنا أبان حدثنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعدي خليفة يحثي المال حثيا ولا يعده عدا حنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام ويزيد أخبرنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد قال كنا نرزق تمر الجمع قال يزيد تمرا من تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيع الصاعين بالصاع فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا صاع تمر بصاع ولا صاع حنطه بصاع ولا درهمين بدرهمين قال يزيد لا صاع تمر بصاع ولا صاع حنطه بصاع حدثنا بهز حدثنا شعبة قال حدثني أنس بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدير قال شعبة قلت له سمعته من أبي سعيد قال نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم في العزل قال لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم فإنما هو القدر حدثنا عبد الرحمن حدثني زهير عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري. عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي ، فلا يترك أحدًا يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان عبد حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن قيس بن مسلمين عن طارق بن شهاب قال اول من قدم الخطبه قبل الصلاه مروان فقام رجل فقال يا مروان خلفت السنه قال ترك ما هناك يا ابا فلان فقال ابو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعاف الإيمان. حدثنا عبد الرحمن حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير أن أبا سعيد مولى المهدي حدثه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيانة من هذيل فقال لينبعث لي من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الوداكي عن ابي سعيد الخدري قال اصبنا سبيا يوم حنين فجعلنا نعزل عنهم ونحن نريد الفداء فقال بعضنا لبعض تفعلون ذلك وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس من كل الماء يكون الولد إذا أراد الله أن يخلق شيئا لم يمنعه شيء حان عبد الرحمن عن شعبة وسفيان عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلمين قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده حثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدير قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خليط البصر والتمر والزبيب والتمر حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا ابن ابي ذئب وحجاج قال انا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبولي عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه قال حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهاوي من الليل حتى كفين وذلك قول الله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام صلاة الظهر فصلاها وأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم امره فاقام العصر فصلاها واحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم امره فاقام المغرب فصلاها كذلك قال وذلكم قبل ان ينزل الله في صلاه الخوف فرجالا او ركبانا حدثنا روح حدثنا سليمان بن علي حدثنا ابو المتوكل النجي حدثنا ابو سعيد الخديري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل من القوم: أما بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي سعيد؟ قال: لا والله ما بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي سعيد. قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح سواء بسواء. إن من زاد أو ازداد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل عليين لا يراهم من هو أسفل منهم كما يرى الكوكب في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى حدثني عياض بن هلال الأنصاري قال سمعت أبا سعيد الخديري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فنسي كم صلى او قال فلم يدري زاد ام نقص فليسجد سجدتين وهو جالس واذا جاء احدكم الشيطان فقال انك قد احدثت فليقل كذبت الا ما سمعه باذنه او وجد ريحه بانفه حدثنا علي بن اسحاق اخبرنا عبد الله بن المبارك اخبرنا سعيد الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامه او قميصا او رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير خير ما صنع له وأعوذ بك من شره ومن شر ما صنع له. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه حثنا علي بن عاصم أخبرنا سعيد بن أسن عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر. فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد حدثنا عبد الرحمن بن النعمان أبو النعمان الأنصاري بالكوفة. عن سليمان بن قنة عن أبي سعيد الخدري قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا فكنت فيهم فأتينا على قرية فاستطعمنا أهلها فأبوا أن يطعمونا شيئا فجاءنا رجل من أهل القرية فقال يا معشر العرب فيكم رجل يرقي فقال أبو سعيد قلت وما ذاك قال ملك القرية يموت قال فانطلقنا معه فرقيته بفاتحة الكتاب فرددتها عليه مرارا فعوفي فبعث إلينا بطعمين وبغنمين تساق فقال أصحابي لم يعهد إلينا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بشيء لا نأخذ نأخذ منه شيئا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فسقنا الغنم حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فحدثناه فقال كل وأطعمنا معك وما يدريك أنها رقية قال قلت ألقي في روعي حدثنا محمد بن الحسن بن أتش حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن علي بن علي اليشكري عن أبي المتوكل النجي عن أبي سعيد الخدير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل واستفتح صلاته وكبر قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ثم يقول الله أكبر ثلاثا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه حنا محمد بن الحسن حدثنا جعفر عن المعلى القردوسي عن الحسن عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيمين. حدثنا عبد الملك حدثنا هشام ويزيد بن هارون أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نرزق تمر الجمع وقال يزيد التمر من تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيع الصاعين بالصاع فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا صاعي تمر بصاع ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهمين بدرهمين حثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع.» حثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن قال: "حدثني أبو رفاعة أن أبا سعيد الخديري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لي وليدة وأنا أعزل عنها وأنا أريد ما يريد الرجل وأكره أن تحمل وإن اليهود تزعم أن الموءودة الصغرى العزل فقال: كذبت يهود إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يستطع أحد أن يصرفه حتى يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن يحيى حدثنا عياض أنه سأل أبا سعيد الخديري فقال: «إن أحدنا يصلي فلا يدري كم صلى فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلم يدري كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس فإذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك قد أحدثت في صلاتك فليقل كذب فإلا ما وجد ريحًا بأنفه أو سمع صوتًا بأذنه. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سليمان بن علي الربعي. حدثنا أبو الجوزاء غير مرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف يدًا بيد فقال: لا بأس بذلك اثنين بواحد أكثر من ذلك وأقل. قال: ثم حججت مرة أخرى والشيخ حي فأتيته فسألته عن الصرف فقال: وزنا بوزن قال: فقلت إنك قد أفتيتني اثنين بواحد فلم أزل أفتي به منذ أفتيتني فقال: إن ذلك كان عن رأي وهذا أبو سعيد الخديري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركت رأيي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا يزيد بن هارون أخبرنا أبن عون عن نافع قال كان رجل يحدث أبن عمر بحديث عن ابي سعيد الخدري في الصرف قال فقدم ابو سعيد فنزل هذه الدار فاخذ ابن عمر بيدي ويد الرجل حتى اتينا ابا سعيد فقام عليه فقال ما يحدثني هذا عنك فقال ابو سعيد نعم بصر عيني وسمع اذني واشار باصبعه الى عينيه واذنيه فما نسيت قوله باصبعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الذهب بالذهب والورق بالورق إلا سواء بسواء مثلا بمثل ألا تبيع غائبا بناجز ولا تشف أحدهما على الآخر حدثنا محمد بن بكر أخبرنا سعيد عن قتادة قال أبي وحدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم حثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن الأسود بن قيس عن ربيح عن أبي سعيد الخدير أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنازلوا رفقاء رفقة مع فلاء ورفقة مع فلاء قال فنزلت في رفقة أبي بكر فكان معنا أعرابي من أهل البادية فنزلنا بأهل بيت من الأعراب وفيهم امرأة حامل فقال لها الأعرابي أيسرك أن تلدي غلاما إن أعطيتني شاة ولدت غلاما فأعطته شاة وسجع لها أسجع قال فذبح الشاة فلما جلس القوم يأكلون قال رجل أتدرون ما هذه الشاة فأخبرهم قال فرأيت أبا بكر متبريا مستنبلا متقيئا حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير حدثنا عبد الملك بن عمير حدثني قزعة أنه سمع أبا سعيد الخديري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأعجبني فدنوت منه وكان في نفسي حتى أتيته فقلت أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فغضب غضبًا شديدًا قال: فأحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمعه نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تسافر المرأة إلا مع زوجها أو ذي محرمين منها". سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صيام في يومين يوم الأضحى ويوم الفطر ، من رمضان". سمعته يقول لا صلاة بعد صلاتين صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وصلاة العصر حتى تغرب الشمس حدثنا زيد بن الحباب حدثني حماد بن زيد حدثنا المعلى بن زياد المعولي عن العلاء بن بشير المزني عن أبي الصديق النجي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشركم بالمهدي يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلازل فيملأ الأرض قسطًا وعدلًا كما ملأت جورًا وظلمًا ويرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض ويملأ الله قلوب أمة محمد غينا فلا يحتاج أحد إلى أحد فينادي مناد من له في المال حاجة قال فيقوم رجل فيقول أنا فيقال له «أتِ السادين يعني الخازن فقول له «قال لك المهدي أعطني». قال فيأتي السادن فيقول له «فيقال له احتثي» فيحتي ، فيحتثي فإذا أحرزه قال كنت أشجع أمة محمد نفسًا أو عجز عني ما وسعهم. قال فيمكث سبع سنين ، أو ثمان سنين ، أو تسع سنين ، ثم لا خير في الحياة. أو في العيش بعده حدثنا زيد بن الحباب حدثني جعفر بن سليمان حدثنا المعل بن زياد عن العلاء بن بشير المزاني وكان بكاء عند الذكر شجاعا عن عند اللقاء عن أبي الصديق النجي عن أبي سعيد الخدري مثله وزاد فيه فيندم فيأتي به السادن فيقول له لا نقبل شيئا أعطيناه حدثني يحيى بن آدم حدثني فضيل بن مرزوق مولى بني عن زن عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله قلنا يا رسول الله ولا أنت قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وقال بيده فوق رأسه حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد يعني ابن اسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي سعيد الخدير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازره المسلم الى النصف الساق فما كان الى الكعب فلا باس وما تحت الكعب ففي النار حدثنا محمد بن عبيد حدثنا السويد بن نجيح عن يزيد الفقير قال قلت لابي سعيد الخدري إن منا رجالا هم أقرأنا للقرآن وأكثرنا صلاة وأوصلنا للرحيم وأكثرنا صوما خرجوا علينا بأسيافهم فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم يقرؤون القرآن ليجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر عن ابي سعيد قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على حصير ويسجد عليه حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبرد بالظهر في الحر فإن شدة الحر من فوح جهنم هكذا قال الأعمش من فوح جهنم حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هلك المثرون قالوا إلا من قال هلك المثرون قالوا إلا من قال هلك المثرون قال حتى خفنا أن يكون قد وجبت قال إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وقليل ما هم" حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه قال أول من أخرج المنبر يوم العيد مروان وأول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة فقام رجل فقال يا مروان خلفت السنة أخرجت المنبر ولم يك يخرج وبدأت بالخطبة قبل الصلاة قال أبو سعيد من هذا قال فلان بن فلان قال اما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكرا فان استطاع ان يغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعاف الايمان حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن أبي سعيد قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي متوشحا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع قال بلغ ابن عمر أن أبا سعيد الخديري يأثر حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصرف فأخذ يدي فذهبت أنا وهو والرجل فقال: ما حديث بلغني عنك تأثره؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصرف فقال: سمعته أذني ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ولا تفضل بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد حدثنا أبو الوداكي عن أبي سعيد قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جنين الناقة والبقرة فقال: إن شئتم فكلوه فإن ذكاهته زكاة ذكات أمه. حسن عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوانا عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا اشتد الحر فأبريدوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم» حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعماش قال: سمعت أبا صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة. حدثنا يحيى عن التيمي حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس. ان يتكلم بحق اذا راه او شهده او سمعه فقال ابو سعيد وددت اني لم اكن سمعته وقال ابو نضره وددت اني لم اكن سمعته حدثنا يحيى عن هشامين عن يحيى عن عياض انه سال ابا سعيد الخديري قال احدنا يصلي لا يدري كم صلى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فلم يدري كم صلى فليسجد سجدتين فان اتاه الشيطان فقال انك قد أحدثت فليقول كذب فإلا ما وجد ريحا بأنفه أو صوتا بأذنه حدثنا السويد بن عمرو حدثنا أبان حدثنا يحيى عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فذكر معناه قال حدثنا يونس قال حدثنا أبان عن يحيى عن هلال بن عياض وحدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى قال: أخبرني عياض بن هلال أنه سمع أبا سعيد فذكر معناه. حدثنا يحيى حدثنا هشام حدثنا يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: حدثني أبو رفاعة أن أبا سعيد قال إن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أمة وأنا أعزل عنها وإني أكره أن تحمل وإن اليهود تزعم أنها الموؤودة الصغرى قال كذبت يهود إذا أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن ترده حدثنا يحيى قال حدثنا ابن ابي عروبة عن قتادة عن الحسن عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزل انت تخلقه انت ترزقه اقره قراره فانما ذلك القدر حدثنا يحيى عن مالك وحدثنا عبد الرحمن ثنا مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن حدثني يحيى عن مجالد حدثني أبو الوداكي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يومين ولا تصلوا صلاتين ولا تصوموا يوم الفطر ولا يوم الأضحى ولا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. وتسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها محرم. وتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد ومسجد بيت المقدس حان يحيى ووكيع عن زكريا حدثني عامر قال كان ابو سعيد ومروان جالسين فمر عليهما بجنازه فقام ابو سعيد فقال مروان اجلس فقال ابو سعيد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقام مروان وقال وكيع مرت به جنازه فقام حدثنا عبد الرزاق أخبرنا داود بن قيس أنه سمع عياض بن عبد الله يحدث أنه سمع أبا سعيد الخديري يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر يصليتين كالركعتين حدثنا يحيى عن داود بن قيس قال حدثني عياض حدثني أبو سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد قال يحيى لا أعلمه إلا قال الفطر والأضحى فيصلي بالناس ركعتين فيقوم قائما فيستقبل الناس بوجهه ويقول تصدقوا فكان أكثر من يتصدق النساء قال عبد الرزاق بالخاتم والقرط والشيء فذكر معناه فإن كانت له حاجة أو أراد أن يضع بعثا تكلم وإلا انصرف حثنا وكيع وعفان وعبد الصمد قالوا حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي عيسى الأسواري عن أبي سعيد الخدير قال زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما حدثنا وكيع حدثني فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدير قال سأله رجل عن الغسل من الجنابة فقال ثلاثا فقال إني كثير الشعر قال أبو سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيبه حنا وكيع حدثنا أبو الأشهب حدثنا أبو نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله حدثنا وكيع حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه عن مولى لأبي سعيد الخدري أنه كان مع أبي سعيد وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا جالسا وسط المسجد مشبكا بين أصابعه يحدث نفسه فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفتن قال فالتفت إلى أبي سعيد فقال إذا صلى أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه فإن التشبيك من الشيطان فإن أحدكم ليزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه حدثنا وكيع حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال عن أبي سعيد الخدير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الشيطان في صلاته فقال إنك قد أحدثت فليقل كذب ما لم يجد ريحا بأنفه أو يسمع صوتا بأذنه حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن قيس بن مسلمين عن طارق بن شهاب قال اول من بدا بالخطبه يوم عيد قبل الصلاه مروان بن الحكم فقام اليه رجل فقال الصلاه قبل الخطبه فقال مروان ترك ما هنالك ابا فلاء فقال ابو سعيد الخديري أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعاف الإيمان حثنا وكيع وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد وحدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن ذكوانا عن أبي سعيد الخدير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة سفر ثلاثة أيام فصاعدا إلا مع أبيها أو أخيها أو أبنها أو زوجها أو مع ذي محرمين حدثنا وكيع: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو ، أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه". حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة: عن سليمان عن ذكوانا عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابو النضر حدثنا شعبة مثله حدثنا علي بن اسحاق اخبرنا عبد الله اخبرنا ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن ابيه عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم في الثوب الواحد فليجعل طرفيه على عاتقيه حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب قال حي وتحدثني ابن الهادي ان عبد الله بن خباب حدثهم عن ابي سعيد الخدري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه ابو طالب فقال الله أن تنفعه شفاعة يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. حدثنا هارون بن معروف: حدثنا أبن وهب قال: حي وتحدثني أبن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة وهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني فقد رآني الحق فإن الشيطان لا يتكون بي وهذا الإسناد عن عبد الله بن خباب أن أبا سعيد الخديري ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة فيريد أن ينام فأمره أن يتوضأ ثم ينام حثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله يعني ابن مبارك أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الله بن قريط ان عطاء بن يسار حدثه انه سمع ابا سعيد الخديري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما كان ينبغي له ان يتحفظ فيه كفر ما كان قبله حنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا الفضيل بن مرزوق عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسًا إمام عادل وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابًا إمام جائر حدثنا يعمر بن بشر أخبرنا عبد الله أخبرنا سعيد بن أبي أيوب حدثنا عبد الله بن الوليد عن أبي سليمان الليثي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن ومثل الإيمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان. فأطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين. حدثناه أبو عبد الرحمن المقرئ وهذا أتم. حدثنا عتاب حدثنا عبد الله أخبرنا ابن لهيعة حدثني يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان قال يعني لينبعث لي من كل رجلين رجل وقال للقاعد أيكما خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج حسن خلف بن الوليد حدثنا المبارك عن الحسن عن أبي سعيد الخدير حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بتمر فأعجبه جودته فقالوا يا رسول الله إن أخذنا صاعا بصاعين لنطعمه فكره ذلك ونهى عنه حدثنا أحمد بن الحجاج أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل مئه رحمه فقسم منها جزءا واحدا بين الخلق فبيه يتراحم الناس والوحش والطير حدثنا عفان حدثنا حماد عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله مائة رحمة عنده تسعة وتسعون وجعل عندكم واحدة تراحمون بها بين الجن والإنس وبين الخلق فإذا كان يوم القيامة ضمها إليها حدثنا عفان حدثنا حماد أخبرنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته قالوا يا رسول الله وكيف يسرقها؟» قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها» حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال يقول الله تبارك وتعالى من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إماء فأخرجوه قال فيخرجون قد امتحشوا وعادوا فحما فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل أو قال في حميلة السيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب حدثنا أبو نضرة ، عن أبي سعيد أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت ، يا محمد فقال نعم فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ، من شر كل عين ونفس يشفيك بسم الله أرقيك حدثنا عفان حدثنا سليمان بن كثير حدثنا الزهري عن عطاء وقال عفان مرة عطاء بن يزيد عن أبي سعيد قال قيل يا رسول الله أي المؤمنين أفضل قال مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله قالوا ثم من قال مؤمن اعتزل في شعب من الشعاب أو الشعبة كفى الناس شره حدثنا عفان حدثنا همام أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتب عني شيئا غير القرآن فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه ولا حدث عن بني إسرائيل ولا حرج حدث عني ولا تكذبوا قال ومن كذب علي قال همام أحسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسمًا إذ جاءه ابن ذي الخويصرة التميمي فقال: أعدل يا رسول الله فقال: ويلك ومن يعدل؟ إذا لم أعدل فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله أتأذن لي فيه؟ فأضرب عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فان له اصحابا يحتقر احدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه فينظر في قضيه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في نضيته فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر في نصله فلا يوجد فيه شيء شيء قد سبق الفرث والضم منهم رجل أسود في إحدى يديه أو قال إحدى ثدييه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر يخرجون على حين فترة من الناس فنزلت فيهم ومنهم من يلمزك في الصدقات الآية قال أبو سعيد أشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عليا حين قتله وأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعمل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غريمين أو غازٍ في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني. حسن عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني الحارث بن عبد الرحمن عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ يوم الفطر ويوم الأضحى بالصلاة قبل الخطبة، ثم يخطب فيكون في خطبته الأمر بالبعث والسرية. حدثنا عبد الرزاق حدثنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أن يمر بينك وبين سترتك أحد فردده فإن أب فادفعه، فإن أب فقاتله فإنما هو شيطان حدثنا عبد الرزاق حدثنا مالك عن أيوب بن حبيب أنه سمع أبا المثنى يقول سمعت مروان يسأل أبا سعيد الخديري أسمعت اه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النفخ في الشراب فقال نعم قال فقال رجل فإني لا أروى يا رسول الله من نفس واحد قال فأبن القضح عن فلك ثم تنفس قال إني أرى القذ فيه قال فأهرقه حدثنا عبد الرزاق حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي سعات عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من ألف طن حدثنا <applause> عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة وعن ابن سيرين عن أبي سعيد الخدير كلاهما ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت حرمت لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام فكلوا وتزودوا وادخروا ما شئتم وقال الآخر كلوا وأطعموا وادخروا ما شئتم حسن عبد الرزاق وروح قال ثنا ابن جريج اخبرني ابو قزعة ان ابا نضرة اخبره وحسنا اخبرهما ان ابا سعيد الخديري اخبره ان وفد عبد القيس لما اتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك ماذا يصلح لنا في الاشربة فقال لا تشربوا في النقير، فقالوا يا نبي الله جعلنا الله فداءك وتدري ما النقير؟ قال نعم الجذع ينقر وسطه ولا في الضباء ولا في الحنتمة وعليكم بالموكأ قال روح بالموكأ مرتين حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال أَوَإِنَّكُمْ تفعلون قالوا نعم قال فلا عليكم أن لا تفعلوا فإن الله تعالى لم يقض لنفس أن يخلقها إلا هي كائنة حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابي عمرو ان دبي قال سمعت ابا سعيد الخديري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا قال فانك تواصل يا رسول الله قال اني لست مثلكم اني ابيت اطعم واسقي حسن ابراهيم بن خالد حدثنا رباح عن معمر عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدير قال اجتمع اناس من الانصار فقالوا اثر علينا غيرنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم ثم خطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله قالوا صدق الله ورسوله قال ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله قالوا صدق الله ورسوله قال ألم تكونوا فقراء فأغناكم الله قالوا صدق الله ورسوله ثم قال ألا تجيبونني ألا تقولون أتيتنا طريدا فأويناك وأتيتنا خائفا فأمناك ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبقران يعني البقر وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم فتدخلونه بيوتكم لو لو أن الناس سلكوا واديا أو شعبة وسلكتم واديا أو شعبة سلكت واديكم أو شعبتكم لولا الهجرة لا كنت امرأ من الأنصار وإنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض حدثنا إبراهيم حدثنا رباح عن معمر عن قتادة في قوله ونزعنا ما في صدورهم من غل قال ثنى أبو المتوكل عن أبي سعيد الخدير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض حثنا حجاج حدثنا ليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي الخطاب عن أبي سعيد الخدري أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال: ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس ، إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت وإنا من شر الناس رجلا فجرا جريئا أن يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثني عقيل عن أبن شهاب عن حميدي بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد الخديري أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها ثم قال إذا تنخع أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثني بكير بن عبد الله عن عياض بن عبد الله بن سعد ، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في ثمار أبتاعها فكثر دينه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه قال فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم ، إلا ذلك. حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخديري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضعت الجنازه فاحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحه قالت قدموني وان كانت غير صالحه قالت يا ويلها اين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعها الانسان لصعق حدثنا الخزاعي يعني ابا سلمه الا انه قال لصعق حدثنا حجاج حدثنا ليث وثنى الخزاعي أخبرنا ليث حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي سعيد مولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخديري ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله وأخبره أنه لا صبر له على جهر المدينة فقال ويحك لآمرك بذلك <تصرف> 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 إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على جهد المدينة ولأوائها فيموت إلا كنت له شافعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما حان معتمر عن أبيه قال: أنبأني أبو نضرة عن أبي سعيد أن صاحب التمر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة فأنكرها فقال: أن لك هذا؟ قال: اشترينا بصاعين من تمرنا صاعًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربيتم حثنا معتمل عن عاصمين عن شرحبيل أن أبن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد حدثوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل عينا بعين من زاد أو ازداد فقد أرب قال شرحبيل إن لم أكن سمعته فأدخلني الله النار حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدير قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه جبريل فرقاه فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من كل عين وحاسد يشفيك أو قال الله يشفيك حدثنا ابو معاويه حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء النبي يوم القيامه ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان واكثر

أن الرسل قد بلغوا فذلك قوله ، وكذلك جعلناكم أمة وسطًا قال يقول عدلًا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا. حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن حبيب عن أبي أرطاة عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن الزهو والتمر والزبيب والتمر. حسن ابن نمير أخبرنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن سمي عن النعمان بن أبي عياش. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفا. حدثنا ابن نمير حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن عطية العوفي عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد تركت فيكم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدي الثقلين احدهما اكبر من الاخر كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض وعتره اهل بيتي الا وانهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض يعني حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر حدثني ابو سعيد الخديري قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في ثوب واحد متوشحا. حثني على حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: حدثني أبو سعيد قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على حصير. حثني على حدثنا إدريس الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما ، دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون مختومًا. حدثنا أبو كامل حدثنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره وعن النجس واللمس وإلقاء الحجر حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الوداكي عن أبي سعيد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ليس من كل الماء يكون الولد وإذا أراد الله أن يخلق منه شيئًا لم يمنعه شيء. حرن عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: ثنى أبو سعيد الخديري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته إن الله جاعل في بيته. من صلاته خيرا حدثنا معاويه بن عمرو حدثنا زائدة عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى احدكم صلاته في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فان الله جاعل في بيته من صلاته خيرًا حدثنا موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن أبا سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا قضى أحدكم صلاته فذكر معناه حثنا وكيع قال ثنا حماد بن سلمة عن بشر بن حرب عن أبي سعيد الخدير قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام وهذه أختي تواصل وأنا أنهاها حثنا إسحاق بن يوسف وعبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبانة عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ، في أقل من خمسة أوساق من حب ولا تمر صدقة وليس في أقل من خمسة أواق صدقة وليس في أقل من خمس ذود صدقة. حدثنا يحيى بن آدم مثله بإسناده وقال ثمر. وقال عبد الرزاق تمر وقال ثنى معمر عن الثوري عن إسماعيل بن أمية فذكره. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم حدثنا عبد الرحمن عن زائدة عن عبد الملك عن قزعة مولى زياد عن أبي سعيد قال: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس.» حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن محمد بن عبد الله يعني ابن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما» دون خمسة أوسوق صدقة ولا خمس أواق صدقة ولا خمس ذود صدقة. حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان وشعبة ومالك ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا مالك عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ، عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا والمحاقلة ، في كراء الأرض. قرأت على عبد الرحمن مالك قال أبي وحدثناه أبو سلمة يعني الخزاعي أن وأنا مالك عن صفوان بن سليمين عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعه واجب على كل محتالمين قرات على عبد الرحمن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق الساهم من الرمية ينظر في النصل فلا يرى شيئا ثم ينظر في القدح فلا يرى شيئا وينظر في الريش فلا يرى شيئا ويتمارى في الفوق قال عبد الرحمن حدثنا به مالك يعني هذا الحديث حسن اسماعيل اخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه قال تذكرنا ليله القدر في نفر من قريش فاتيت ابا سعيد الخديري وكان صديقا لي فقلت اخرج بنا الى النخل فخرج وعليه خميصه له فقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليله القدر قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الوسط من رمضان فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عشرين فقال أريت ليلة القدر فأنسيتها أو قال فنسيتها فاتميسوها في العشر الأواخر في الوتر فإني رأيت أني أسجد في ماء وطيء فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجعنا وما نرى. نرى في السماء قزعة فجاءت سحابة فمطرنا حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل وأقيمت الصلاة ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته حدثنا إسماعيل أخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفائكم خليفة يحث المال حثيا لا يعده عدا حسن إسماعيل عن الجريري عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن الصرف فقال: يد بيد. قلت: نعم. قال: لا بأس. فلقيت أبا سعيد الخديري فأخبرته أني سألت ابن عباس عن الصرف فقال: لا بأس. فقال: أو قال ذاك: أما إن سنكتب إليه فلن يفتيكموه. قال: فوالله لقد جاء بعض فتيان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأنكره فقال كأن هذا ليس من تمر أرضنا فقال: كان في تمرنا العام بعض الشيء وأخذت هذا وزدت بعض الزيادة فقال أضعفت أربيت لا تقربن هذا ، إذا رابك من تمرك شيء فبعه ثم اشتر الذي تريد من الثمر. حسن اسماعيل اخبرنا سعيد عن ابي نضره عن ابي سعيد قال لم نعد ان فتحت خيبر وقعنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقله في الثوم فاكلنا منها اكلا شديدا وناس جياع ثم رحنا الى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح فقال من اكل من هذه البقلة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد فقال ناس حرمت حرمت فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ولكنها شجرة أكره ريحها حسن إسماعيل حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن المؤمن لا يصيبه نصب ولا وصب ولا سقم ولا حزن ولا أذى حتى الهم يهمه ، إلا الله يكفر عنه من سيئاته.» حسن إسماعيل: حدثنا أيوب عن نافع أن أبن عمر دخل على أبي سعيد وأنا معه فقال إن هذا حدثني حديثا يزعم أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفسمعته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع شيئا غائبا منها بناجز حسن عبد الرزاق اخبرنا معمر عن زيد بن اسلم عن رجل عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم الجلوس على الطريق وربما قال معمر على الصعودات قالوا يا رسول الله لا بد لنا من مجالسنا قال فأدوا حقها قالوا وما حقها قال ردوا السلام وغضوا البصر وأرشدوا السائل وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حسن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن علي بن زيد بن جدعنا عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ذات يومين بنهار، ثم قام يخطبنا إلى أن غابت الشمس فلم يدع شيئًا مما يكون إلى يوم القيامة إلا حدثناه حفظ ذلك من حفظ ونسي ذلك من نسي وكان فيما قال: يا أيها الناس أن الدنيا خضرة حلوة وأن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ألا إن لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته ينصب عند إسته يجز به ولا غادر أعظم أعظم من أمير عامة ثم ذكر الأخلاق فقال: يكون الرجل سريع الغضب قريب الفيئة فهذه بهذه ويكون بطيء الغضب بطيء الفيئة فهذه بهذه فخيرهم بطيء الغضب سريع الفيئة وشرهم سريع الغضب بطيء الفيئة قال: وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم تتوقد ألم تروا إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه فاذا وجد احدكم ذلك فليجلس او قال فليلصق بالارض قال ثم ذكر المطالبه فقال يكون الرجل حسن الطلب سيء القضاء فهذه بهذه ويكون حسن القضاء سيء الطلب فهذه بهذه فخيرهم الحسن الطلب الحسن القضاء وشرهم السيء الطلب السيء القضاء القضاء ثم قال ان الناس خلقوا على طبقات فيولد الرجل مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت مؤمنا ويولد الرجل كفرا ويعيش كفرا ويموت كفرا ويولد الرجل مؤمنا ويعيش مؤمنا ويموت كفرا ويولد الرجل كفرا ويعيش كفرا ويموت مؤمنا ثم قال في حديثه وما شيء أفضل من كلمة عدل تقال عند سلطان جائر فلا يمنعن أحدكم أتقاء الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه أو شهده ثم بكى أبو سعيد فقال قد والله منعنا ذلك قال وإنكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله ثم دنت الشمس ان تغرب فقال وانما بقي من الدنيا فيما مضى منها مثل ما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة قال سمعت مجالدا يقول اشهد على ابي الوداكي أنه شهد على أبي سعيد الخدري أنه سمعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يرون أهل عليين كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء إن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعم فقال إسماعيل بن أبي خالد وهو جالس مع مجالد على الطنفسة وأنا أشهد على عطية العوفي أنه شهد على أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك حان يحيى بن زكريا بن أبي زائد تحدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرجم ما عيز بن مالك خرجنا به إلى البقيع فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه ولكنه قام لنا فرميناه بالعظام والخزف فاشتكى فخرج يشتد حتى أنتصب لنا في عرض الحرة فرميناه بجلميد الجمدل حتى سكت حنا زيد بن الحباب حدثني المستمر بن الريان الزهراني حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب المسك حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ما بال أقوام تقول إن رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفع يوم القيامة والله إن رحيمي لموصولة في الدنيا والآخرة وإني أيها الناس فراط لكم على الحوض حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر عن مغيرة عن إبراهيم، عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد الخدري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة ثلاثا إلا مع ذي رحمين حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مسعر عن عبد الملك بن ميسرة قال أبي ، كذا قال يحيى بن آدم عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة فوق يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرمين منها. وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده وأحسبني قد سمعته منه في مواضع أخرى. حدثنا زيد بن الحباب أخبرني إسماعيل بن مسلمين النجي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد آية حتى أصبح حدثنا أبو نعيمين حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعمين عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة حدثنا هشام بن سعيد قال: حدثنا معاوية بن أبي صلّامين الحبشي قال: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: سمعت عقبة بن عبد الغافر يقول: سمعت أبا سعيد الخديري يقول: جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فقال: من أين لك هذا؟ فقال كان عندي تمر رديء فبعته به هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا عين الربا فلا تقربنه ولكن بع تمرك بما شئت ثم اشتري به ما بدلاك حسن يحيى بن إسحاق وأسود بن عامر قال أنا شريك عن أبي إسحاق وقيس بن وهب عن أبي الوداكي عن أبي سعيد الخُدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "في سبي أوطاس لا توطأ حامل قال أسود حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة قال يحيى ، أو تستبرئ بحيضة". حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صال يعني ، في الصوم. حدثنا أبو سعيد ومعاوية قال: حدثنا زائدة حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث. عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر والزبيب وعن الزهو والتمر فقلت لسليمان أن ينبذ جميعا قال: نعم. حدثنا أبو سعيد حدثنا أبو عقيل قال: ثنى أبو نضرة عن أبي سعيد قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عامة طعام أهلي يعني الضبابة فلم يجبه فلم يجاوز إلا قريبا فعاوده فلم يجبه فعاوده ثلاثا فقال إن الله تعالى لعن أو غضب على سبت من بني إسرائيل فمسخوا دوابا فلا أدري الله بعضها فلست بآكلها ولا أنهى عنها حثنا حماد الخياط حدثنا عبد الملك الأحول عن سعيد بن عمرو بن سليمين عن رجل من قومه يقال له فلان بن معاوية أو معاوية بن فلان. عن أبي سعيد الخدير قال: الميت يعرف من يغسله ويحمله ويدليه. قال: فقمت من عند أبي سعيد إلى ابن عمر فأخبرته فمر أبو سعيد فقال له ابن عمر: ممن سمعت هذا الحديث قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي فديك حدثنا الضحاك يعني ابن عثمان عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل ، في الثوب ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب". حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا الضحاك عن محمد بن يحيى عن ابن محيريز الشامي: انه سمع ابا صرمه المازنيه وابا سعيد الخديريه يقولان اصبنا سبايا في غزوه بني المصطلق وهي الغزوه التي اصاب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويريه وكان منا من يريد أن يتخذ أهلا ومنا من يريد أن يستمتع ويبيع فترجعنا في العزل فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم أن لا تعزلوا فإن الله قدر ما هو خالق إلى يوم القيامة حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل النجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار يوم القيامة فيحتبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنه فوالذي نفسي بيده لا احدهم اهدى لمنزله في الجنه منه بمنزله كان في الدنيا حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا المعلى بن زياد حدثنا العلاء بن بشير المزني وكان والله ما علمت شجاعا عند اللقاء بكاءً عند الذكر عن أبي الصديق النجي عن أبي سعيد الخدري قال: كنت ، في حلقة من الأنصار ، إن بعضنا ليستطير ببعض من العري وقارئ لنا يقرأ علينا فنحن نسمع إلى كتاب الله اذ وقف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعد فينا ليعد نفسه معهم فكف القارئ فقال ما كنتم تقولون فقلنا يا رسول الله كان قارئ لنا يقرا علينا كتاب الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وحلق بها يومئ اليهم أن تحلقوا فاستدارت الحلقة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف منهم أحدا غيري قال فقال أبشروا أبشر يا معشر الصعاليك تدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يومين وذلك خمسمائة عامين حثنا عثمان بن عمر أخبرنا مالك بن مغول عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل من أمتي لا يشفع للفئام من الناس فيدخلون الجنة بشفاعته وإن الرجل لا يشفع للقبيلة. من الناس فيدخلون الجنة بشفاعته وإن الرجل لا يشفع للرجل وأهل بيته فيدخلون الجنة بشفاعته. حدثنا هشام بن سعيد أخبرنا فليح وسريج قال ثنا فليح عن محمد بن عمرو بن ثابت عن أبيه قال: مرَّ بإبن عمر فقلت: من أين أصبحت غاديا؟ أبا عبد الرحمن قال: إلى أبي سعيد الخدري فانطلقت معه. فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني نهيتكم عن لحوم الأضاحي وإدخاره بعد ثلاثة أيام فكلوا وادخروا فقد جاء الله بالسعة ونهيتكم. عن أشياء من الأشربة والأنبذة فاشربوا وكل مسكر حرام. ونهيتكم عن زيارة القبور ، فإن زرتموها فلا تقولوا هجرًا. حثنا هاشم بن القاسم وبهز قال ثنا سليمان عن حميد عن أبي صالح قال: بهز السمان عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم قال بهز إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليطفع في نحره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان حدثنا هاشم حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوانا عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي فلو ، أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه حدثنا هاشم حدثنا عبد الحميد حدثني شهر قال سمعت أبا سعيد الخديري وذكرت عنده صلاة في الطور فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا وينبغي لامرأة دخلت الإسلام أن تخرج من بيتها مسافرة إلا مع بعل أوي مع ذي محرمين منها وينبغي الصلاة في ساعتين من النهار من بعد صلاة الفجر إلى أن ترحل الشمس ولا بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس وينبغي الصوم في يومين من الدهر يوم الفطر من رمضان ويوم النحر. قال: حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا إسحاق بن شرفي مولى عبد الله بن عمر، حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر قال حدثني أبو سعيد الخديري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومنبري لوضة من رياض الجنة إسحاق بن شرفي حدثنا عنه محمد بن فضيل حدثنا إسحاق بن عبد الرحمن وقال عبد الواحد بن زياد إسحاق بن شرفي حدثنا عفان حدثنا أبو عوان حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ، في أمتي فرقتان يخرج بينهما مارقة يلي قتلها أولاهما بالحق حدثنا عفان حدثنا أبو عوان حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حنا عفان حدثنا وهيب حدثنا سليمان الأسود عن أبي المتوكل عن أبي سعيد ، أن رجلا جاء وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ حدثنا عفان حدثنا مهدي بن ميمو إن حدثنا محمد بن سيرين عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج أناس من قبل المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم على فوقه قيل ما سيماهم؟ قال سيماهم التحليق والتسبية حدثنا عفان حدثنا حماد عن قتادة وسعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاثة أيام فما كان بعد ذلك فهو صدقة. حثنا عفان حدثنا شعبة عن خليدي بن جعفر عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه. حثنا عفان قال ثنا ابان حدثنا قتادة عن عبد الله بن ابي عتبة. عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج". حدثنا عفان قال: "ثنا خالد بن عبد الله حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعمين عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وفاطمة سيدة نسائهم إلا ما كان لمريم بنت عمران حدثنا محمد بن مصعب قال ثنا الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن أعرابيًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لي أبلًا وإني أريد الهجرة فما تأمرني؟ قال: هل تمنح منها؟ قال: نعم. قال: وتؤدي زكاتها؟ قال: نعم. قال: وتحلبها يوم وردها؟ قال: نعم. فقال: انطلق واعمل وراء البحار. فإن الله لن يتيرك من عملك شيئًا وإن شأن الهجرة شديد. حدثنا محمد بن مصعب حدثنا عمارة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل القوم فيقول من صعق تلكم الغداة فيقولون صعق فلان وفلان حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة والضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقسم مالًا. إذ أتاه ذو الخويصرة رجل من بني تميم فقال: يا محمد أعدل فوالله ما عددت منذ اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تجدون بعدي أعدل عليكم مني ثلاث مرات. فقال عمر: يا رسول الله اتأذن لي فاضرب عنقه فقال لا ان له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه ينظر صاحبه الى فوقه فلا يرى شيئا ايتهم رجل احدى يديه كالبضعه او كثدي المراه يخرجون على فرقتين فرقتين من الناس يقتلهم أولى الطائفتين بالله قال أبو سعيد فأشهد أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأني شهدت عليا حين قتلهم فالتمس في القتل فوجد على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا محمد بن الحسن يعني ابن عطية العوفية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة حثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا بشر بن حرب سمعت أبا سعيد الخديري يحدث قال غزونة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدك وخيبر قال: ففتح الله على رسوله فدك وخيبر فوقع الناس في بقلة لهم هذا الثوم والبصل قال: فراحوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد ريحها فتأذى به ثم عاد القوم فقال: ألا لا تأكلوه فمن أكل منها شيئًا فلا يقربن مجلسنا. قال: ووقع الناس يوم خيبر في لحوم الحمر الأهلية ونصبوا القدور ونصبت قدري في من نصب. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنهاكم عنه أنهاكم عنه مرتين فأكفأت القدور فكفأت قدري في من كفأ. حدثنا يونس وسريج قال: حدثنا فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة قال: كان أبو هريرة يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو في صلاة يسأل الله خيرا إلا آتاه إياه قال وقال لها أبو هريرة بيده قال فلما توفي يا أبو هريرة قلت والله لو جئت أبا سعيد فسألته عن هذه الساعة أن يكون عنده منها علم فأتيته فأجده يقوم عراجين فقلت يا أبا سعيد ما هذه العراجين التي أراك تقوم قال هذه عراجين جعل الله لنا فيها بركة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها ويتخصر بها فكنا نقومها ونأتيه بها فرأى بصاقًا في قبلة المسجد وفي يده عرجون من تلك العرجين فحكه وقال إذا إذا كان أحدكم في صلاته فلا يبصق أمامه فإن ربه أمامه ليبصق عن يساره او تحت قدمه فان لم قال سريج لم يجد مبصقا ففي ثوبه أو نعله قال ثم هاجت السماء من تلك الليلة فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة برقت برقة فرأ قتادة بن النعمان فقال ما السورة يا قتادة قال علمت يا رسول الله أن شهد الصلاة قليل فأحببت أن أشهدها؟ قال: فإذا صليت فاثبت حتى أمر بك. فلما انصرف أعطاه العرجون وقال: خذ هذا فسيضيء أمامك عشرا وخلفك عشرا. فإذا دخلت البيت وترأيت سوادا في زاوية البيت فاضربه قبل أن يتكلم، فإنه شيطان. قال: ففعل فنحن نحب هذه العراجين لذلك قال: قلت يا أبا سعيد سعيد ان ابا هريره تحدثنا عن الساعه التي في الجمعه فهل عندك منها علم فقال سالت النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال اني كنت قد اعلمتها ثم انسيتها كما انسيت ليله القدر قال ثم خرجت من عنده فدخلت على عبد الله بن سلامين حدثنا يونس حدثنا فليح قال: سمعت أبا بكر بن المنكدر عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل محتال مين الغسل يوم الجمعة ويلبس من صالح ثيابه وإن كان له طب مس منه حدثنا يونس حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عمرة هي بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن أبا سعيد الخديري يفتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح للمرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرمين لها حثنا يونس حدثنا فليح عن محمد بن عمرو بن ثابت قال حدثني أبي أن عبد الله بن عمر مر به فقال له أين تريد يا أبا عبد الرحمن قال أردت أبا سعيد الخديري فانطلقت معه قال فقال ابن عمر يا أبا سعيد إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي وعن أشياء من الأشربة وعن زيارة القبور وقد بلغني أنك محدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في ذلك قال أبو سعيد: سمعت أذني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إني نهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وادخروا فقد جاء الله بالسعة. ونهيتكم عن أشياء من الأشربة أو الأنبذة فاشربوا وكل مسكر حرام. ونهيتكم عن زيارة القبور فإن زرتموها فلا تقولوا هجرًا. حدثنا يونس حدثنا فليح عن سعيد بن عبيد بن السباق عن ابي سعيد الخدر قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نؤذنه لمن حضر من موتنا فياتيه قبل ان يموت فيحضره ويستغفر له وينتظر موته قال فكان ذلك ربما حبسه الحبس الطويل فشق عليه قال فقلنا ارفق برسول الله ان لا نؤذناه بالميت حتى يموت قال فكنا اذا مات منا الميت اذناه به فجاء في اهله فاستغفر له وصلى عليه ثم ان بدله ان يشهده انتظر شهوده وان بدله أن ينصرف فإنصر صرف قال فكنا على ذلك طبقة أخرى قال فقلنا أرفق برسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحمل موتانا إلى بيته ولا نشخصه ولا نعنيه قال ففعلنا ذلك فكان الأمر حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن صائد: ما ترى؟ قال: أرى عرشًا على البحر حوله الحيات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى عرش إبليس. وحدثناهم مؤمل عن أبي نضرة عن جابر: حنا يونس وسريج قال ثنا فليح عن ضمرة بن سعيد عن أبي سعيد الخدير قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن صلاتين وعن صيام يومين وعن لبستين عن الصلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ونهى عن صيام يوم العيدين وعن اشتمال الصماء وان يحتبي الرجل في الثوب الواحد قال يونس في حديثه ليس على فرجه شيء وقال سريج في حديثه عن صيام يوم الاضحى ويوم الفطر حنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين وعن بيعتين اللماس والنباذ. حثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن أبي العلانية مسلمين قال: سألت أبا سعيد الخدري عن نبيذ الجر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر قال قلت الجف قال ذاك أشر وأشر حثنا يزيد أخبرنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بأرض مضبة فما تأمرنا قال بلغني أن أمة من بني إسرائيل مسيخ الدواب فلا أدري أي الدواب هي قال فلم يأمر ولم ينهى حدثنا يزيد حدثنا سليمان بن علي حدثنا أبو المتوكل النجي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح سواء بسواء مثل بمثل من زاد ، أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء". حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدير وعن أبي الزناد عن الأعرجي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لا كنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس في واد أو شعب وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لا سلكت وادي الأنصار وشعبهم حثنا يزيد أخبرنا محمد ومحمد بن عبيد قال ثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام يومين وعن صلاتين وعن نكاحين سمعته ينهى عن الصلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعن صيام يوم الفطر والاضحى وان يجمع بين المراه وخالتها وبين المراه وعمتها حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن عمرو عن عمر بن الحكم بن ثوبان أن أبا سعيد الخديري قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علقمة بن مجرز على بعث أنا فيهم حتى انتهينا إلى رأس غزاتنا أو كنا ببعض الطريق أذن لطائفة من الجيش وأمر عليهم عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي وكان من اصحاب بدر وكانت فيه دعابه يعني مزاحا وكنت ممن رجع معه فنزلنا ببعض الطريق قال واوقد القوم نارا ليصنعوا عليها صنيعا لهم او يصطلون قال فقال لهم اليس لي عليكم السمع والطاعه قالوا بل قال فما أنا بآمركم بشيء إن صنعتموه قالوا بل قال أعزم عليكم بحق وطاعتي لما تواثبتم تواثبتم في هذه النار فقام ناس فتحجزوا حتى إذا ظن أنهم واثبون قال احبسوا أنفسكم فإنما كنت أضحك معكم فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قدموا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أمركم منهم بمعصية فلا تطيعوه حتى يزيد أخبرنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا سعيد الخديري حدثهم أن غلامًا للنبي صلى الله عليه وسلم أتاه ذات يومين بتمر ريان وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم بعلا فيه يبس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن لك هذا التمر؟ فقال هذا صاع أشتريناه بصاعين من تمرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل فإن هذا لا يصلح ولكن باع تمرك واشتر من أي تمر شئت حدثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن زيد العمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال جرد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر بن أربعين فلما كان زمن عمر جلد بدل كل نعل صوتا حثنا يزيد وأبو النضر عن أبن أبي ذئب قال يزيد أخبرنا أبن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقيات قال أبو النضر أن يشرب من أفواهها. حثنا يزيد قال ثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد قال دخلت على أبي سلمة فأتنا بزبد وكتلة فأسقط ذباب في الطعام فجعل أبو سلمة ينقله بأصبعه فيه فقلت يا خال ما تصنع فقال. إن أبا سعيد الخديري حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن أحد جناحي الله الذباب سم والآخر شفاء فإذا وقع في الطعام فانقلوه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء» حثنا يزيد وحجاج قال أنا أبن أبي ذئب عن المقبولي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هاوي من الليل حتى كفينا وذلك قول الله وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام فصلى الظهر وأحسن كما كان يصليها في وقتها ثم أقام للعصر فصلى كذلك ثم أقام المغرب فصلى كذلك ثم أقام العشاء فصلى كذلك وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف قال حجاج في صلاة الخوف فإن خفتم فرجالا أو ركبانا حثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن أخيه معبد بن سيرين قال قلت لأبي سعيد الخدر هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزل شيئا فقال نعم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال وما هو قلنا الرجل تكون له المرأة المرضع فيصيبه منها ويكره أن تحمل فيعزل عنها وتكون له الجارية ليس له مال غيرها فيصيب منها ويكره أن تحمل فيعزل عنها فقال لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر حثنا يزيد أخبرنا شعبة عن خليد بن جعفر والمستمر قال سمعنا أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة من بني إسرائيل حشد خاتمها مسكا والمسك أطيب الطيب قا قرأت على عبد الرحمن مالك قال أبي وحدثنا إسحاق أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبن محيريز أنه قال: دخلت المسجد ورأيت أبا سعيد الخديري فجلست إليه فسألته عن العزل فقال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبايا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل وأردنا أن نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة حثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبيه عن أبن أبي نعمين عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذو هيبة في تربتها فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاثة العامري ثم احد بني كلاب وبين زيد الخير الطائي ثم احد بني نبهان قال فغضبت قريش والانصار فقالوا يعطي صناديد اهل نجد ويدعون قال انما اتالفهم قال فاقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحيه مشرف الوجنتين محلوق قال فقالا يا محمد اتق الله قال فمن يطع الله اذا عاصيته أيئنني على اهل الارض ولا تائنوني قال فسال رجل رجل من القوم قتله النبي صلى الله عليه وسلم اراه خالد بن الوليد فمنعه فلما ولى قال من ذا هذا قوم يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يملقون من الإسلام كما مروق الساهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان إن ، أنا أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد. حدثنا سريج حدثنا حماد عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين أجره وعن النجس واللمس وإلقاء الحجر. حدثنا سريج حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن دراجًا أبا السمح حدثه: عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أصدق الرؤيا بالإسحار". وهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا عليه بالإيمان". قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الرب عز وجل يوم القيامة سيعلم أهل الجمع من أهل الكرم فقيل ومن أهل الكرم يا رسول الله قال مجالس الذكر في المساجد وهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثر ذكر الله حتى يقول مجنون حثنا يونس وسريج قال ثنا فليح عن أيوب بن حبيب عن أبي المثنى الجهني قال سمعت مروان وهو يسأل أبا سعيد الخديري هل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس وهو يشرب في إنائه فقال أبو سعيد: نعم! فقال له رجل: يا رسول الله فإني لا أروى من نفس واحد. قال: فإذا تنفست فنح الماء عن وجهك. قال: فإني أرى القذاة فأنفخها. قال: فإذا رأيتها فأهرقها ولا تنفخها. حدثنا إسماعيل بن محمد يعني أبا إبراهيم المعقب حدثنا مروان يعني ابن معاوية الفزاري حدثنا عمر بن حمزة العمري حدثنا عبد الرحمن بن سعد مولى آل أبي سعيد سمعت أبا سعيد الخديري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها حنا سريج حدثنا أبو ليلى قال أبي سماه سريج عبد الله بن ميسرة الخراسانية عن عتاب البكري قال كنا نجالس ابا سعيد الخديري بالمدينه فسالته عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان بين كتفيه فقال باصبعه السبابه هكذا لحم ناشز بين كتفيه صلى الله عليه وسلم حسن حسن بن الربيع قال ثنى جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك حان أبو العلاء الحسن بن سوار قال: حدثنا ليث عن خالد يعني ابن يزيد، عن سعيد عن أبي بكر بن المنكدر أن عمرو بن سليمين أخبره، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: إن الغسل يوم الجمعة على كل محطالمين وسواك وأن يمس من أطيب ما يقدر عليه حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي حدثنا سلمة بن الفضل حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن ثابت بن شرحبيل عن أبي سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر بالمدينة على لأوائها وشدتها كنت له شافي عن يوم القيامة حدثنا ابو ابراهيم المعقب اسماعيل بن محمد وكان احد الصالحين حدثنا يوسف بن الماجشون قال اخبرني محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يموت فقلت له اقري رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلامه حدثنا هارون هو ابن معروف حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحليمة إلا ذو عثرة ولا حكيمة إلا ذو تجربة حثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله حاء وعتاب قال حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخديري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن اختناث الأسقية حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشمين قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي مولى لآل علي قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: كانت جنازة في الحجر فجاء أبو سعيد فوسعوا له فأبى أن يتقدم وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خير المجالس أوسعها حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان عن قتادة عن عقبة بن عبد الغافر. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا ممن خلا من الناس رغسه الله مالا وولدا فلما حضره الموت ودع بنيه فقال: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب قال: فإنه والله ما ابتأر عند الله خيرًا قطُّ فإذا مات فأحرقوه حتى إذا كان فحمًا فاسحقوه ثم أذره في يوم يعني ريحًا عاصفًا قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ مواثيقهم على ذلك وربي ففعلوا وربي لما مات أحرقوه حتى إذا كان فحما سحقوه ثم أذروه في يوم عاصف قال ربه كن فإذا هو رجل قائم قال له ربه ما حملك على الذي صنعت قال رب خفت عذابك قال فوالذي نفس محمد بيده ما تلافاه غيرها غيرها أن غفر الله له قال الحسن مرة ما تلاقاه غيرها أن غفر الله له قال قتادة رجل خاف عذاب الله فأنجاه الله ، من مخافته ثنى الحسن بن موسى قال ثنى حماد بن سلمة عن أبي هارون العبدي ومطر الوراق عن أبي الصديق النجي عن أبي سعيد الخدير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تملأ الأرض جورا وظلما فيخرج رجل من عترة يملك سبعا أو تسعا فيملأ الأرض قسطا وعدلا حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته ألا ولا غدر أعظم من إمام عامة حدثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر من يخرج من النار رجلان يقول الله لأحدهما: يا أبن آدم ما أعددت لهذا اليوم هل عملت خيرًا؟ أو رجوتني فيقول لا يا رب فيؤمر به إلى النار وهو أشد أهل النار حسرة ويقول للآخر: يا أبن آدم ما أعددت لهذا اليوم هل عملت خيرًا؟ أو رجوتني فيقول نعم: يا رب قد كنت أرجو إذ أخرجتني أن لا تعيدني فيها أبدًا فترفع له شجرة فيقول: أي رب أقرني تحت هذه الشجرة فأستظل بظلها وأكلها من ثمرها وأشرب من مائها فيقول يا ابن آدم فيعاهده أن لا يسأله غيرها فيدنيه منها منها ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى وأغدق ماء فيقول أي رب هذه لا أسألك غيرها أقرني تحتها فأستظل بظلها وأكل من ثمرها وأشرب من مائها فيقول يا أبن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها فيقول أي رب هذه لا أسألك غيرها فيقره تحتها ويعاهده أن لا يسأله غيرها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين وأغدق ماءً فيقول: «أي ربي لا أسألك غيرها فأقرني تحتها فأستظل بظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها» فيقول: «ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها» فيقول: أي رب هذه لا أسألك غيرها فيقره تحتها ويعاهده أن لا يسأله غيرها فيسمع أصوات أهل الجنة ، الجنة فلا يتمالك فيقول أي رب أدخلني الجنة ، فيقول تبارك وتعالى سل وتمنى ويلقنه الله ما لا له به فيسأل ويتمنى مقدار ثلاثة أيامين من ايام الدنيا فيقول ابن ادم لا كما سالت قال ابو سعيد الخديري ومثله معه قال ابو هريره وعشره امثاله معه ثم قال احدهما لصاحبه حدث بما سمعت واحدث بما سمعت حثنا حسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن أفلح الأنصاري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق حثنا حسن حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فدخل أعرابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فجلس الأعرابي في آخر الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال: لا قال فأمره فأتى الرحبة التي عند المنبر فركع ركعتين حسن حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا ابنه بيرة عن حنشي بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد الخديري يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومين فوجد ريح ثومين من رجل فقال له لما فرغ ينطلق أحدكم فيأكل من هذا الخبيث ثم يأتي فيؤذينا. حدثنا يحيى بن إسحاق: حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة. عن حنش قال: سمعت أبا سعيد الخديري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. حدثنا حسن: حدثنا ابن لهيعة، حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كالمهل قال كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه حسن حسن قال سمعت عبد الله بن لهيعة قال ثنى دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له يا رسول الله طوب لمن رآك وآمن بك قال طوب لمن رآني وآمن بي، ثم طوبى ثم طوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني قال له رجل وما طوب؟ قال شجرة في الجنة مسيرة مئة عامين ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اكثر ذكر الله حتى يقول مجنون حدثنا عفان حدثنا ابان حدثنا يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو نضره أن أبا سعيد الخدري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الوتر فقال: أوتروا قبل الفجر. حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره وعن إلقاء الحجر واللمس والنجش حدثنا عفان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال خرجنا من المدينة نصرخ بالحج صراخًا فلما قدمنا مكة قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي فلما كان عشية التروية أهللنا بالحج حسنا عفان حدثنا حماد عن علي بن زيد عن الحسن ان ابا سعيد الخديري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن رجلا مهابه الناس ان يقوم بحق اذا علمه قال ثم بكى ابو سعيد قال قد والله شهدناه فما قمنا به حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في تسع يبقين وسبع يبقين وخمس يبقين وثلاث يبقين حدثنا عفان حدثنا شعبة قال: أخبرنا سعد بن إبراهيم قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث عن أبي سعيد أن أهل قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم فقال إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال إني أحكم أن يقتل مقاتلتهم وتسب ذراريهم قال لقد حكمت بحكم الملك حثنا عفان حدثنا شعبة قال عبد الملك بن عمير أنبأني قال سألت قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد الخديري قال أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وأنقنني قال لا تسافر امرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرمين وصوم يومين يوم الفطر ويوم النحر والصلاة بعد صلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البصر والتمر جميعا والزبيب والتمر جميعا حدثنا بهز حدثنا شعبه اخبرنا قتاده عن عبد الله بن ابي عتبه قال سمعت ابا سعيد الخديري يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها وكان اذا كره شيئا عرفناه في وجهه حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسعة عشرة أو سبعة عشرة من رمضان فصام صائمون وأفطر مفطرون فلم يعب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثني أنس بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدير قال شعبة قلت له سمعته من أبي سعيد قال نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم في العزل قال لا عليكم أن لا تفعلوا فإنما هو القدر حدثنا بهز حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدير قال قلنا النساء يا رسول الله غلب عليك الرجال فعدنا موعدا فوعدهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة من كن قدمت ثلاثا من ولدها كانوا لها حجابا من النار. قالت امرأة يا رسول الله: أنا قدمت اثنين قال واثنين. حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا قتل تسعة وتسعين نفسا فسأل: عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فهل له من توبة قال لقد قتل تسعة وتسعين نفسا فليست له توبة قال فانتض سيفه فقتله فكمل مئة ثم إنه مكث ما شاء الله ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فقال إنه قد قتل مئة نفس فهل له من توبة؟ فقال: ومن يحول بينه وبين التوبة؟ اخرج من القرية الخبيثة التي أنت بها إلى قرية كذا وكذا فأعبد ربك عز وجل فيها. قال: فخرج وعرض له أجله فاختصم فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. قال إبليس: إنه إنه لم يعصني ساعة قد قالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا فزع محميد أن بكرا حدثه عن أبي رافع قال فبعث الله ملكا فاختصم إليه رجع الحديث إلى حديث قتادة قال انظروا إلى أي القريتين كان أقرب فألحقوه بها؟ قال قتادة: فقرب الله منه القرية الصالحة، وباعد عنه القرية الخبيثة، فألحقوه بأهلها. حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا موسى بن عقبة، قال: حدثني محمد بن يحيى بن حبانة، عن ابن محيريز عن ابي سعيد الخدري في غزوه بني المصطلق انهم اصابوا سبايا فارادوا ان يستمتعوا بهن ولا يحملن فسالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم ان لا تفعلوا فان الله عز وجل قد كتب من هو خالق الى يوم القيامه حدثنا يونس بن محمد حدثنا فليح عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليبني على اليقين حتى إذا استيقن أن قد أتم فليسجد سجدتين قبل أن يصلي ما فإنه إن كانت صلاته وترًا صارت شفعًا وإن كانت شفعًا ، كان ذلك ترغيمًا للشحيطان. حثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الدرجات العلى لا يراهم من تحتهم كما ترون النجم في أفق السماء وأبو بكر وعمر منهم وأنعما حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدير قال أصبنا نساءً من سبي اوطاس ولهن ازواج فكرهنا ان نقع عليهن ولهن ازواج فسالنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الايه والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم قال فاستحللنا بها فروجهن حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن الأعمش عن ذكوانا عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغضن الأنصار رجل يؤمن بالله ورسوله حسن عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعمين عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو باليمن بذو هيبة في تربتها فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان فذكر الحديث. حثنا يحيى بن آدم حدثنا فضيل يعني ابن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري ، أن رجلا سأله عن غسل الرأس فقال: يكفيك ثلاث حفنات أو ثلاث أكف ثم جمع يديه ثم قال يا ابا سعيد اني رجل كثير الشعر قال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر شعرا منك واطيبه حان عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعمين عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو باليمن بذو هيبة، في تربتها فقسمها بين الأقرع بن حابص الحنظلي ثم أحد بني مجاشع وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان قال فغضبت قريش والأنصار قالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعون قالا إنما أتألفهم قال فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق قال فقالا يا محمد اتق الله قال فمن يطيع الله إذا عاصيته يئنني على أهل الأرض ولا تئنوني قال فسأل رجل رجل من القوم قتله النبي صلى الله عليه وسلم أراه خالد بن الوليد فمنعه فلما ولى قال إن من ضئض هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق الساهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لأن أنا أدركتهم لا أقتل قتل عاد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن الأعمش عن العوفي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كيف أنعم وصاحب الصور قد أتقم الصورة وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر. حان عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبانة عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ولا فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة. حان عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم حدثنا عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري قال: «كنا نؤدي صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من شعير صاعًا من تمر صاعًا من زبيب صاعًا من أقط فلما جاء معاوية جاءت السمراء فرأى أن مدًا يعدل مدين. حنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن زبيد عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمر الله فيه مقالا فلا يقول فيه فيقال له يوم القيامة ما منعك أن تكون قلت في كذا وكذا فيقول مخافة الناس فيقول إياي أحق ، أن تخاف. حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى يعني ابن أبي كثير عن نافع مولى ابن عمر حدثنا أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا يشف بعضها على بعض ولا تبيع الوريق بالورق. إلا مثلا بمثل لا يشف بعضها على بعض ولا تبيع غائبا بناجز. حثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء أو عطية عن أبي سعيد و عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في التطوع حيث ما توجهت به يومي إماء ويجعل السجود أخفض من الركوع قال عبد الله والصواب عطية حثنا وكيع حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهري بن حوشب عن أبي سعيد الخدير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب حثنا محمد بن ربيعة عن ابن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر لها عز وجل حان عفان حدثنا همام حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: انطلقت إلى أبي سعيد الخدري قال: قلت: ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ قال: فخرج قال: قلت حدثني ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الليلة القدر قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأولى من رمضان فاعتكفنا معه فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك فلما كان صبيحة عشرين من رمضان قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبا فقال من؟ كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فإني أريت ليلة القدر وإنها في العشر الأواخر من رمضان في وتر وإني أنسيتها وإني رأيت كأني أسجد اسجد في طيء وماء قال وما نرى في السماء قال همام احسبه قال قزعه سمى الغيم باسمين فجاءت سحابه وكان سقف المسجد جريد النخل فامطرنا فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرايت اثر الطين والماء على جبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم وارنابته تصديقا لرؤياه حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر ، فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم. حدثنا عفان حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن ابي عروبه في هذه الايه ونزعنا ما في صدورهم من غل قال ثنا قتاده ان ابا المتوكل النجي حدثهم ان ابا سعيد الخديري حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم ، في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة قال: "فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى لمنزله ، في الجنة منه لمنزله كان في الدنيا" قال قتادة وقال بعضهم ما يشبه لهم إلا أهل جمعة حين انصرفوا من جمعتهم. حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس أوساق صدقة. حنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن آخر رجلين يخرجان من النار يقول الله لأحدهما: يا أبن آدم ما أعددت لهذا اليوم هل عملت خيرًا قط؟ هل رجوتني؟» فيقول لا. أي رب فيؤمر به إلى النار فهو أشد أهل النار حسرة ويقول للآخر: يا أبن آدم ماذا أعددت لهذا اليوم؟ هل عملت خيرًا قط أو رجوتني؟ فيقول لا: يا رب إلا أني كنت أرجوك. قال: فيرفع له شجرة فيقول: أي رب أقرني تحت هذه الشجرة فأستظل بظلها وآكله من ثمرها وأشرب من مائها ويعاهده أن لا يسأله غيرها فيقره تحتها. تحتها ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى وأغدق ماء فيقول: أي رب أقرني تحتها لا أسألك غيرها فأستظل بظلها وآكل من ثمرها وأشرب. من مائها فيقول يا أبن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها فيقول أي رب هذه لا أسألك غيرها ويعاهده أن لا يسأله غيرها فيقره تحتها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأولتين وأغدق ماء فيقول أي رب هذه أقرني تحتها فيدنيه منها ويعاهده أن لا يسأله غيرها فيسمع أصوات أهل الجنة ، فلم يتمالك فيقول أي رب الجنة ، أي رب أدخلني الجنة ، فيقول الله عز وجل سل وتمنى ، فيسأله ويتمنى بمقدار ثلاثة أيامين من أيام الدنيا ويلقنه الله ما لا علم له به فيسأل ويتمنى ويتمنى فإذا فرغ قال لك ما سألت قال أبو سعيد ومثله معه وقال أبو هريرة وعشرة أمثاله معه قال أحدهما لصاحبه حدث بما سمعت وأحدث بما سمعت حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد أوي عن جابر بن عبد الله قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا فلما طفنا بالبيت قال اجعلوها عمرة فلما كان يوم التروية أحرمنا بالحج حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد أوي عن جبريل بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى فأتاه جبريل فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من كل حاسد وعين الله يشفيك حدثنا حسن حدثنا ابن لهيع تحدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيع تحدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل واد في جهنم يهوى فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره والصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفا يهوى به كذلك فيه أبدا حسن حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «استكثروا من الباقيات الصالحات قيل وما هي؟ يا رسول الله قال: الملة قيل وما هي؟ يا رسول الله قال: الملة قيل وما هي؟ يا رسول الله قال: الملة قيل وما هي؟ يا رسول الله قال: التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينصب للكفر يوم القيامة مقدار خمسين ألف سنة كما لم يعمل في الدنيا وأن الكفر لا يرى جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يتكئ في الجنة سبعين سنة قبل ان يتحول ثم تأتيه امرأته فتضرب على منكبيه فينظر وجهه في خدها اصفى من المرآة وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب فتسلم عليه قال فيرد السلام ويسألها من أنت وتقول أنا من المزيد وإنه لا يكون عليها سبعون ثوبا أدناها مثل النعمان من طوب فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك وإن عليها من التيجان إن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة. حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشتاء ربع المؤمن حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدير قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كان مقداره خمسين ألف سنة ما أطول هذا اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه لا يخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المجالس ثلاثة سالم وغانم وشاجب وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وفرش مرفوعة والذي نفسي بيده إن ارتفاعها كما بين السماء والأرض وإنما بين السماء والأرض لمسيرة خمسمائة سنة وهذا الإسناد أنه قال قلت يا رسول الله أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة قال الذاكرون الله كثيرا قال قلت يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دمًا لكان الذاكرون الله أفضل منه درجة. بهذا به. الإسناد قال هاجر رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هجرت الشرك ولكنه الجهاد. هل باليمن أبواك؟ قال: نعم. قال: أذنا لك؟ قال: لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى أبويك فاستأذنهما، فإن فعل وإلا فبرهما. وهذا الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الرب عز وجل سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم فقيل ومن أهل الكرم يا رسول الله قال أهل الذكر في المساجد وهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادمين واثنان وسبعون زوجة وينصب له قبة من لؤلؤ وياقوت وزبرجد كما بين الجابية والصنعاء بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حتى يجعله في عليين ومن تكبر على الله درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل السافلين وهذا الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان ، فإن الله قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه قالها ثلاثا قال وما كرمة الضيف يا رسول الله قال ثلاثة أيامين فما جلس بعد ذلك فهو عليه صدقة وهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأ خيرا منها فكفارتها تركها وهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله العبد أثنى عليه من الخير سبعة أضعاف لم يعملها وإذا أبغض الله العبد أثنى عليه من الشر سبعة أضعاف لم يعملها. حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال إبليس: أي ربي لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم قال فقال الرب عز وجل: لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن ابي سعيد الخدري قال لما اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب ولم يكن في الانصار منها شيء وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم: لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله إن هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي اصبت قسمت في قومك واعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الانصار شيء قال فاين انت من ذلك يا سعد قال قال يا رسول الله ما انا الا امرؤ من قوم وما انا قال فاجمع لقومك في هذه الحظيرة قال: فخرج سعد فجمع الناس في تلك الحظيرة. قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. قال: فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل ثم قال يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم ألم أهتكم ضلالا فهداكم الله عالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم قالوا بل الله ورسوله آمن وأفضل قال ألا تجيبونني يا معشر الأنصار قالوا وبماذا نجيبك نجيبك يا رسول الله ولله ولرسوله المن والفضل قال أما والله لو شئتم لقلتم فلا صدقتم وصدقتم أتيتنا مكذبًا فصدقناك ومخذولًا فنصرناك وطريدًا فآويناك وعائلًا فأغنيناك أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لا كنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لا سلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار قال فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا وحظًّا ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقنا. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري ثم الظفري عن محمود بن لبيد الظفري احد بني عبد الاشهر عن ابي سعيد الخدير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح ياجوج وماجوج يخرجنا على الناس كما قال الله عز وجل "من كل حدب ينسلون فيغشون الأرض وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم ويشربون مياه الأرض حتى إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبسًا حتى إن من بعضهم ليمر بذلك النهر فيقول قد كان هاهنا ماء مرة حتى إذا لم يبق من الناس إلا أحد. أحد في حصن أو مدينة قال قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم بقي أهل السماء قال ، ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع مختضبة دما للبلاء والفتنة فبين هم على ذلك إذ بعث الله دودا في أعناقهم كنغف الجراد الذي يخرج في أعناقهم فيصبحون موتى لا يسمع لهم حسًا فيقول المسلمون ألا رجل يشري نفسه فينظر ما فعل هذا العدو قال فيتجرد رجل منهم لذلك محتسبًا لنفسه قد أظنها على أنه مقتول فينزل فيجدهم موت بعضهم على بعض فينادي يا معشر المسلمين ألا أبشروا فإن لها قد كفاكم عدوكم فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم فما يكون لها رعي إلا لحومهم فتشكروا عنه كأحسن ما تشكروا عن شيء من النبات أصابته قط حسن يحيى بن إسحاق أخبرنا أبن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن أبا سعيد الخديري أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج قوم من النار قد احترقوا وكانوا مثل الحمم فلا يزال أهل الجنة يرشون عليهم الماء فينبوتون كما تنبت الغثاء في حميلة السيل حثنا عثمان بن محمد وسمعته أنا من عثمان بن محمد بن أبي شيبة حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهمين عن قزعة عن أبي سعيد الخدير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صوم يوم عيد وتسافر امرأة ثلاثا إلا مع ذي محرمين ويشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى قال وودع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقال له أين تريد قال أريد بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة في هذا المسجد أفضل يعني من ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن نهار العبدي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله لا يسأل العبد يوم القيامة حتى إنه لا يسأله يقول أي عبد رأيت منكرا» فلم تنكره فإذا لقن الله عبدًا حجته قال: يا رب وثقت بك وخفت الناس. حثنا عفان حدثنا معتمل قال: سمعت أبي حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلًا في من سلافة أو قال في من كان قبلكم ثم ذكر كلمة معناها أعطاه الله مالًا وولدًا قال فلما حضره الموت قال لبنيه أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال فإنه لم يبتئر عند الله خيرًا قط قال ففسرها قتادة لم يدخر عند الله خيرًا وإن يقدر الله عليه يعذبه فإذا أنا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فأسحقوني أو قال فأسهاكوني ثم إذا كان ريح عاصف فأذروني فيها قال نبي الله فأخذ مواثيقهم على ذلك قال ففعلوا ذلك وربي فلما مات أحرقوه ثم سحقوه أو سهاكوه ثم ذروه في يوم عاصف قال فقال الله له كن كن فإذا هو رجل قائم قال الله أي عبد ما حملك على ، أن فعلت ما فعلت ، فقال يا ربي مخافتك أو فرقا منك ، قال فما تلافاه ، أن رحمه ، وقال مرة أخرى فما تلافاه غيرها أن رحمه ، قال فحدثت بها أبا عثمان ، فقال سمعت هذا من سلمان غير مرة غير أنه زاد ثم أذروني في البحر أو كما حدث حثنا عفان حدثنا همام عن قتادة قال حدثني أربعة رجال عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نبيذ الجر حنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق حدثنا أبان بن صالح عن قسيمين مولى عمارة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد حنا عفان حدثنا حماد عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن أهون أهل النار عذابًا رجل منطعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه مع إجراء العذاب ومنهم من في النار إلى كعبيه مع إجراء العذاب ومنهم من في النار إلى ركبتيه مع إجراء العذاب ومنهم من في النار إلى أرنابته مع إجراء العذاب ومنهم من في النار إلى صدره ، مع إجراء العذاب قد اغتمر. حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افتخرت الجنة والنار فقالت النار أي ربي يدخلني الجبابرة والملوك والعظماء والأجراف وقالت الجنة أي ربي يدخلني الفقراء والضعفاء والمساكين فقال تبارك وتعالى للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء وقال للجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء ولكل واحدة منكم ملئها فأما النار فيلقى فيها أهلها وتقول هل من مزيد حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها فتزوى وتقول قدني قدني وأما الجنة فتبقى ما شاء الله الله أن تبقى ثم ينشئ الله لها خلقا بما يشاء وقال حسن الأرشب وأما الجنة فتبقى ما شاء الله أن تبقى حثنا عفان حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا حميد قال حدثني بكر أنه أخبره أن أبا سعيد الخديري رأى رؤيا أنه يكتب صاد فلما بلغ إلى سجدتها قال رأى الدوة والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجدا قال فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يسجد بها بعد حدثنا محمد بن جعفر غنضر حدثنا مالك بن أنس عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وعن جابر قال سمعت محمد بن قرضى عن أبي سعيد الخدير قلت سمعه من أبي سعيد محمد قال لا قال اشتريت أضحية فجاء الذئب فأكل من ذنبها أو أكل ذنبها فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح بها حثنا محمد بن جعفر قال سئل عن العزل قال ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال: أنت تخلقه أنت ترزقه أقره قراره أو مقره فإنما هو القدر. حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الوليد بن العيزار أنه سمع رجلا من ثقيف يحدث عن رجل من كنانة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال في هذه الآية: "ثم أورثنا الكتاب الذين اصطافينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات." قال هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم ، في الجنة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال: سمعت أبا نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل النار الذين هم أهل النار لا يموتون فيها ولا يحيون ولكنها تصيب قومًا بذنوبهم أو خطاياهم حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة فيخرجون ضبائر ضبائر فيلقون على أنهار الجنة فيقال يا أهل الجنة أهريقوا عليهم من الماء قال فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس من الذود صدقة ولا في خمسة أوساق أو خمس أواق صدقة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع مولا لأنس بن مالك يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياءً ، من عذراء في خدرها وكان إذا كره شيئًا عُرف في وجهه. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: أقبلنا في جيش من المدينة قبل هذا المشرق قال فكان في الجيش عبد الله بن صياد وكان لا يسايره أحد ولا يرافقه ولا يأكله ولا يشاربه ويسمونه الدجال فبين أنا ذات يوم نازل في منزل لإذ رأني عبد الله بن صياد جالسا فجاء حتى جلس إلي فقال. يا أبا سعيد ألا ترى إلى ما يصنع الناس لا يسايرني أحد ولا يرافقني أحد ولا يشاربني أحد ولا يآكلني أحد ويدعوني الدجال وقد علمت أنت يا ابا سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الدجال لا يدخل المدينه واني ولدت بالمدينه وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول ان الدجال لا يولد له وقد ولد لي فوالله لقد هممت مما يصنع بي هؤلاء الناس أن آخذ حبلًا فأخلو وفأجعله في عنقي فأختنق فأستريح ، من هؤلاء الناس والله ما أنا بالدجال ولكن والله لو شئت لأخبرتك باسمه واسم أبيه واسم أمه واسم القرية التي يخرج منها حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفترق أمتي فرقتين فتمرق بينهما مارقة فيقتلها أولى الطائفتين بالحق حدثنا أبو نعيمين حدثنا زكريا عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة قال عبد الله وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده حدثنا عبد المتعال بن عبد الوهاب حدثنا يحيى بن سعيد الأموي حدثنا مجالد عن أبي الوداك قال قال لي أبو سعيد هل يقر الخوارج بالدجال فقلت لا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خاتم ألف نبي وأكثر ما بعث نبي يتبع إلا قد حذر أمته الدجال وإني قد بين لي من أمره ما لم يبين لأحد وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وعينه اليمنى عوراء جاحظة ولا تخفى كأنها نخامة في حائط مشصص وعينه اليسرى كأنها كوكب دري معه من كل لساء ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء وصورة النار سوداء تداخن حدثنا عبد المتعال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي حدثنا مجالد عن أبي الوداكي. عن أبي سعيد قال: ذكر ابن صياد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر: «إنه يزعم أنه لا يمر بشيء إلا كلمه» حدثنا عثمان بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا من عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار فقالت: النار في الجبارون والمتكبرون وقالت: الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم قال فقض بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكلا علي ملئها حدثنا عثمان بن محمد وسمعته أنا من عثمان حدثنا جرير عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعمين عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتل المحرم الأفعى والعقرب والحداء والكلب العقور والفويسقة. قلت: ما الفويسقة؟ قال: الفأرة. قلت: وما شأن الفأرة؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وقد أخذت الفتيلة فصعدت بها إلى السقف لتحرق عليه. حثنا عثمان بن محمد وسمعته أنا من عثمان حدثنا جرير عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي نعمين عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران حثنا عثمان وسمعته أنا من عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عند انقطاع من الزمان والظهور من ألف طن رجل يقال له السفاح فيكون أعطاؤه المال حثيا حثنا عثمان قال عبد الله وسمعته أنا من عثمان حدثنا جرير عن الأعمشي عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ بن آل لا ثلاثين رجلا اتخذوا مال الله دولا ودين الله دخلا، وعباد الله خولا حثنا عثمان قال عبد الله وسمعته أنا من عثمان حدثنا جرير عن الأعمشي عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: جاءت إمرأة صفوان بن المعطل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت: يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده قال فسأله عما قالت فقال: يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ سورتين فقد نهيتها عنها قال فقال لو كانت سورة واحدة لكفت الناس وأما قولها يفطرني فإنها تصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لا تصومن امرأة امرأة إلا بإذن زوجها قال وأما قولها بأني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرفوا لنا ذاك لا نكد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال فإذا استيقظت فصلي حدثنا هارون قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابي سعيد الخدري انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمه القدح وان ينفخ في الشراب قال ابو عبد الرحمن وسمعته انا من هارون حدثنا علي بن عبد الله حدثنا هشيم قال مجالد أخبرنا عن أبي الوداكي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يضحك الله إليهم الرجل يقوم من الليل والقوم إذا صفوا للقتال حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا إن أحرم الأيام يومكم هذا وإن أحرم الشهور شهركم هذا وإن أحرم البلاد بلدكم هذا ألا وإن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت؟ قالوا نعم قال اللهم اشهد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الأعمش عن ابي صالح عن جابر قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فذكر معناه حثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ قال حدثني ابي عن عامر الاحول عن ابي الصديق عن ابي سعيد الخدري ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي. حنا علي بن عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا محمد عن سعد بن إسحاق عن عمته عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة على إحدى خصال ثلاثة: تنكح المرأة على مالها، وتنكح المرأة على جمالها، وتنكح المرأة على دينها فخذ ذات الدين والخلق تربت يمينك حان يعقوب قال سمعت ابي عن يزيد بن الهادي ان عبد الله بن خباب حدثه ان ابا سعيد الخدري حدثه ان اسيد بن حضير بينما هو ليله يقرا في مربده اذ جالت فرسه فقرا ثم جالت اخرى فقرا ثم جالت ايضا فقال اسيد فخشيت ان تطا يحيى يعني ابنه فقمت اليه فاذا مثل الظله فوق راسي فيها امثال السرج عرجت في الجو حتى ما اراها قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما انا البارحه من جوف الليل اقرا في مربدي اذ جالت فرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا ابن حضير قال فقرات ثم جالت ايضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا ابن حضير فقرات فقرات ثم جالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا ابن حضير قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها فخشيت أن تطأه فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لا أصبحت رآها الناس لا تستطير منهم حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن موسى قال أي رب عبدك المؤمن مقتر عليه في الدنيا قال فيفتح له باب الجنة فينظر إليها قال يا موسى هذا ما أعددت له فقال موسى أي رب وعزتك وجلالك لو كان اقطع اليدين والرجلين يسحب على وجهه منذ يوم خلقته الى يوم القيامه وكان هذا مصيره لم ير بؤسا قط قال ثم قال موسى اي رب عبدك الكفر توسع عليه في الدنيا قال فيفتح له باب من النار فيقال يا موسى هذا ما اعددت له فقال موسى أي ربي وعزتك وجلالك لو كانت له الدنيا منذ يوم خلقته إلى يوم القيامة وكان هذا مصيره كأن لم ير خيرا قط حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتي المسجد فلم يتخطى رقاب الناس ثم ركع ما شاء أن يركع ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها قال: وكان أبو هريرة يقول: "وثلاثة أيامين زيادة ، إن الله جعل الحسنة بعشر أمثالها". حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: "حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا كان يوم الجمعه قعدت الملائكه على ابواب المسجد فيكتبون الناس من جاء من الناس على منازلهم فرجل قدم جزورا، ورجل قدم بقرة ورجل قدم شاة ورجل قدم دجاجة، ورجل قدم عصفورا ورجل قدم بيضة قال فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طويت الصحف ودخلوا المسجد يستمعون للذكرى حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن عمرو بن عطاء ، أن عطاء بن يسار حدثه أن أبا سعيد الخديري حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزأ ولا أذى حتى الهم يهمه إلا الله يكفر عنه من سيئاته. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني يزيد بن عبد الله بن قصيط أن أبا سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبراه أنهما سمع أبا سعيد الخديري يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بينهم طعاما مختلفا بعضه أفضل من بعض قال: فذهبنا نتزايد بيننا فمنعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبتاعه إلا كيلا بكيل لا زيادة فيه حَدَثَنَا يعقوبُ حدثَنَا ابنُ أخي ابن شِهابٍ عن عمه محمد بن مسلمين قال: حدثني سالم بن عبد الله ، أن أبا سعيد الخديري حدثه مثل ذلك حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله بن عمر فقال: يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والورق بالورق مثلا بمثل حدثنا حسين بن محمد حدثنا فطر عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخديري يقول: "كنا جلوسًا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علينا من بعض بيوت نسائه قال فقمنا معه فانقطعت نعله فتخلف عليها علي يخصفها فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضينا معه ثم قام ينتظره وقمنا معه فقال إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر فقال لا ولكنه خاصف النعل قال فجئنا نبشره قال وكأنه قد سمعه حدثنا حسين حدثنا ابن عياش يعني اسماعيل عن الحجاج بن مروان الكلعي وعقيل بن مدرك السلمي عن ابي سعيد الخدري ان رجلا جاءه فقال اوصني فقال سالت عما سالت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك اوصيك بتقوى الله فانه راس كل شيء وعليك الجهاد فانه رهبانيه الاسلام وعليك بذكر الله وتلاوه القران فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. حدثنا أبو نعيمين، حدثنا فطر. حدثني إسماعيل بن رجاء قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا سعيد الخديري يقول: كنا جلوسًا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. إلا أنه قال: "فأتيته لأبشره". قال: "فلم يرفع به رأسًا كأنه قد سمعه". حدثنا أبو نعيمين: "حدثنا الوليد يعني ابن عبد الله بن جميع قال: "أخبرني أبو سلمة عن أبي سعيد الخدري قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن صياد وهو يلعب. مع الغلمان قال أتشهد أني رسول الله قال هو أتشهد أني رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك خبيئا قال دخ قال أخسأ فلن تعد وقدرك حدثنا أبو نعيمين حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن أبن أبي نعمين عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة حدثنا أبو نعيمين حدثنا يونس حدثني أبو الوداكي جبر بن نوف قال حدثني أبو سعيد قال أصبنا سبايا يوم حنين فكنا نعزل عنهن نتميس أن نفاديهن من أهلهن فقال بعضنا لبعض تفعلون هذا وفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوه فسلوه فأتيناه أو ذكرنا ذلك له قال ما من كل الماء يكون الولد إذا قضى الله أمرا كان ومررنا بالقدور وهي تغلي فقال لنا ما هذا اللحم فقلنا لحم حمر فقال لنا أهلية أو وحشية فقلنا له بل أهلية قال فقال لنا فاكفئوها قال فكفأناها وإنا لجياع نشتهيه قال وكنا نؤمر ، أن نوكي الأسقية. حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكره قوم يخرجون على فرقة من الناس مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق حدثنا أبو أحمد حدثنا مسرة بن معبد حدثني أبو عبيد صاحب سليمان قال رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائمًا يصلي معتمًا بعمامة سوداء مرخ طرفها ، من خلف مصفر اللحية فذهبت أمر بين يديه فردني ثم قال حدثني أبو سعيد الخديري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه فقرأ فاتبست عليه القراءة فلما فرغ من صلاته، قال لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين إصبعي هاتين الإبهام والتي تليها ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح لا مربوطا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينه فمن استطاع منكم ان لا يحول بينه وبين القبلة احد فليفعل حدثني يحيى بن ابي بكير حدثني مندل بن علي حدثني الاعمش عن سعد الطائي عن عطية عن أبي سعيد الخدير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة صاحب خمس مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم ولا كاهن ولا منان حثنا موسى بن داود حدثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يصلي ما فإن كان صلى خمسا كانت شفعا لصلاته قال موسى مرة فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتمام أربع كان ترغيما للشيطان حثنا موسى بن داود عن أبن لهيعة عن موسى بن وردان قال سمعت أبا سعيد الخديري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة. حان أحمد بن عبد الملك حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل الأرض مسجد وطهور ، إلا المقبرة والحمامة" حثنا احمد بن عبد الملك حدثنا شريك عن ابن ابي ليلى عن عمرو بن مره عن ابي البختري عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسق ستون صاعا حثنا موسى بن داود اخبرنا ابن لهيعه عن دراج عن ابي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ضرب الجبل بقمع من حديد لتفتت ثم عاد كما كان ولو أن دلوًا من غساق يهراق في الدنيا لأنتن أهل الدنيا حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن محمد عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري قال: نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت: إن سيد الحي سليم فهل منكم من راق؟ قال: فقام معها رجل ما كنا نظنه يحسن رقية فانطلق معها فرقاه فبرئ فأعطوه ثلاثين شاة قال: وأحسبوه قد قال وأسقونا لبنا فلما رجع إلينا قلنا له أكنت تحسن رقية قال لا إنما رقيته بفاتحة الكتاب قال فقلت لهم لا تحدث فيها شيئا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدمنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ما كان يدريه أنها رقية أقسم واضرب بسهم معكم. حثنا يزيد أخبرنا سفيان الثوري وحماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال حماد في حديثه عن أبي سعيد الخدري ولم يذكر سفيان أبا سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد فقال عن أبي سعيد فيما يحسب عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة سبعين خريفا. حثنا يزيد أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أفرح بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بفلاة من الأرض فطلبها فلم يقدر عليها فتسجل الموت فبينه وكذلك إذ سمع وجبة الراحل التي حين بركت فكشف عن وجهه فإذا هو براحلته حثنا يزيد اخبرنا القاسم بن الفضل الحدني عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدير قال عدا الذئب على شاه فاخذها فطلبه الراعي فانتزعها منه فاقع الذئب على ذنبه قال الا تتقي اله تنزيع مني رزقا ساقه الله الي فقال يا عجبي ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس فقال الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق قال فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي الصلاه جامعه جامعة ثم خرج فقال للراعي أخبرهم فأخبرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده حثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن رجل عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول بالحق إذا شهده أو علمه. قال شعبة فحدثت هذا الحديث قتادة فقال ما هذا عمرو بن مرة عن ابي البختري عن رجل عن ابي سعيد حدثني ابو نضره عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن احدكم مخافه الناس ان يقول بالحق اذا شهده او علمه قال ابو سعيد فحملني على ذلك اني ركبت الى معاويه فملات اذنيه ثم رجعت قال شعبة حدثني هذا الحديث أربعة نفر عن أبي نضرة قتادة وأبو مسلمة الجريري ورجل آخر حدثنا يزيد وأبو النضر قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في الصلاة فلم يدر ثلاثًا صلى أم أربعًا فليقم فليصلي ركعة قال يزيد حتى يكون الشك في الزيادة ثم ليسجد سجدتي السهو فإن كان صلى خمسًا شفعتا له صلاته وإن كان صلى أربعًا فهما يرغمان الشيطان. حدثنا يزيد حدثنا همام بن يحيى قال أبي وأبو بدر عن سعيد عن قتادة عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم حدثنا محمد بن أبي عدي عن أبن عون عن الحسن عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن الدنيا خضرة حلوة ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ألا وإن لكل غادر لواء وإن أكثر ذاكم غدرا أمير العامة فما نسيت رفعه بها صوته حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد الخدري أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سبايا يوم أو تاصر لهن أزواج من أهل الشرك فكان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا وتأثموا من غشّانهن قال فنزلت هذه الآية في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. حدثنا بهز وعفان قال ثنا همام حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد فذكر معناه إلا أنه قال نساء حسن ابن ابي عدي عن حميد عن بكر المزني قال قال ابو سعيد الخديري رايت رؤيا وانا اكتب سوره صاد قال فلما بلغت السجدة رأيت الدوة والقلم وكل شيء بحضرتي إنقلب ساجدا قال فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يسجد بها حدثنا روح حدثنا زهير بن محمد حدثنا زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: جاءت إمرأة صفوان بن معطل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن صفوان يفطرني إذا صمت ويضربني إذا صليت ولا يصلي الغداة حتى تطلع الشمس. قال: فأرسل إليه فقال: ما تقول هذه؟ قال: أما قولها: يفطرني فإني رجل شاب وقد نهيتها أن تصوم. قال: فيومئذ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصوم المرأة إلا بإذن زوجها. قال: وأما قولها: إني أضربها على الصلاة فإنها تقرأ بسورتين فتعطلني. قال: لو قرأها الناس ما ضرك. وأما قولها: «أني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإني ثقيل الرأس وأنا من أهل بيت يعرفون بذاك بثقل الرؤوس. قال: فإذا قمت فصلي. حسن يونس حدثنا أبو عوانة عن منصور بن زذان عن الوليد أبي بشر عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة ثلاثين آية وفي الأخرين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية وكان يقوم في العصر في الركعتين الأولتين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية وفي الأخرتين قدر نصف ذلك حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن بشري بن حرب قال سمعت أبا سعيد الخديري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة هكذا يعني بظاهر كفه حثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمه عن بشر عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الاضحى حثنا يونس وسريج قال ثنا حماد عن بشر عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكراث والبصل والثوم فقلنا احرام هو قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه حدثنا يونس حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن بشر بن حرب قال سمعت أبا سعيد يقول وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فجعل يدعو هكذا وجعل ظهر كفيه مما يلي وجهه ورفعهما فوق ثندتيه وأسفل من منكبيه حدثنا يزيد بن أبي حكيم حدثني الحكام يعني ابن أبان قال سمعت عكرمة يقول حدثني أبو سعيد الخديري قال كنا نتزود من وشيق الحج حتى يكاد يحول عليه الحول حدثنا علي بن عاصمين أخبرنا سليمان النجي أخبرنا أبو المتوكل النجي عن أبي سعيد الخدير قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر قال فدخل رجل من أصحابه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حبسك يا فلان؟ عن الصلاة قال فذكر شيئا اعتلى به قال فقام يصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا على رجل يتصدق على هذا فيصلي معه قال فقام رجل من القوم فصلى معه حثنا علي بن عاصم أخبرنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له لو قومت لنا سعرنا قال إن الله هو المقوم أو المسعر إني لا أرجو أن أفارقكم وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في مال ولا نفس حدثنا علي بن عاصم قال اخبرني سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازه فلا يجلس حتى توضع حان عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، قال فقالوا يا رسول الله، إن لنا عيالا قال كلوا وادخروا وأحسنوا حدثنا علي بن عاصم حدثنا سعيد بن اس الجريري عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري قال اراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيت على حائط فنادي صاحبه ثلاث مرات فان اجابك والا فكل من غيره إن على تفسد وإن أتيت على راع فناده ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فكل واشرب من غير ، أن تفسد. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الضيافة ثلاثة أيامين فما بعد فصدقة حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان ومحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة وهما رجلان من الأنصار من بني مازن بن النجار وكان ثقة عن يحيى بن عمارة بن أبي حساء وعباد بن تميمين وهما من رهطهما وكان ثقة عن أبي سعيد الخدري قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ليس فيما دون خمس أواق من الوريق صدقة، وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس أوسوق من التمر صدقة، حنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب حدثني أبو أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخديري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قال فما اولت يا رسول الله قال الدين قال يعقوب ما احصي ما سمعته يقول حدثنا صالح عن ابن شهاب حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني سليط بن ايوب بن الحكم الانصاري عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري ثم أحد بني عدي بن النجار، عن أبي سعيد الخدري قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف يستقى لك من بئر بضاعة بئر بني ساعدة؟ وهي بئر يطرح فيها محائض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء». حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن عبد الله بن قصيط، عن عطاء بن يسار أو أخيه سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس على منبره وهو يقول أيها الناس إني قد أريت ليلة القدر ثم أنسيتها ورأيت أن في ذراعي سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا فأولتهما هذين الكذابين صاحب اليمن وصاحب اليمامة. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: فحدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزمين عن سليمان بن محمد بن كعب بن عجة عن عمته زينب بنت كعب وكانت عند أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري قال: أشتكى عليا الناس قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبًا فسمعته يقول: أيها الناس لا تشكو عليا فوالله ، إنه لا أخيشن في ذات الله أو في سبيل الله حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن الوليد بن كثير قال: حدثني عبد الله بن أبي سلمة أن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع حدثه أنه سمع أبا سعيد الخديري يحدث أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أتتوضأ؟ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها المحيض ولحوم الكلاب ولا النتن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن أبن إسحاق قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي أنه سمع يحيى بن عمارة بن أبي حساء وعبادة بن تميم يحدثان أنهما سمع أبا سعيد الخديري يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة فيما دون خمسة أوسوق من التمر ولا فيما دون خمس أواق من الوريق ولا فيما دون خمس من الإبل حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة عن جابر قال: سمعت محمد بن قرظة يحدث عن أبي سعيد الخدري أنه اشترى كبشًا ليضحي به فأكل الذئب من ذنبه ، أو ذنبه فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: ضحي به حنا خلف بن الوليد حدثنا عباد بن عباد عن مجالد بن سعيد عن أبي الوداكي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربن مضر عباد الله حتى لا يعبد لله اسم ولا يضربنهم المؤمنون حتى لا يمنعوا ذنب تلعة حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا يزيد بن عبد الله ، عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخُدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ، عن الوصال فقال من لم يكن له بد من الوصال فليواصل من السحر إلى السحر قيل: يا رسول الله إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أبيت مطعم يطعمني وساق يسقيني. حنأسود أسود بن عامر حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي الوداكي عن أبي سعيد وقيس بن وهب عن أبي الوداكي عن أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أوطاس لا توطأ الحبل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة حدثنا خلف بن الوليد حدثنا عباد بن عباد حدثنا المعل بن زياد القردوسي عن الحسن عن أبي سعيد الخدير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يمنعن رجلا رهبة الناس إن علم حقًا أن يقوم به. حدثنا أبو المغيرة: حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: حدثني عطية بن قيس عمن حدثه. عن أبي سعيد الخدري قال: أذننا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل عام الفتح في ليلتين خلت من رمضان فخرجنا صواما حتى اذا بلغنا الكديد فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر فاصبح الناس منهم الصائم ومنهم المفطر حتى اذا بلغ ادنى منزل تلقاء العدو وامرنا بالفطر فافطرنا اجمعين حدثنا الحكم بن نافع ، حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس ، عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل عام الفتح في ليلتين خلت من رمضان فخرجنا صواما حتى بلغنا الكديد فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر فأصبح الناس شرحين منهم الصائم والمفطر حدثنا أبو المغيرة حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني عطية بن قيس عمن حدثه عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد حدثنا الحكم بن نافع حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا علي بن عياش حدثنا محمد بن مطرف حدثنا أبو حازمين عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المتحابين لا ترغرفهم في الجنه كالكوكب الطالع الشرقي او الغربي فيقال من هؤلاء فيقال هؤلاء المتحابون في الله عز وجل حدثنا علي بن عياش حدثنا محمد بن مطرف حدثنا زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبني على اليقين وليصل سجدتين فإن كانت خمسا شفع بهما وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان حدثنا خلف بن الوليد حدثنا خالد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول الحق إذا رآه حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر قال سمعت أبا نضرة عن ابي سعيد قال ذكر المسكو عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال اوليس من اطيب الطيب حدثنا هاشم عن شعبة عن قتادة عن ابن ابي عتبة عن ابي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد حياء من عذراء في خدرها وكان إذا كره شيئًا عرفناه في وجهه. حثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما استخلف من خليفة إلا كانت له بطانة بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه فالمعصوم من عصم الله حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلمة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا يا ربنا فأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضوان فلا أسخط بعده أبدًا. حثنا علي بن إسحاق: حدثنا عبد الله أخبرنا سعيد بن يزيد أبو شجاع عن أبي السمحي عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهم فيها كلحون قال تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته حثن بشر بن شعيب بن أبي حمزة أخبرني أبي قال محمد يعني الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد الخديري أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها ثم قال إذا تنخم أحدكم وهو يصلي فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثني عطاء بن يزيد أنه حدثه أبو سعيد الخديري أنه قيل يا رسول الله أي الناس أفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله فقالوا ثم من قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الهوى ويدع الناس من شره حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزهري أخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي أن أبا سعيد الخديري أخبره أنه بين هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إن نصيب سبيا فنحب الإثمان فكيف ترى؟ في العزل فقال النبي صلى الله عليه وسلم «وإنكم لا تفعلون ذلكم لعليكم أن لا تفعلوا ذلكم فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج ، إلا هي خارجة ، حدثنا معاوية حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي حدثنا الزهري عن عطاء عن ابي سعيد الخدير قال سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل فذكر معنى حديث شعيب حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب حدثني عبد الله بن ابي حسين حدثني شهر ان ابا سعيد الخديري حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين اعرابي في بعض نواحي المدينة في غنم له عدا عليه الذئب فأخذ شاة من غنمه فأدركه الأعرابي فاستنقذها منه وهجهجه فعانده الذئب يمشي ثم أقع مستذفرا بذنابه يخاطبه فقال أخذت رزقا رزقني الله قال وعجبا من ذئب مقع مستذفر بذنابه يخاطبني فقال: والله إنك لا تترك أعجب من ذلك. قال: وما أعجب من ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخلتين بين الحرتين يحدث الناس عن نبأ ما قد سبق وما يكون بعد ذلك. قال: فنعق الأعرابي بغنمه حتى ألجأها إلى بعض المدينة المدينة ثم مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضرب عليه بابه. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الأعرابي صاحب الغنم؟ فقام الأعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما سمعت وما رأيت. فحدث الأعرابي الناس بما رأى من الذئب وسمع منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك صدق ايات تكون قبل الساعه والذي نفسي بيده لا تقوم الساعه حتى يخرج احدكم من اهله فتخبره نعله او صوته او عصاه بما احدث اهله بعده حدثنا يحيى بن ابي بكير حدثنا الفضيل بن مرزوق عن عطيه العوفي قال قال ابو سعيد قال رجل من الانصار لاصحابه اما والله لقد كنت احدثكم انه لو قد استقامت الامور قد آثر عليكم قال فردوا عليه ردا عنيفا قال فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاءهم فقال لهم أشياء لا أحفظها قالوا بلى يا رسول الله قال فكنتم لا تركبون الخيل قال فكلما قال لهم شيئا قالوا بلى يا رسول الله قال فلما راهم لا يردون عليه شيئا قال افلا تقولون قاتلك قومك فنصرناك واخرجك قومك فاوىناك قالوا نحن لا نقول ذلك ذلك يا رسول الله انت تقوله قال يا معشر الانصار الا ترضون ان يذهب الناس بالدنيا وتذهبون انتم برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بلى يا رسول الله قال يا معشر الانصار الا ترضون ان الناس لو سلكوا واديا وسلكتم واديا لا سلكتوا وادي الانصار قالوا بلى يا رسول الله قال لولا الهجرة لا كنت امرأ من الأنصار كريشي وأهل بيتي وعيبتي التي آوي إليها فأعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم قال أبو سعيد قلت لمعاوية أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أننا سنرى بعده أثرة قال معاوية فما أمركم قلت أمرنا أن نصبر قال فاصبروا إذن حدثنا روح حدثنا زهير بن محمد حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الحميد حدثني شهر قال ثنا أبو سعيد الخديري قال بينما رجل من أسلم في غنيمة له يهش عليها في بيداء ذي الحليفة إذ عدا عليه ذئب فانتزع شاة من غنمه فجهجأه الرجل فرماه بالحجارة حتى استنقذ منه شاته ثم إن الذئب أقبل حتى أقع مستذفرا بذنابه مقابل الرجل فذكره نحو حديث شعيب بن أبي حمزة حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو إسرائيل إسماعيل الملائي عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد قتيل بين قريتين أو ميت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذري عام بين القريتين إلى أيهما كان أقرب فوجد أقرب إلى أحدهما بشبر قال فكأني أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله على الذي ، كان أقرب. حدثنا موسى بن داود حدثنا ليث عن عمرنا بن أبي أنس عن سعيد بن أبي سعيد وحدثناه قتيبة حدثنا ليث قال عمران بن أبي أنس عن أبن أبي سعيد الخدري. عن أبيه قال: ثمار رجلان في المسجد الذي أُسس على التقوى. فقال أحدهما: هو مسجد قباء. وقال الآخر: هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. حدثنا روح وعبد الصمد وابو عامر قالوا حدثنا هشام بن ابي عبد الله عن يحيى بن ابي كثير عن ابي ابراهيم قال ابو عامر عن ابي ابراهيم الانصاري عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه حلقوا رؤوسهم عام الحديبيه غير عثمان بن عفان وابي قتاده فاستغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرار وللمقصرين مره حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى أن أبا إبراهيم الأنصاري من بني عبد الأشهل قال إن أبا سعيد قال فذكر الحديث. حدثنا روح حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى ، عن خليط الزبيب والتمر والبصر والتمر. حسن روح ومحمد بن بكر قال ثنا سعيد عن قتاده عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري ان نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحمتم والنقير والمزفه وان يخلط بين الزبيب والتمر والبصر والتمر حسن روح حدثنا أشعث عن الحسن عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحَْنتَمِ والنقير والمزفة وأن يخلط بين الزبيب والتمر والبصر والتمر حسن روح قال ثنا أشعث عن الحسن عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير والمزفة وقال انتبه في سقائك وأوكه حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدير قال وحدثني من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس فيهم الأشج قالوا يا رسول الله إن حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضرف ذكر مثل حديث يحيى ولم يذكر أن فيك خلتين حدثنا روح حدثنا المثنى القصير حدثنا أبو المتوكل النجي عن أبي سعيد الخدر قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحمتمة والدباء والنقير. حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "سيخرج ناس من النار قد أحترقوا وكانوا مثل الحمم ثم لا يزال أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتون نبات الغثاء في السيل حدثنا موسى أنبأنا أبن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن أبا سعيد أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيخرج ناس من النار فذكره حدثنا روح حدثنا عوف عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج ضبارة من النار قد كانوا فحما قال فيقال بثوهم في الجنة ورشوا عليهم من الماء قال فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل فقال رجل من القوم كأنك كنت من أهل البادية يا رسول الله". حدثنا روح حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق أخبره قال: دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدير نعوده فقال لنا أبو سعيد: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة. شك إسحاق لا يدري أيتهما قال أبو سعيد: الضحاك بن مخلد عن عبد الحميد بن جعفر حدثني أبي عن سعيد بن عمير الأنصاري قال جلست إلى عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري فقال أحدهما لصاحبه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنه يبلغ العرق من الناس يوم القيامة فقال أحدهما إلى شحمته وقال الآخر يرجمه فخط ابن عمر وأشار أبو عاصم بأصبعه من أسفل شحمة أذنيه إلى فيه فقال ما أرذاك إلا سواء حنا عثمان بن عمر أخبرنا مالك ويونس بن يزيد عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن وقال مالك المنادي فقول مثل يقول زاد مالك المؤذن حثنا محبوب بن الحسن عن خالد عن عكرمة أن أبن عباس قال له ولابنه علي انطلق إلى أبي سعيد الخدري فاسمعه من حديثه قال: فانطلقنا فإذا هو في حائط له فلما رآنا أخذ رداءه فجاءنا فقعد فأنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد قال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار بن ياسر يحمل لبنتين لبنتين قال فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التراب عنه ويقول: يا عمار ألا تحمل لبنة كما يحمل أصحابك؟ قال إني أريد الأجر من الله قال فجعل ينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار قال فجعل عمار يقول: أعوذ بالرحمن من ألف طني حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث ، عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياءً ، من العذراء في خدرها وكان إذا كره الشيء عرفناه في وجهه حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا أنيس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وهو عاصب رأسه قال: فاتبعته حتى صعد على المنبر قال فقال: إني الساعة لقائم على الحوض قال ثم قال إن عبدًا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة ، فلم يفطن لها أحد من القوم إلا أبو بكر فقال بأبي أنت وأمي ، بل نفديك بأموالنا وأنفسنا وأولادنا قال ثم هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فما رؤي عليه حتى الساعة حدثنا صفوان حدثنا أنيس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا من بني عمرو بن عوف ورجلا من بني خدرة أمتريا في المسجد الذي أسيس على التقوى فقال العوفي هو مسجد قباء وقال الخدري هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال هو مسجد هذا وفي ذلك خير كثير حدثنا إسماعيل حدثنا الدست وأي حدثنا يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال: «إنما أخاف عليكم بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها». فقال رجل: "أو يأتي الخير بالشر؟ يا رسول الله ، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شأنك؟ تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ قال: وأرنا أنه ينزل عليه. قال: فأفاق يمسح عنه الرحضاء وقال: أين هذا السائل؟ وكأنه حمده فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر إن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم يلم إلا آكلة الخضر فإنها أكلت حتى إذا أمتلأت خاصرتها استقبلت عين الشمس فثنت وبالت ثم رطعت وإن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلمي هو لمن أعطى منه اليتيم والمسكين وابن السبيل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن الذي يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع فيكون عليه شهيدًا يوم القيامة. حدثنا سريج حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المنبر ذات يومين فقال إن مما أخشى عليكم فذكر الحديث وقال يقتل حبطا أو يلم حسن إسماعيل حدثني علي بن المبارك وروح حدثنا حسين المعلم حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيانة من بني هذيل قال روح من هذيل قال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا واجعل مع البركة بركتين حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري ، عن رجل عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحقرن أحدكم نفسه إذا رأى أمر الله عليه فيه مقالا فلا يقول به فيلقى لها وقد أضع ذلك فيقول ما منعك فيقول خشية الناس فيقول أنا كنت أحق أن تخشى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج حدثني شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بحق إذا علمه قال فقال أبو سعيد الخديري فما زال بنا البلاء حتى قصرنا وإنا لنبلغ في الشر وقال حجاج في حديثه سمعت أبا نضرة حدثنا حجاج حدثنا شعبة وعن قتادة قال سمعت أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ثمانية عشر مضت من رمضان فصام صائمون وأفطر مفطرون فلم يعب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. قال شعبة: حدثني بهذا الحديث أربعة أحدهم قتادة وهذا حديث قتادة. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج حدثني شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل قال حجاج في حديثه سمعت ابا المتوكل عن ابي سعيد قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اخي انطلق بطنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا فسقاه فقال إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقًا فقال له ثلاث مرات ثم جاءه الرابعة فقال: اسقه عسلًا فقال: قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقًا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك فسقاه فبرئ. حدثنا روح حدثنا شعبة عن قتاده عن ابي المتوكل عن ابي سعيد ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معناه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدث عن سليمان او ابي سليمان وحجاج قال حدثني شعبه وقال رجل من قريش عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سيكون امراء يغشهم غوش او حوش من الناس يظلمون ويكذبون فمن اعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فليس مني ولا انا منه ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فانا منه وهو مني حدثنا بهز حدثنا شعبة وحجاج حدثني شعبة أخبرنا قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة قال حجاج أبن عتبة مولى أنس بن مالك قال سمعت أبا سعيد الخديري يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من عذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن الأغري أبي مسلمين أنه قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقعد قوم يذكرون الله الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونازلت عليهم السكينه وذكرهم الله في من عنده حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قيس بن مسلمين عن طارق بن شهاب أن مروان خطب قبل الصلاة فقال له رجل: الصلاة قبل الخطبة. فقال له مروان: ترك ذاك يا أبا فلان. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد ما عليه. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فلينكره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذاك أضعاف الإيمان. حدثنا أبو كامل حدثنا حماد قال ثنا أبو نعمة السعدي حدثنا أبو نضرة ، عن أبي سعيد الخدري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومين فلما كان في بعض صلاته خلع عليه فوضعهما عن يساره فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم. فلما قضى صلاته قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا أو قال أذن فألقيتهما فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما قذرا أو قال أذن فليمسحهما وليصلي فيهما قال أبي لم يجي في هذا الحديث بيان ما كان في النعل حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: «إن تفعلوا ذلك لعليكم أن لا تفعلوه فإنه ليس نسمة قضى الله أن تكون إلا هي كائنة» حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم عن أبن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا سعيد أخبره وأبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في جدار المسجد نخامة فتناول حصاة فحتها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حان سكن بن نافع حدثنا صالح عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخديري يقولان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة فتناول حصاة فحكها بها ثم قال: لا يتنخم أحد في القبلة ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت رجله اليسرى حدثنا مروان بن شجاع حدثني خصيف عن مجاهد عن أبي سعيد الخدير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين على المنبر يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن حدثنا ابن فضيل حدثنا سالم يعني ابن أبي حفصة والأعماش وعبد الله ابن صهبان وكثير النواء وابن أبي ليلى. عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن أهل الدرجات العلى لا يراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق» من أفاق السماء ألا وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما حثنا أبو معاوية حدثنا ليث عن شهر قال لقينا أبا سعيد ونحن نريد الطور فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد المطي إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس حثن عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن أبي الوداكي عن أبي سعيد الخدري قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال: ليس من كل الماء يكون الولد إذا أراد الله أن يخلق شيئا لم يمنعه شيء حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان وهاشم حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوانا عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله ورسوله وقال هاشم يؤمن بالله واليوم الآخر حدثنا عبد الرزاق اخبرنا سفيان عن الأعمش عن عطيه العوفي عن ابي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قاتل احدكم اخاه فليجتنب الوجه حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن زيد بن اسلم عن ابن ابي سعيد عن أبي سعيد الخدري قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن لا نترك أحدًا يمر بين أيدينا فإن أبى إلا أن ندفعه ، أو نحو هذا. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله وعبد الأعلى عن معمر عن الزهري وقال عبد الأعلى عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناف الأسقية حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل مع التثاءب حدثنا عبد الرزاق أخبرني معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال: جاء ناس من الأنصار فسألوه فأعطاهم قال: فجعل لا يسأله أحد منهم إلا أعطاه حتى نفد ما عنده فقال لهم: حين أنفق كل شيء بيده وما يكون عندنا من خير فلن ندخره عنكم وإنه من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله ولن تعطوا عطاء خيرا أو سعى من الصبر حدثنا إسحاق بن عيسى قال سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري فذكر مثل معناه حسن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن الأغري أبي مسلمين عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وتغشتهم الرحمة ونازلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وقالا إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل الله عز وجل إلى هذه السماء فنادى هل ، من مذنب يتوب ؟ هل من مستغفر ؟ هل من داع ؟ هل من سائل إلى الفجر ؟ حنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن رجل عن أبي سعيد الخدير قال وضع رجل يده على النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله ما أطيق أن أضع يدي عليك من شدة حماك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما يضاعف لنا الأجر. إن كان النبي من الأنبياء يبتلى بالقمل حتى يقتله، وإن كان النبي من الأنبياء لا يبتلى بالفقر حتى يأخذ العباءة فيخونها. وإن كانوا لا يفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن الأعمش عن ذكوانا عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا عجل أحدكم أو أقحط فلا يغتسلن. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه رأى الطين في أنف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنابته ، من أثر السجود وكانوا مطروا من الليل. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن إسماعيل بن أمية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي سعيد الخدري قال: أعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهروا بالقراءة وهو في قبة له فكشف للستور وكشف وقال: "ألا كلكم مناجا ربه ، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة" أو قال: "في الصلاة حسن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن رجل عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تتبعن سنن بني إسرائيل شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتى ، لو دخل رجل من بني إسرائيل جحر ضب لتبعتموهم فيه وقال مرة لتابعتموه فيه حسن عبد الرزاق اخبرنا معمر عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خلص المؤمنون من النار يوم القيامه وامين فما مجادله احدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة له من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار قال يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فأدخلتهم النار قال فيقولوا اذهبوا فأخرجوا من عرفتم فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم فمنهم من أخذته النار إلى وأنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجونهم فيقولون ربنا أخرجنا من أمرتنا. ثم يقول أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان ثم من كان كان في قلبه وزن نصف دينار حتى يقول من كان في قلبه مثقال ذرة. قال أبو سعيد فمن؟ لم يصدق بهذا فليقرأ هذه الآية أن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما قال فيقولون ربنا قد أخرجنا من آمرتنا فلم يبقى في النار احد فيه خير قال ثم يقول الله شفعت الملائكه وشفع الانبياء وشفع المؤمنون وبقي ارحم الراحمين قال فيقبض قبضه من النار او قال قبضتين ناس لم يعملوا لله خيرا قط قد احترقوا حتى صاروا حمما قال فيؤتى بهم إلى ماء يقال له ماء الحياة فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ في أعناقهم الخاتم عتقاء الله قال فيقال لهم ادخلوا الجنة فما تمنيتم ثمنيتم أو رأيتم من شيء فهو لكم عندي أفضل من هذا قال فيقولون ربنا وما أفضل من ذلك قال فيقول رضائي عليكم فلا اسخط عليكم ابدا حسن عبد الرزاق اخبرنا معمر حدثني ابن شهاب عن عمرو بن سعد بن ابي وقاص انه سمع ابا سعيد الخديري يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والملامسة يمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة وهو طرح الثوب الرجل بالبيع قبل أن يقلبه وينظر إليه. حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال: أخبرنا ابن جريج قال: وحدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الجندعي سمع ابا سعيد الخديري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاه بعد صلاه الصبح حتى تطلع الشمس وقال ابن بكر حتى ترتفع الشمس ولا صلاه بعد صلاه العصر حتى تغيب الشمس حسن عبد الرزاق وابن بكر قال: أنا ابن جريج قال: أخبرني عمر بن أبي عطاء بن أبي الخواري عن عبيد الله بن عياض وعطاء بن بخت كلاهما يخبر عمر بن عطاء عن أبي سعيد الخدير أنه ما يقول سمعت أبا القاسم يقول لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى الليل حدثنا يعقوب قال ثنى أبي عن صالح وحدث ابن شهاب عن عامر بن سعد أخبره أن أبا سعيد الخديري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، وعن المنابذة، والمنابذة طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه، حدثنا يعقوب، حدثنا أبي عن صالح، قال ابن شهاب: حدثني عطاء بن يزيد الجندعي. أنه سمع أبا سعيد الخديري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله يعني مثل حديث عبد الرزاق وابن بكر عن ابن جريج عن ابن شهاب وقال حتى ترتفع الشمس حنا عبد الرزاق قال ثنى معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين أما اللبستان فاشتمال الصماء أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويتزر بشقه الأيمن والأخرى أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره ويفضي بفرجه إلى السماء وأما البيعة فالمنابذة والملامسة والمنابذة أن يقول إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا يلبسه ولا يقلبه إذا مسه وجب البيع حدثنا عبد الرزاق وقال: قال الثوري: فحدثني أبو إسحاق أن الأغر حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال ينادي مناد أن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وأن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وأن لكم أن تشبوا ولا تهرموا وأن لكم أن تنعموا ولا تبأسوا أبدا فذلك قوله عز وجل ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن علي بن زيد عن أبي نضرة قال سمعت أبا سعيد الخديرية أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة تمرق بينهما مارقة يقتلها أولاهما بالحق". حنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه ينتظر الصلاة تقول الملائكة اللهم أغفر له اللهم ارحمه حتى ينصرف أو يحدث فقلت ما يحدث فقال كذا قلت لأبي سعيد فقال يفسو أو يضرط حدثنا عفان حدثنا حماد بن زيد حدثنا أبو الصهباء قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن أبي سعيد الخضير لا أعلمه إلا رفعه قال إذا أصبح ابن آدم فإن أعضاءه تكفر للسان تقول اتق الله فينا فإنك إن أستقمت استقمنا وإن أعوججت أعوججنا حدثنا عفان حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن الحسن عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت تخلقه أنت ترزقه فأقره مقره فإنما كان قدر حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدير قال «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى وعن لبستين الصماء وأن بي الرجل ، في الثوب الواحد وعن صلاة في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر» حسن عفان وحسن قال ثنى حماد عن بشر بن حرب عن أبي سعيد الخدري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بعرفة قال حسن ويرفع يديه هكذا يجعل ظاهرهما فوق وباطنهما أسفل ووصف حماد ورفع حماد يديه وكفيه مما يلي الأرض حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنه قد أحدث فلا ينصرفن حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن ابي نضره عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان ياتي احدكم وهو في صلاته فياخذ بشعره من دبره فيمدها فيرى انه قد أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا. حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليبعثن الله عز وجل في هذه الأمة خليفة يحث المال حثيًا ولا يعده عدًا" حثنا عفان حدثنا همام أخبرنا المعل بن زياد قال: حدثني العلاء رجل من بني مزينة عن أبي الصديق النجي عن أبي سعيد الخدير أنهم كانوا جلوسًا يقرؤون القرآن ويدعون قال: فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما رأيناه سكتنا فقال أليس كنتم تصنعون كذا وكذا قلنا نعم قال فاصنعوا كما كنتم تصنعون وجلس معنا ثم قال أبشروا صَعْلِيَكَ المهاجرين بالفوز يوم القيامة على الأغنياء بخمسمائة أحسبه قال سنة حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا سهيل عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليمسك يده على فيه فإن الشيطان يدخل حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا بشر بن حرب عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال في الصوم ، فلم يزل به أصحابه حتى رخص له من السحر إلى السحر. حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا حجاج بن أرطاة عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال: إفتخر أهل الإبل والغنم عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الفخر والخيلاء في أهل الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم." وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بعث موسى عليه السلام وهو يرعى غنما على أهله وبعثت انا وانا ارعى غنما لاهلي بجياد حدثنا ابو معاويه الغلابي حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عمرو بن يحيى الانصاري عن ابيه عن ابي سعيد الخدير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا الحمام والمقبره حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلامين عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء جنازة في أهلها فتبعها حتى يصلي عليها فله قيراط ومن مضى معها فله قيراطان مثل أحد حدثنا عفان أخبرنا القاسم بن الفضل حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر قمارقة عند فرقة من المسلمين تقتلها أو الطائفتين بالحق حدثنا عفان حدثنا همام اخبرنا قتادة عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري قال امرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان نقرا بفاتحه الكتاب وما تيسر حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة اخبرنا سعيد الجريري عن ابي نضرة عن أبي سعيد الخدير قال حججنا فنزلنا تحت ظل شجرة وجاء ابن صائد فنزل إلى جنبي قال فقلت ما صب الله هذا علي فجاءني فقال يا أبا سعيد أما ترى ما ألقى من الناس يقولون أنت الدجال أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدجال لا يولد له ولا يدخل المدينة ولا مكة. وقد جئت الآن من المدينة وأنا هوذا أذهب إلى مكة. وقد قال حماد وقد دخل مكة وقد ولد لي حتى رققت له. ثم قال: والله إن أعلم الناس بمكانه ساعة أنا فقلت: تبا لك سائر اليوم. حثنا عفان حدثنا خالد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد الأعشى عن أيوب بن بشير عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال ثلاث بنات فأدبهن ورحمهن وأحسن إليهن فله الجنة قال عبد الله قال أبي رحمه الله مات خالد بن عبد الله يعني الطحان ومالك بن أنس وأبو الأحوص وحماد بن زيد في سنة تسع وتسعين إلا أن مالكا مات قبل حماد بن زيد بقليل قال أبي وفي تلك السنة طلبت الحديث كنا على بابه شيمين وهو يملي علينا إما قال الجنائز أو المناسك فجاء رجل بصري فقال مات حماد بن زيد رحمة الله عليهم أجمعين حدثنا عفان حدثنا شعبة حدثني العلاء بن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث قال سألت أبا سعيد عن الإزار فقال على الخبير سقط قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار ومن جرَّ إزاره بطرًا لم ينظر الله إليه". حثنا عفّان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن صائد: "ما ترى؟ قال: أرى عرشًا على البحر حوله الحيات." فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذاك عرش إبليس". حنى وكيع عن أبن أبي ذئب عن المقبولي عن أبيه عن أبي هريرة أنه كان جالسا مع مروان فمرت جنازه فمر به ابو سعيد فقال قم ايها الامير فقد علم هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تبع جنازه لم يجلس حتى توضع حدثنا وكيع حدثنا اسماعيل بن مسلمين العبدي حدثنا ابو المتوكل النجي عن ابي سعيد الخدير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء حثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا ثلاثة في سبيل الله أو أبن السبيل أو رجل إن كان له جار فتصدق عليه فأهدى له حدثنا وكيع حدثنا إدريس بن يزيد الأودي عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة حثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبانه عن يحيى بن عماره عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسه اوساق من تمر ولا حب صدقه حسن وكيع حدثنا داود بن قيس الفراء عن عياض بن عبد الله بن ابي سرح عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج صدقة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاع من أقط فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية حدثنا عبد الرزاق أخبرنا داود بن قيس الفراء قال سمعت عياض بن عبد الله بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخديري يقول كنا نخرج فذكر الحديث حدثنا وكيع حدثنا سفيان حدثنا أبو هاشم عن إسماعيل بن رياح عن أبيه أوي ، عن غيره عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن منصور عن رجل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حثنا وكيع عن يونس حدثنا أبو الوداك جبر بن نوف عن أبي سعيد قال أصبنا حمرا يوم خيبر فكانت القدور تغلي بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه فقلنا حمر أصبناها فقال وحشية أو أهلية؟ قال: قلنا لا بل أهلية قال: اكفئوها قال فكفأناها. حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق النجي عن أبي سعيد الخدري. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل في حد قال: فضربنا بنعلين أربعين. قال مسعر: أظنه في شراب حدثنا وكيع حدثنا ابن ابي ليلى عن عطيه العوفي عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها قال طلوع الشمس من مغربها حدثنا وكيع عن الأعمش عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن أهل الدرجات العليا يراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما حدثنا خلف بن الوليد حدثنا عباد بن عباد حدثنا مجالد عن أبي الوداكي عن أبي سعيد الخدير قال قلت والله ما يأتي علينا أمير إلا وهو شر من الماضي ولا عام إلا وهو شر من الماضي قال لولا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت مثل ما يقول ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أمرائكم أميرا يحثي المال حثيا ولا يعده عدًّا. يأتيه الرجل فيسأله فيقول: خذ فيبسط الرجل ثوبه فيحثي فيه. وبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم ملحفة غليظة كانت عليه يحكي صنيع الرجل. ثم جمع إليه أكنافها قال: فيأخذه ثم ينطلق.